السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. طبعا النهاردة تاريخ مش عادي بالنسبة لقناة النادي الأهلي، 6/8/2019 هو العيد رقم 11 لتأسيس قناة النادي الأهلي، علشان كده بنقول لها كل سنة وأنت طيبة، ودايما يعني تدافعي عن الكيان الأهلاوي، دايما بندافع بشرف، ودايما منبر إعلامي من خلاله بنوصل لكل الجمهور الأهلاوي كل اللي عايز يشوفه ويعرفه عن النادي الأهلي في مختلف اللعبات وأيضا في مجال الإدارة. قناة النادي الأهلي دايما متعودين إن احنا نحاول نجيب لحضراتكم أكتر الانفرادات اللي موجودة ليها علاقة بالنادي الأهلي، أكتر اللقطات، بنروح ورا النادي الأهلي في كل حتة علشان نكون موجودين، علشان نجيب لحضراتكم الكواليس اللي مش بتشوفوها بس غير في قناة النادي الأهلي. 6/8/2008 كان أول يوم طبعا تم بث قناة النادي الأهلي، من أول يوم وناس شغالة بجهد وإخلاص وحب، عشان كده بقول لكل واحد موجود في القناة حاليا وكان موجود قبل كده كل سنة هو طيب، وأكيد أنت كنت سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى أن القناة دي تكمل وتكون موجودة لحد اليوم اللي بنقول لحضراتكم فيه 11 سنة على تأسيس قناة النادي الأهلي، أول قناة لنادي في مصر وفي الشرق الأوسط. وأنا أعتقد أن الموضوع يعني مش سهل أن نادي في أفريقيا وفي مصر يكون عنده قناة خاصة بيه، قناة بتعمل على الحيادية، قناة بتعمل على المهنية والشرف، قناة دايما بتدافع عن ناديها في الإطار اللي حضراتكم كلكم بتشوفوه. عمرنا ما تجاوزنا في حق حد، عمرنا ما غلطنا في أي حد، عمرنا ما جينا على حد، دايما بندور على حق النادي الأهلي علشان نكون دايما وراه، وبندعم كل اللعبات، بندعم كرة القدم والسلة والطايرة والهاندبول، بندعم السباحة، بندعم طبعا الكاراتيه، التايكوندو، الجودو، كل الألعاب اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها، حتى الأشبال الصغيرين دايما بنكون موجودين معاهم، علشان كده قناة النادي الأهلي دايما بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الأهلوية هي يعني القناة رقم واحد. القنوات الرياضية كتيرة جدا، لكن لوجو النادي الأهلي لما يكون موجود قدام حضراتكم على الشاشة أعتقد ده بيكون لي مذاق مختلف وطعم مختلف قدام السادة المشاهدين جمهور النادي الأهلي. بالمناسبة يعني أكيد في جمهور غير جمهور النادي الأهلي بيحب يتفرج على القناة وبيحب يتفرج على النجوم اللي بيكونوا موجودين في القناة، علشان كده احنا مش بس قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، احنا قناة كل من هو يحب ويعشق لعبة كرة القدم. قبل ما نروح على الأخبار وقبل ما نروح على الحلقة الخاصة جدا اللي هيكون معانا فيها كواليس ونجوم خلف الكواليس حضراتكم أول مرة هتشوفوهم معانا هنا في قناة النادي الأهلي، تعالوا نروح لتقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. قلت لحضراتكم قبل ما نروح لتقرير ونشوف الفي او اللي معمول بصراحه حاجه مشرفه وتاريخ بيتكلم عن نفسه، قلت لحضراتكم معانا كواليس ومعانا ضيوف النهارده لحضراتكم اول مره هتشوفوها معانا على قناه النادي الاهلي. دايما هم النجوم اللي بيكونوا موجودين ورا الكواليس هم اللي بيكون عليهم الحمل الاكبر، هم اللي دايما بيطلعوا القناه في احسن شكل ممكن حضراتكم تشوفوه. فمعانا اربع نجوم من نجوم قناه النادي الاهلي، المخرجين العباقره اللي دايما يعني بيتألقوا في البرامج، مش بس النهارده لا، ده بيتألقوا من اول يوم القناه كانت موجوده فيه. الاستاذ احمد برجاوي اكيد حضراتكم كلكم عارفين الاسم كويس قوي، كابتن محمود بكر الله يرحمه كان على طول في اي مباراه او اي ماتشات دايما كان بيقعد ينكشه يقول له الاسامي يا برجاوي، الاسم اديني اسم غلط اديني اسم صح، الميه الجو حر ما فيش رؤيه كويسه، فكان دايما الكابتن محمود بكر ينكش الاستاذ برجاوي، ودايما الاستاذ برجاوي كان اسمه هو اللي مسمع على قناة النادي الأهلي بسبب الكابتن محمود بكر. أما طبعا النجم الثاني هو الأستاذ محمد شوارب. أستاذ محمد شوارب واحد من نجوم الإخراج هنا في القناة، راجل اشتغل في العديد والعديد من البرامج، يعني أبرز البرامج اللي موجودة حاليا هي ملك وكتابة، أما قبل كده كان ملعب الأهلي والمستطيل الأخضر، وهنتكلم معاهم عن الذكريات وهنتكلم معاهم عن أمور كثيرة جدا اللي الجيل الجديد هتكون أول مرة يسمعوها، لكن بالنسبة للمتابعين قناة الأهلي من 2008 أعتقد إن هيكون عندهم دراية بكل الكلام اللي إحنا هنتكلم فيه. أما الأستاذ سمير عكاشة نجم الإخراج أيضا ونجم اللي موجود هنا في قناة النادي الأهلي في ملعب الأهلي وقبل كده ايضا في ملعب الاهلي قبل كده، هو يعني مواظب بسم الله ما شاء الله على ملعب الاهلي على طول، وفي القناه من اوائل المخرجين اللي كانوا موجودين، وبسم الله ما شاء الله 11 سنه هو موجود في القناه بيعمل بجد واجتهاد واخلاص. واخيرا يعني معانا بقى يعني مخرج لكنه خلاص بقى خرج من القناه وشاف طريقه دلوقتي وربنا يكرمه ويوفقه يا رب، هو الاستاذ زاني كمال، واحد من اساتذه الفروموهات واللي عمل فروموهات كتيره جدا هنا في القناه، ويعني فروموهات شهيره جدا لبرامج كتيره جدا، لكن دلوقتي
هو يعني بسم الله ما شاء الله بقى مؤلف المسلسل العربي الشهير المصري ابو العروسه، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني. هنتكلم معاه عن ذكرياته في قناه النادي الاهلي. بنحاول ان احنا نجيب لحضراتكم اوائل الناس اللي كانت موجوده هنا، حتى اللي خرج منهم حتى اللي موجود منهم، بنجمعهم لحضراتكم علشان نتكلم في ذكريات في يوم مهم جدا وهو انطلاق قناه النادي الاهلي. لكن قبل ما نستضيفهم وقبل ما نتكلم معاهم، تعالوا نروح لبعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي علشان نعيش مع المخرجين الكبار كواليس وحكايات قناه الاهلي وبدايه التاسيس. اول خبر موجود معانا ان الكابتن محمود الخطيب بيشكر جياني انفانتينو على تهنئته بفوز النادي الاهلي بالدوري. جياني انفانتينو بعت من يومين تهنئه وبرقيه للنادي الاهلي بيهنيه فيها على فوزه بلقب الدوري العام. الامر اللي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ارسل لجياني انفانتينو خطاب رئيس اتحاد دولي بيرد فيه على التهنئه اللي ارسلها جياني انفانتينو للنادي بعد الفوز ببطوله الدوري للمره الرابعه على التوالي. والنص الخطاب جاء كالتالي، هنقراه لحضراتكم علشان طبعا حاجه مشرفه لما الاتحاد الدولي لكره القدم يبعت للنادي الاهلي برقيه تهنئه وفوز، والنادي الاهلي لازم يرد عليه ورد عليه بالفعل في خطاب محترم جدا. هقرا لحضراتكم الخطاب سريعا. انه لمن دواعي سروري ان ارسل تحياتي الشخصيه وكذا تحيات الساده الزملاء اعضاء مجلس الاداره اليكم شخصيا والى جميع افراد اسره الاتحاد الدولي لكره القدم. نقدر بامتنان خطاب التهنئه لفريقنا الذي حقق اللقب الرابع على التوالي في الدوري لموسم 2018-2019، وهو الخطاب الذي يوضح الاخلاق العاليه الحقيقيه لمجتمع كره القدم، مؤكدين على ثقتنا بان دعم الاتحاد الدولي لجميع وسائل تطوير اللعبه والحفاظ على روح اللعب النظيف والجهود الحثيثة في سبيل تطوير كرة القدم في العالم وتعزيز قيم المحبة والنزاهة والتسامح والروح الرياضية التي تجمع الشعوب وتوحدها، وقد لعبت دورا رئيسيا في تحقيق أهدافنا. نحن على يقين من أن الاتحاد الدولي ومجتمع كرة القدم الدولي سوف يسعيان بكل صدق وحكمة وإرشاد لتحقيق المزيد من الإنجازات، وسيكون نادينا جاهزا دائما للمشاركة في أي خطط تخدم تطوير اللعبة بالتعاون مع مجتمع كرة القدم الدولي. نتمنى لكم شخصيا وجميع موظفي الاتحاد الدولي كل التوفيق دائما، نتطلع رؤيتكم قريبا. ده خطاب محترم جدا ورد يليق بمكانة النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما بيكون مشغول أن يرد على الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعني دايما بيكون مشغولين بالحاجات الكبيرة اللي احنا بنعملها، سواء بنفوز ببطولة في الدوري، بنفوز وبنستعد بصفقات علشان خاطر نحقق لقب افريقيا ونحافظ على لقب الدوري العام للمرة الخامسة على التوالي والمرة ال 42 ان شاء الله، بنستعد لكأس مصر، وبالتالي احنا مش فاضيين نرد على اي حد او نتكلم مع اي حد او نرد على اي حاجة غير ان احنا مركزين مع نادينا. ده اللي احنا اتعلمناه. دايما اللي بيكون حاطط هدف قدامه لازم يركز فيه كويس قوي ولا يلتفت لاي صغائر موجوده حواليه، علشان هو ده حال النادي الاهلي، هو ده قدر النادي الاهلي، لازم يكون في المقدمه. وطالما حضرتك في المقدمه هتلاقي انتقادات كثيره جدا وانتقادات زي ما حضراتكم شايفين من اي حد، وبالتالي احنا هنا دورنا ان احنا نركز على نادينا ونتكلم على نادينا ونقول على نادينا كلام الذي يليق به، وفي نفس الوقت احنا شوفوا يا جماعه رقي في الحوار، رقي من الاتحاد الدولي لكره القدم بيهني فيه النادي الاهلي على فوزه بلقب الدوري. النادي الاهلي يرد ايضا بخطاب محترم للاتحاد الدولي لكره القدم بيشكروا فيه على التهنئه وبيتكلم فيه على امور كثيره جدا، وبالتالي هنا من قناه النادي الاهلي دايما هنتكلم على الايجابيات، مش بنتكلم ابدا على السلبيات. ممكن نتكلم على سلبيات فريق كره القدم او اي سلبيه خاصه بنادينا فقط، لكن هنتكلم على اي امور جانبيه انا اعتقد ان الموضوع هيكون واخد اكبر من حجمه. طيب نروح للخبر اللي بعديه. يوم الخميس اخر موعد لتسليم تفويض الصحفيين والمصورين الخاص بمباراه الاهلي واطلع بره فريق الجنوب السوداني. يا جماعه هو اسمه كده عشان بس لو حد اول مره يسمعه ما حدش يعني يقول هو اسمه كده. فهو اسمه كده. طيب احنا زي ما حضراتكم قريتوا الخبر احنا عايزين طيب تعالوا نروح ناخد خبر مهم جدا موجود معانا لسه طازه جاي لنا دلوقتي على طول، نقراه لحضراتكم ونقوله قبل ما نستقبل مخرجنا العظام. النادي الاهلي تلقى خطابا من الاتحاد المصري لكره القدم يفيد بتجديد رخصه الانديه المحترفه من جانب الاتحاد الافريقي كاف لموسم 2019-2020 ليصبح النادي الوحيد الذي يحصل على الرخصه بشكل مستمر منذ العمل بنظام تراخيص الانديه المحترفه عام 2012. يعني النادي الاهلي اول نادي في مصر عنده رخصه احترافيه من الانديه المحترفين في افريقيا وفي مصر بشكل خاص.
طبعا يعني جاء تجديد رخصة الاحتراف للأهلي بعد أن قام النادي بتطبيق كافة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي فيفا دون ورود أي ملاحظات على الملف الخاص بالنادي، وبعد توافر كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونيات لأي أطراف. كان ملف تجديد رخصة الاحتراف للنادي قد شهد إشرافا كاملا من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط والتطوير التي تضم الدكتور طه إسماعيل والكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو والأستاذة حنان الزيني مديرة اللوائح والتراخيص. ويأتي حصول الأهلي على خطاب تجديد رخصة الاحتراف تمهيدا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2019-2020. زي ما حضراتكم سمعتم، الأهلي أول نادي في مصر يعمل على نظام رخصة الأندية المحترفة من موسم 2012، ولسه مستمر وقائم على تجديدها علشان يكون زي ما هو أول نادي في مصر في تأسيس في كل حاجة. ظل النادي الأهلي هو رائد الرياضة المصرية ورائد الرياضة يعني الأفريقية في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي. نرجع لحضراتكم تاني علشان نقول للسادة الإخوة الصحفيين اللي بيتفرجوا علينا أن يوم الخميس آخر موعد لتسليم تفويض الصحفيين والمصورين الخاص بمباراة الأهلي المصري وقتل عبارة الجنوب السوداني. نجد إدارة الإعلام بالنادي الأهلي الزملاء الصحفيين والمصورين المكلفين من قبل مؤسستهم بتغطية مباراة الأهلي وبطل جنوب السودان التوجه لتسليم التفويض الصادر رسميا من مؤسستهم في موعد أقصى 12 ظهرا بعد غد الخميس كحد أقصى، وده عبر الايميل التالي، وحضراتكم طبعا الايميل ahli.egyptmedia@gmail.com. ده بالنسبه لبطوله افريقيا والصحفيين. تصريح من الاستاذ محمد الجارحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي: نستعد بقوه لاصعب مواسم لكره السله. او ده مودي الجارحي، مش الاستاذ محمد الجارحي، مودي الجارحي لاعب النادي الاهلي. بيقول كابتن الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي قال ان الفريق يستعد بقوه لخوض تحديات عديده خلال الموسم الجديد الذي يعتبر واحد من اصعب المواسم في تاريخ بطولات السله بالنسبه لكافه الانديه. واوضح مودي الجرحي ان الموسم المقبل سيشهد منافسات قويه خاصه بعد قيام اكثر من فريق بتغيير الجهاز الفني فضلا عن قيام معظم الانديه بالتعاقد مع محترفين على افضل ما يكون، وهو ما يؤكد ان الموسم سيكون صعبا وقويا على الجميع. نروح للخبر التالي: فريق رجال السله تدرب على فترتين، قرر الكابتن اشرف توفيق المدير الفني للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي استمرار تدريبات الفريق على فترتين يوم الثلاثاء في اطار خطه الاعداد للموسم الجديد، وبيدرب الفريق في الجيم قبل ان يؤدي اللاعبين تدريبات بدنيه مكثفه في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل الاخبار اللي موجوده معانا. نروح بقى لفاصل وبعديها نرجع نستقبل ضيوفنا الاعزاء ومخرجينا اللي دايما بيكونوا موجودين وراء الكواليس، لكن النهارده في احتفال قناه النادي الاهلي بعيد ميلادها رقم 11 لازم النجوم تكون موجود معانا علشان كل جمهور الاهلاوي وكل الساده المشاهدين يعرفوا المخرجين وكل القائمين على العمل مين هم، وحضراتكم تعرفوهم يتكلموا معاكم في كواليس. اعتقد لاول مره هتكون موجوده معانا في قناه النادي الاهلي، فخليكم معانا نروح لفاصل ونرجع نستقبلهم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان في نجوم دايما بتكون موجوده لكن ورا الكواليس، فحبينا النهارده في عيد ميلاد القناه رقم 11 نجيب لحضراتكم من النجوم اللي دايما بيكون موجوده، واحد اهم عوامل نجاح قناه النادي الاهلي. لكن في واحد ما كانش موجود في الصوره فهو زعلان جدا يعني. لما برحب طبعا بنجومنا اللي مشرفينا ومنورنا واللي دايما بيكونوا موجودين مع حضراتكم ورا الكواليس، لكن النهارده هنتكلم في كواليس بقى واسرار وحكايات اول مره حضراتكم تسمعوها على شاشه قناه النادي الاهلي. والبدايه بالاستاذ احمد البرجاوي، اكيد طبعا كلكم عارفين الاسم من الكابتن محمود بكر الله يرحمه، كان دايما بينكشه على الهواء، لكن النهارده هيحكي لنا بقى كل الحكايات. استاذ احمد برحب بيك. مساء الخير يا عمر. اهلا بك يا حبيبي، تسلم لي. شكرا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وكل الناس بخير وكل الاهلاويه والنادي الاهلي وكل الناس ان شاء الله تعالى تكون مبسوطه وعيد اضحى سعيد ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. استاذ سمير عكاشه نجم ملعب الاهلي برحب بيك. برحب بك يا عمر، تحياتي ليك ولكل مشاهدينك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ومحبيها وعشاقها في كل مكان. استاذ محمد شوارب ملك وكتاب، مرحب بيك وكل سنه وانت طيب. اهلا بيك يا عمر وكل سنه وانت طيب، ومبروك لقناه الاهلي الانطلاقه ال 11. استاذ هاني كمال بقى يعني صوتك ما كانتش موجود. أنا يعني انا عارف انك زعلان جدا. طبعا حضرتك كل سنه وانت طيب، حضرتك واحد من اللي بداوا
في طب اهو خلاص اهو ردوا عليك على طول اهو شوفش بس عشان تعرف بس طبعا برحب بيك. انا عارف ان عليك كنت موجود في الانطلاقه لكن دلوقتي خلاص ربنا بقى يعني كرمك وبدات بشغلك الخاص وبقيت واحد من المؤلفين اللي ان شاء الله ليه مستقبل باهر ابو المخرجين كمان والمخرجين بس انا بتكلم على العمل الابرز اللي احنا كلنا متابعينه ابو العروسه واحد واثنين وقبليهم طبعا البدايه كانت مسلسل قلوب فبرحب بيك ولك كل سنه طيب. ربنا يخليك كل سنه طيبين. مبسوط جدا ان انا موجود في الحدث العظيم ده لان ده كيان كبير اتولد على ايدنا. طبعا استاذ احمد يعني احنا بنتكلم في حضرتك يعني واحد من اللي بداوا تاسيس قناه النادي الاهلي وواحد من الناس السينيور بروديوسرز والمخرجين اللي كان الموضوع في الاول بالنسبه لهم مولود جديد بيتولد على ايدك. فانا عايزك تحكي لي بقى البدايه والكواليس اللي احنا ولنا اول مره اسمعها. بص يا عمر مبدئيا انا بعتبر نفسي محظوظ طبعا ان انا انتمي للكيان زي كان النادي الاهلي وقناة النادي الأهلي بكل شركائها بكل الناس اللي ساهموا ان القناة دي تظهر في يوم من الأيام. احنا تعبنا وان شاء الله نكون رضينا الناس في الآخر برضو. يعني انا من الناس المحظوظة لسه بقول انا محظوظ ان انا ارتبط اسمي بالقناة ان القناة دي طلعت واول واحد قال رول اطلع اظبط كاميرا نطلع على الهواء كان احمد برجاوي. فروحنا طلعنا يعني خلاص دي حدث مش هيتغير في حياتي خلاص زي ما تاريخ ميلادي يوم كذا زي ما ربنا كاتب يوم مغادرتي زي الكلام ده كله كتب يوم 6/8 قناة الأهلي تاريخ قناة الأهلي أحمد برجاوي طلع بالموضوع ده فده شرف ومسؤولية هتفضل على كتافي طول العمر. القناة طلعت ازاي؟ القناة طلعت ان احنا كان في خطة من مجلس إدارة النادي الأهلي لان احنا يبقى المنظومة الإعلامية تتوسع ويبقى ليها زي ما كان عندها مجلة وزي ما كان عندها موقع كان عايزين نطلع بالقناة وفعلا بدأنا نشتغل على الموضوع ده بشكل سريع ودونا مهلة قالوا لنا ان هنطلع في ماتش الاهلي واي اس روما يوم 6/8 صحيح وهنطلع بالاستوديو التحليلي وبعد كده هنقف لفترة الى ان نجهز بقية البرامج والقناة والخريطة ويبقى تمام. وفعلا بدأنا نشتغل بشكل ان احنا نجهز الاستوديو ديكورات الرجالة نظبط الكرو. في طريقتين في الشغل في الطريقه اللي بالطول والطريقه اللي بالعرض. يعني الطريقه بالطول دي يبقى انت عندك معدات يعني معدات وحاجتك كلها فبتشغلها والطريقه بالعرض ان انت ما عندكش حاجه فبتبدا تدور. انا بعمل قناه الاهلي ما عنديش حاجه ما عنديش فريم ما عنديش ماتش فبدانا بقى نجيب شرايط ومن هنا ونظبط وكرو ناس كلها يعني فعلا ما كناش بننام يعني كلنا كنا حابين. عملنا الاستوديو كان انطلاقه عظيمه طبعا كان كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن زكريا الناصر الشيخ طه كابتن حسام منيب يعني عملنا ده وقلنا خلاص هنروح البيت نستريح ونروح تاني يوم نفكر ان احنا القناه دي هنبدا نعمل لها ايه. فقال لا ازاي نطلع قناه على الهواء وتقفله تاني انت لازم تكمله. طب يعني هنكمل ايه خريطه مكان يعني حتى الاستوديو احنا كنا مأجرين في مكان استوديو ما كانش ملكنا. فقال لا هو ده الموضوع. ف لقينا نفسنا يعني زي ما الاهلي علمنا زي ما اتعلمنا منه حاجات كتيره جدا ان احنا في موقع مسؤوليه. فموقع مسؤوليه لازم نشتغل بنشتغل مش نايمين مش شايفين قدامنا تعبانين بنضحك في وش بعض بنهزر بنقول كلمه بنتكلم ده كله بنهون على بعض. يعني انا بشوف هاني تعبان بقول له كلمه اهون عليه بشوف سمير نفس الموضوع حد بيشوفني راكن على الحيطه كده عايز انام. فكان يعني الروح دي اللي هي مستمره لحد الان طبعا بوجودنا وبوجود الناس. احنا بدانا الموضوع وتوالى ناس كتيره جدا على القناه لحد النهارده يعني كلهم يستحقوا الشكر. لو قعدت اذكر اسماء مش هقدر اقول لان حتى احنا قاعدين هنا وفي زمايلنا جوه طبعاً. شغالين وكل اليوم كل تقدير وكل احترام. المكان محبوب. انت بتتعامل مع كيانين بتتعامل مع كيان اسمه النادي الاهلي بتتعامل مع كيان اسمه برزنتيشن. فانت بتتعامل في منظومه محترفه فدي مسؤوليه يا اما تبقى قد المسؤوليه يا اما عادي خد جنب واشتغل. فالحمد لله رب العالمين كل الناس اللي موجوده وكل الناس اللي بدات القناه بدليل ان هي قناه مستمره لحد 11 واحنا هنمشي وهيجي غيرنا وان شاء الله تعالى هتبقى لحد ال 100 يعني ده سنه الحياه. طيب نروح بقى للاستاذ سمير عكاشه وتحكي لي على الموقف اللي حصل لك مع الاستاذ محمد شوارب قبل انطلاق القناه وقبل ما تنضم ايضا الى القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو يمكن البدايه كانت خالص يا عمر عشقي للنادي الاهلي. فكنت دايما متابع اخبار النادي الاهلي في كل الصحف. فقريت في احدى الجرايد كده في يوم من الايام ان النادي الاهلي والمسؤولين والقائمين على كيان النادي الاهلي بينوا انشاء اول قناه فضائيه خاصه بالنادي.
فمن هنا بدأ العشق والطموح ان انا اعمل في القناة دي. ودنيت متابع الاخبار دي الى بعدها بعدة شهور كده قريت خبر تاني ان بدأ القائمين على النادي الاهلي اجتماعات وحاجات عشان القناة تظهر في صورتها الاولى. من هنا بقيت مبسوط لحاجتين، امنياتي ان انا عايز اشتغل في القناة دي، والحاجة التانية ان انا مبسوط ان النادي الاهلي اللي بنعشقه هيطلع قناة خاصة بيها ونعيش قدام القناة دي 24 ساعة من درجة عشانها اللي في النادي الاهلي. الى ان ظهر نسر النادي الاهلي كاول يوم على النادي الساد والجرافيكس بتاع نسر النادي الاهلي. جريت وجيت وجبت التردد بتاع القناة وكانت فرحة ما فيش بعد كده لما شفت الاهلي تي في على التلفزيون. جبته ولقيت النسر وبقيت قاعد قدام منه طول الليل ما بغيروش والنسر جرافيكس بس. جيت تاني يوم الصبح دخلت على طبعا عشرة عمر والسنين شوارب، دخلت عليه في المونتاج واحنا كنا بنعمل مخرجين في الاي ار تي. قلت له شوارب شفت قناه النادي الاهلي الجديده؟ انا جبت قناه النادي الاهلي ونزلتها عندي. فلقيته ببص لي كده قال لي وانا كمان جبتها. قلت له انا طول الليل قاعد على النسر. قال لي انا كمان. قلت له يا سلام بقى، شوارب الواحد لو اشتغل فيها ويحقق حلم حياته ويبقى خلاص بقى استقر، ودي قناه اللي الواحد يشتغل فيها بقلبه وروحه وعشقه للكيان ده. بس اعتقد صعبه. فقال لي ليه؟ قلت له بص احنا مخرجين كبار في الاي ار تي ومعروفين ومشهورين، بس الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه كاي ار تي وكيانها كبير. فراح باصص لي من فوق لتحت كده قال لي يا سيدي لو لينا نصيب هنشتغل فيها ما تشيلش هم اي حاجه. قلت له بقول لك ايه؟ السلام عليكم انا ماشي. ركبت عربيتي ومشيت. ما كملتش خمس دقائق لقيت جالي تليفون من القناه. قالوا مين بيكلمني؟ لقيت محمد شوارب. قال لي عكاشه. قلت له في ايه يا شوارب؟ اوعى تقول لي ارجع بقى وفي شغل. قال لي من بكره تمامك في قناه النادي الاهلي. قلت له انت بتهرج يا شوارب؟ قال لي انت عارف انا بهرج؟ قلت له قال لي انت نزلت من هنا وبرجو دخل على من هنا المونتاج. قال لي شوارب عكاشه فين؟ قال له ده لسه نازل حالا. قال له بلغه من بكره تمامك في قناه النادي الاهلي. فما بقتش مصدق. انا كنت هطير بالعربيه زي النسر اللي بيطير بقى، بس اطلع بقى من فوق الكوبري فنروح في حته ثانيه يعني. كنت اسعد انسان في الحياه بالخبر ده. رجعت ثاني يوم بدري جدا لان شوارب قال لي وفي بكره اجتماع. اجتمعت مع الاستاذ برجاوي ومع شوارب والاستاذ انيا شار والاستاذ وجدي الشناوي. كان اجتماع، اول اجتماع بيتكلم على اطار هنعمل ايه في القناه. ودي كان من يوم ده وانا ايقنت تماما، قلت ان شاء الله احنا في حاجه هنعملها للكيان ده لان كنا بنشتغل فيه بحب وروح وعشق وامنيه. ودي كان الموقف الطريف اللي هو سبحان الله يعني ايه كنت بحلم بيه، فبعد خمس دقائق من الحلم فوجئت بيه انه بقى واقع وحقيقه. طبعا يعني اكيد ذكريات جميله، وزي ما قلت الساده المشاهدين ان انت هتسمعوا الكواليس اول مره هتسمعوه وتشوفوه هنا معانا في قناه النادي الاهلي. نروح للاستاذ شوارب، وانا عارف انك اشتغلت في برامج كتيره، لكن اكيد في واحد منهم قريب لقلبك، وكان فيهم واحد يعني تعبك اكيد وكان صعب، لكن بالنسبه لك كنت بتعرف تتعامل معاه. كبرامج عامه هو افضل برنامجين اشتغلت فيهم، مش افضل، اقرب واحد لقلبك. هم كلهم كويسين عشان ما اخبطش في حد، كلهم كويسين، لكن اقرب واحد لقلبك ودايما بتحب انك تبقى موجود فيه وتتابعه في الكنترول، تتفرج عليه وتسمع الكلام، واكيد كان فيه بعض الصعوبات ايضا اللي واجهتك. ملك وكتابه طبعا، البرنامج اللي انا شغال فيه دلوقتي. خلاص ماشي. برنامج وقت اضافي. لان كان برنامج اول مره يطلع برنامج على قناه النادي الاهلي يتكلم عن الالعاب الشهيده، اليد والسله والطايره. كان تقديم كابتن جوهر نبيل عضو مجلس الاداره الحالي. تمام. ده كانت اول برنامج بيتكلم عن الالعاب المختلفه كلها. دولت اقرب برنامجين لقلبي، ملك وكتابه ووقت اضافي. يليهم بقى في ملعب الاهلي والاهلي اليوم والاهلي الليله طبعا الاستاذ برجاوي. كل البرامج دي اشتغلنا فيها من اول ملعب الاهلي ووقت اضافي، الساعه الخامسه، كلام في الميديا، ميديا سبورت، كل دي البرامج اللي احنا اشتغلنا فيها على مدار تواجدنا في. ايه المواقف الصعبه اللي قابلتك في البرامج، او موقف صعب اللي يمكن تنساه كده يعني حصل لك مشكله على الهواء؟ مش عارف تعمل فيه دلوقتي. دلوقتي اصل بره الهواء مش كده خالص. دلوقتي بص اول مره يطلع هواء، فالموضوع بالنسبه له اصعب موقف. يعني احنا الله يكون في عوننا. طبعا نطلع على الهواء وبنتكلم كده الله يكون في عوننا. الناس فاكره الموضوع سهل. الناس فاكره الموضوع سهل على فكره. يعني ده لما الناس بتنتقد المذيعين بقول لهم نفسي اقول لهم بس يا جماعه تعالوا اقعدوا هنا وشوفوا الموضوع يبقى صعب ازاي. رهبه الكاميرا. انا 22 سنه ورا الكاميرا، اول مره قدام الكاميرا، فاصعب موقف ان شاء الله طبعا تبقى قدام على طول. استاذ هاني كمال واحد من اللي بداوا القناه.
في البروموهات، لكن حضرتك متعدد المواهب يعني، حضرتك راجل بسم الله ما شاء الله بروموهات ومؤلف ومخرج يعني. بدأت البروموهات ازاي وكواليسها والبدايات في اول برومو ليك؟ وانا عارف ان البروموهات اللي في القناه اتفرجت عليها يعني، يعني اكيد حاجات القديمه اكيد موجوده يعني، اكيد طبعا حاجات طبعا يعني اكيد حضرتك كان ليك يد فيها، واكيد طبعا كنت بتشرف عليها كلها، لكن انا عايز اعرف بقى البدايه وازاي بقى يعني خرجت من بروموهات لتاليف لاخراج بسم الله ما شاء الله، عشان ما نحسدش تاني مره احكي لي بقى كواليس. طيب مبدئيا انت، انا كنت بشتغل بروموشن قبل قناه الاهلي في قناه تانية عامه، انا كانت قناه موجوده في المدينه يعني. حصل اول حد جابني البروموشن كانت استاذه نهان البشري، دي كانت اول حد انا وعيت له هنا في القناه، كانت لسه القناه في الوقت ده زي ما بيرجو بيقول كده كانوا لسه يا دوبك طالعين اول حاجه. خليني اقول لك على ان انا عدى عليا ناس مهمين جدا في القناه دي بالنسبه لي انا، كيانات اثرت فيا وشغلنا اثر فيهم. فانا عندي قبل ما احكي لك على التاريخ لازم ارصد لك كم اسم بالنسبه لي عملوا تاثير عليا هنا في القناه. الله يرحمه استاذ خالد توحيد طبعا، الله يرحمه، واستاذ مصطفى جمعه طبعا، ومديري كان اسامه الرشيدي ده اخويا الكبير، وبرجاوي طبعا، والناس اللي موجوده لغايه دلوقتي. بس خليني اقول لك ايه صعوبه ان انت تشتغل بروموشن لقناه فئويه عشان تبقى عارف ايه الكواليس بتاعه الموضوع. قناه فئويه يعني انت بتعمل بروموشن لقناه ليها ناس محدده بتتفرج عليها اللي هم الاهلاويه مثلا، خليني اقول لك ان ده ثلاث ارباعهم اهلاويه اكيد. فكان الصعوبه عندك ان انت تبقى بتشتغل بروموشن ما يطلعلكش نسبه تعصب ان انت بتتعصب، فده مش صح في الملاعب، لان ساعتها كانت الكوره كوره، كانت الكوره فيها مشجعين، وكان فيها كان فيها حاجات لطيفه ساعتها. وفي نفس الوقت تبقى بتشجع الاهلي، ففي نفس الوقت انت ازاي تلعب المعادله الصعبه دي يا عمر، بمعنى ان انت تبقى بتحمس بس في نفس الوقت معاك خط رفيع جدا ما يودكش منطقه ان انت بتثير عداء جماهير اخرى. فكانت دي الصعوبه. مش عايز اقول لك ان الكيان بايع، يعني الكيان نفسه مهم يعني. انا النهارده جاي فرحان ان الاهلي انا عشت فيه 8 سنين، انا مبسوط. كيان ناجح عموما ببروموشن او مش ببروموشن هو ناجح. الحاجة التانية الأهم إنك متشاف، وده مهم إن أنت بتشتغل في قناة متشافة من ناس، ده إحساس لطيف إن أنت تبقى بتعمل برودكت عارف إن الناس بتتفرج. أديك مثل بسيط، عملنا شغل مثلا لكابتن محمود بكر الله يرحمه برضه، كان أول برومو ليه هنا. البرومو ده بسبب وجوده بالشكل ده، هو كان برومو لحد ما كمان دمه خفيف، ده اتعمل بيه اعلان بعد كده، ان وانا طبعا حطيت في البرومو برجاوي، فاتعمل بيه اعلان في شركه اتصالات معينه حطوا فيه الافيه بتاع البرومو وحطوا فيه اسم برجاوي. اللي عايز اقوله لك من الموضوع ايه، ان انت ازاي تبقى عملت برودكت ترك تاثير ان حتى شركه معلنه تاخد برومو تعمل بيه اعلان شبيه ليه. فده في حد ذاته انت كنت بتتفرج على نجاحك، فما بنزهقش. انا يوم الافتتاح شفت كم شوت فوق انا وبرجاوي، انا الايام دي فاكرها بالبيات اللي قبلها، بقد ايه احنا كنا تعبانين، بقد ايه حاجات بتطلب منك على الهواء، ازاي تعمل برومو بعد فوز ببطوله انت مجهزه وحاطط في دماغك ان في برومو اتعمل تاني لو خسرنا. انت فاهم الموضوع صعب ازاي؟ اه طبعا، مش الكلام ده خالص، ان انت كل ماتش كده، انا مبسوط ان حضرتك بتقول الكلام ده. كل ماتش في نهائي كنت بعمل اتنين برومو، اتنين فيرجن، واحد للفوز يا رب كان يتذاع، وهو كان اللي بيتذاع الحمد لله، ان احنا كان يعني ما فيش فرصه لله ولجد دلوقتي الحمد لله يا رب، وبرومو تاني للهزيمه لازم تبقى بتؤهل الناس انها تكمل. لغايه دلوقتي ممكن اكون جاوبتك على ثلاث ارباع السؤال لغايه لما فاكرين اليوم ده؟ طبعا طبعا فاكرين اليوم ده؟ طبعا دي الانطلاقه الرسميه، دي الانطلاقه الرسميه 12/3 لكن كان 12/3/2010 لكن كان في انطلاقه قبلها دكتور خالد توحيد الله يرحمه الله يرحمه، احنا كنا في الاوضه اللي جنب الممر ده، ما انا فاكر بايتين قبلها بيومين كابتن حسن فاكر ده كنترول دكتور خالد الله يرحمه كابتن حسن حمدي بيرجو بيرجو طبعا اهو في الكنترول ده احمد عبد الحميد ده عايش احمد مهندس خالد المرتجي استاذ خالد الدرندلي نجوم النادي الاهلي طبعا المقر القديم الاصعب من دي
الانطلاقه الاولانيه. لا انا عايز ارجع لك فيها بس لما اروح بقى البرجو يقول لي على الكابتن محمود بكر وذكرياتك مع الكابتن بكر والقصص والكواليس اللي دايما كن يعني كان الجمهور بيسمع كلمه واحده، اي حاجه فيها برجاوي، الاسامي يا برجاوي، الاوضه حاره يا برجاوي، فين تشكيل الفريق التاني، المونيتور مش مبين اللعيبه يا برجاوي، احكي لي بقى. بص لتاني مره برضو بقول لك انا محظوظ ان انا اشتغلت مع اسماء كبيره وكان ليا الشرف ان اتعامل معاها. يعني لحد النهارده لما تيجي مثلا بتحط برومو برجاوي موجود فيه صوره مش موجود فيه صوره، هو برجاوي هو اللي عمل القناه، برومو في صوت مفيش صوت هو برجاوي، بكر يبقى هو برجاوي. هي الناس عرفت كده، الناس ما تعرفوش الحكايه بدات ازاي. الحكايه بدات في قناه تانية خالص، انا كنت بشتغل في قناه وكان معايا كرو كبير جدا بعيد عن الكوره، يعني مش كوره قناه رياضيه وكان فيها كابتن محمود بكر فالله يرحمه. فكان دايما كابتن بكر انا قاعد في الكنترول، كنت ملاحظ ان هو بيتلخبط في اسماء اللعيبه الكلام ده، فيعني انتبهت لها يعني، فقلت ايه خلاص يعني هركز معاه شويه. فجيت اول ما نتكلم في الموضوع ده كنت لسه داخل قناه جديد، راح كابتن بكر مشي وانا مشيت وجيت قناه الاهلي. اول ما اتعاقدنا مع كابتن بكر قلت بس لا انا الاهلي لحد هنا بقى ولازم اقعد يعني جاي. فبدات ساعه الماتش ما بيتلاقي احنا بنعمل الاستوديو بعد كده بنقعد نطلع ساعه الماتش، بدات اتابع كابتن بكر على الاير بيس، كابتن بكر اللعيب ده اسمه كذا، لا ده 17، لا ده 18. فبدا يبقى هو قاعد في اوضه مقفوله ما فيهاش غير مونيتور، ما بيسمعش، ما فيش تواصل غير بينه وبين برجاوي. فهو بدا الناس كلها يقول لك ايه يا برجاوي المونيتور فصل، يا برجاوي الصوت فصل، فالناس بتفكر ان برجاوي ده معاه شنطه فيها عده وداخل يصلح ويعمل والكلام ده. فانا بالنسبه لي الناس ما وصلتهمش ان دي كانت علاقه طيبه وعلاقه حميميه بينه وبين كابتن بكر الله يرحمه. انا استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير، وهو يعني حط يعني حطني في حته انا ما كنتش بحبها، ان حته الاضواء او حته الكلام ده كله انا ما كنتش بحب ده. انا طبعا بشتغل خلاص، وظيفتي مخرج يبقى انا ورا الكواليس، وظيفتي بروديوسر انا ورا الكواليس، خلي الاضواء لناسها. فهو حطني في ده ووداني في مكان بامانه يعني حسيت انه لا عالم تاني خالص، انك انت تمشي في الشارع الناس تشاور عليك او يقول لك او يوقفك او الكلام ده كله. فهي دي هي دي العلاقه بيني وبين كابتن بكر يعني الله يرحمه. انا بحبه جدا، وهو كانت علاقته يعني بيا فظيعه لدرجه انه يوم عمل اعلان احد شركات الاتصالات فبقول له يا كابتن هو فين نصيبي؟ طب انا كنت لسه اقول لك ما اقبضش ازاي؟ اه بقول له فين نصيبي؟ فين القبض؟ فراح نادي بتاع الانتاج قال لهم كشري البرجاوي. هو كان ما يخش يطلب الكشري صح، الكشري والبطاطا. قال لهم عادي على الكشري انا حاسسك على الكشري كده خلاص. وكان في احد الكباتن برضه موجود معايا في الاستوديو قال لي ما تسيبوش خد نصيبك. فطبعا كابتن بكر الله يرحمه يعني بنفتكر له كل خير، بنفتكر له كل حاجه كويسه، والعلاقه بيني وبينه كانت حاجه اضافه ليا في حياتي، ومن الناس اللي اتعلمت على ايديها، ومن الناس اللي طبعا اعطتني في حته تانية، وافخر ان انا اشتغلت معاه، وافخر ان يرتبط اسمي باسمه بغض النظر ان مش كل الناس ممكن تسمعه او مش كل الناس تحب تسمعه، بس انا افخر ان انا اشتغلت مع كابتن بكر. يعني استاذ سمير اكيد انا عارف ان اول يوم بث للقناه كان في موقف بينك وبين الاستاذ برجاوي محدش يعرفه غيركم انتوا الاثنين. اه طبعا ده طيب قبل ما نروح ليك يا استاذ سمير، ده كابتن محمود بكر والاستاذ برجاوي هنا يعني كان هو اللي بيعمل له كل حاجه، لكن انا جبالي لكن انا بتكلم على العموما يعني اهو هو كان بيلطش في البيت خلاص اهو خلاص جبالي بيركب المايكات وبيسلمك يا استاذ برجاوي. كريم ابو حسين كريم ربنا يرحمه يا رب كده ويجعل مثواه الفردوس قاعد من الجنه. تعال نروح بقى يا استاذ سمير وتقول لي على الموقف في البث واول يوم بث للقناه، وكان في موقف كواليس محدش يعرفه غيرك والاستاذ برجاوي. طبعا اللي ما يعرفوش كل الناس ان كان مخطط للقناه الظهور يوم 8/8/2008 كتاريخ مميز لظهور قناه النادي الاهلي، واذ بمباراه الاهلي واي سي روما تتقدم ليوم 6/8/2008، وهنا صدرت الاوامر ان لازم نطلع ايه الافتتاح بتاع القناه يوم 6/8/2008. احنا في الوقت ده كل تجهيزاتنا وكل شغلنا ليوم 8/8/2008. فجريت بسرعه انا وشوارب، وكان عندنا مجموعه من الشرايط القديمه اللي جابوها لنا مكتبه، وشرط اسمها يوماتيك، يمكن في ناس كتير لسه او ناس دخلت المجال اللي يمكن ما تعرفش عن شرايط اليوماتيك دي، عايز الناس القديمه بقى. بالظبط كده بالظبط كده. جبنا الشرايط دي عشان وكان مكان خاص بيها عشان تنقل الشرايط دي على المكان الخاص ده وتاخد منه حاجات. فقلت له شوارب احنا هنطلع، قلت له طب احنا عايزين نعمل فواصل، عايز يبقى عندنا حفله وضيوف والضيوف هتتغير.
من فاصل لفاصل هنزيق ايه في النص، فلازم نعمل فواصل اهداف وحاجات للكباتن الكبار بتوع الاهلي وكده. طب لك ايه، على طول بسرعه ما تيجي نروح للتليفون مهم كده، يعني معانا يعني احد القائمين على انطلاق قناه النادي الاهلي، واحد من الاصدقاء الاعزاء ليكم اكيد حضراتكم اشتغلتوا معاه وتعرفوه، الاستاذ اسامه رشيد المدير التنفيذي السابق لقناه النادي الاهلي. برحب بيك يا استاذ اسامه. يا مساء الفل عليكم. برحب بيك. طبعا هم هنا بيسقفوا بعد ما عرفوا ان حضرتك موجود معايا على الهواء، بيسقفوا لك طبعا. تحيات الاستاذ برجاوي وسمير عكاشه والاستاذ شوارب والاستاذ هاني، كلهم بيسلموا عليك. ربنا يخليك، وبرجاوي حبيبي وهاني وسمير ومين تاني؟ والاستاذ هاني شوارب. الاستاذ شوارب كلهم حبايبي ومنورين الدنيا طبعا. انا لما كلموني الصراحه حسيت ان انا صغرت مثلا. انا زي اول ما كلموني حسيت كل الذكريات فلاش باك قدامي، ان الناس كلها واحنا موجودين بنحاول نطلع الكيان اللي موجود قدامكم. وايام ما كانت الناس كانت بتنام على صوت النسر، هم فاكرين وهم شايفين وعارفين ده انا بقول، كانت الناس بتشغل القناه على صوت النسر اللي قاعد في قناه الساحه ويناموا عليه اهلاويه. كان نص ساعه ايام حلوه طبعا، بمسي عليكم كلكم ومنورين الدنيا طبعا. بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، واحد حضرتك من اللي كانوا موجودين في قناه النادي الاهلي في التاسيس، ودايما البدايات بتكون صعبه لكن الاستمرار هو ده النجاح، علشان كده حضرتك موجود معانا النهارده وبنسلم عليك ونقول لك على الهواء كل سنه وحضرتك طيب. واي حد او اي شخص كان موجود في نجاح النادي الاهلي لازم حضرتك يكون موجود معانا علشان يشاركنا الاحتفال ويشاركنا الفرحه اللي احنا كلنا بنعيشها وكلنا بنحتفل بيها. حابب تقول اي حضرتك تقول اي حاجه للنجوم اللي موجودين معانا النهارده؟ يعني اول حاجه اقول كل سنه والنادي الاهلي طيب، وكل سنه وقناه الاهلي بخير وشغالة زي الفل، ومشجعينها اللي مقومينها طول الوقت اتفرجوا عليها، واخواتي وحبايبي طبعا اللي حضرتك في الاستوديو بسلم عليهم واحد واحد، وطبعا احنا على اتصال على طول بنتكلم مع بعض، واقول لهم شلتوا كتير وتعبتوا، كل واحد ليه بصمه فيكم، وفي ناس كتير قوي خلف الكواليس عملت مجهود جبار علشان تطلع القناه وتستمر لحد 11 سنه. النادي الاهلي عودنا رؤساءه ان هم بيسلموا بعض، حتى لو الاداره اتغيرت الكيان موجود. اداره اي ار تي لما كانت موجوده منها البرزنتيشن، انا اشتغلت في الكيانات دي كلها على فكره، وبشكر كل واحد قائم عليها وكل رئيس نادي تولى، وبقول يا رب من نجاح لنجاح. واخواتي وحبايبي اللي موجودين مع حضرتك بقول لهم وحشتوني، ودايما مستمرين وناجحين، ويا رب اشوفكم في احسن حاجه يا رب دايما. استاذ اسامه بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، شرف لينا وجود حضرتك، واحد من اللي بدأوا قناه النادي الاهلي، فبنشكر حضرتك تاني المدير التنفيذي السابق لقناه النادي الاهلي. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان يعني الجمهور بيتفاعل معانا على تويتر، فكاتبين استاذ محمد عيسى كاتب برافو قناه النادي الاهلي، حوار ممتع مع الرجال الذين يعملون في كواليس قناه الاهلي ولا يراهم الناس على شاشتها. فالناس يعني بتتجاوب، والناس مبسوطه جدا من الحلقه، فده كان لازم ان انا انقل لحضراتكم الصوره. نروح تاني لسمره وتقول لي على اليوم اللي مش عايز كل ما نيجي نتكلم فيه حد يقاطعنا. فعلا الموقف ده عمره ما هنساه، كان يوم صعب. يوم صعب جدا. فانا جريت على برجاوي قلت له برجاوي يعني احنا هنطلع. قال لي اوكي. قلت له طب هنطلع ازاي؟ ما احنا ما يعني بنجهز للست. قال لي عكاشة. قلت له يا برجو. قال لي معاك شريط التتر؟ قلت له في جيبي. قال لي ادخل بره الكنترول احنا طالعين هوا دلوقتي. على طول كده. على طول. وطلعنا بالقناه واحنا معانا شريط التتر اللي كان برضه مشرف عليه الاستاذ هاني كمال، وجابوا لنا من الحاجات وطلعنا، وكان شوار في الوقت ده خليه عمل في الوحدات المونتاج بيعمل فواصل كنا ناخدها على الهواء نزاح نغير فيها ضيوف. ومن هنا انطلقت القناه، وكنا ما بننامش يعني يكاد مثلا اول اسبوع ما بننامش احنا ثلاثه بيرجعوا في الهواء، شوارب في المونتاج، سمير طالع اوردرات بصور في انا يعني انا في يوم من الايام في الاول ده اول يوم وثاني يوم. فاكر الصور دي يا سمره؟ طبعا مش ممكن الواحد ينساها. طبعا واقف اسد. طبعا الركن بتاعه وفي اسد ثاني اهو. اسد مين ده؟ انا كنت ضايع في يعني انا فاكر اول يوم في القناه بعد ما طلعنا، ثاني يوم اخذت اوردر وطلعنا طالع اصور في اسماعيليه وفي
كابتن محمد فاروق. محمد فاروق حبيبي ده كان ضيف على طول. طبعا محترمين جدا. طبعا. مين ده اللي واقف جنبك ده؟ طبعا النجم. فاكر مين ده؟ النجم كان ضيف. كبير طبعا. لا كان دلوقتي شايف احد اكتشافاته وهو على الهواء ويقول. طبعا. ايهاب يعني ده مش عايز اقول. هو ايه اللي جاي حسني معانا في الصوره؟ حسني ده مش شغل لطيف. هو اللي جاي ايه اللي جاي معانا في الصوره؟ لا حسني ارشيف القناه يعني ارشيف الصور هنا في القناه بجد. منتمي للقناه. وحد كان يعني كان يعني انا كراجل كمخرج لما كنت بشتغل ملعب الاهلي هو جنب مني شارب خطف الكاس بتاع البطوله على طول يا يعني. فانا فاكر اول ايام القناه دي ما كناش بننام يا عمر. يعني انا فاكر في يوم طلعت اوردر معايا كاست عمل صورت في بورسعيد مع نجوم المصري ومباركتهم للقناه وطلعت على الاسماعيليه خلاص وانا جاي عشان امنتج عشان اذيع فجأة برجاو بيكلمني سمير انت هتطلع على اسكندريه دلوقتي بنفس الكاست معايا اللي عيش بس سمير برجاو ازاي هو حاضر ما فكرتش تقفل التليفون قفلته الكابتن بكر ما انا اقول لك برجاو كان بيعمله في الايام دول لا انا قفلته بصراحه انا طلعنا من هناك على اسكندريه قال هطلعه تصريح من الكابتن سمير زاهر كرئيس اتحاد الكوره الله يرحمه هتاخد منه تصريح على ظهور قناه النادي الاهلي للنور وان المباريات والدوري هيبقى على قناه النادي الاهلي قفلت التليفون واحنا بنصور خلصت طلعت لقيت 50 60 ميز من الاستاذ برجاو على الاستاذ هاني يشار مدير اداره عمليات الانتاج قلت يا نهار ابيض خير رحت مكلمه قالوا في ايه؟ قال سمير ما ترجعش مصر هتطلع هناك على الاستاذ محمود بجنيد في الساحل الشمالي تجيب منه تصريح عن مباركه للقناه وتصريحات عن المباريات والجوده يا جدعان اليوم ده خلصت رجعت الساعه 3 الفجر منتجت كنت بفرش مصليه كده في المونتاج عشان الاقي حاجه ناشفه اسند عليها ظهري مفيش نوم اخلص واخد الشراط واطلع نذيع ما فيش وقت انت عندك قناه خلاص اتفتحت لازم فيل ان على طول دايره ال 24 ساعه فدي من اصعب المواقف ان انا طالع بقناه ومعاش غير شريط التتر فيقول لي معاك شريط يا سمير قلت له معايا يلا يلا بينا يلا بينا هوا على طول طالعين هوا دلوقتي فهو هو الشغل معاه ما تردش عليه تاني خالص لا ما هو ده الرقم الوحيد اللي مش هتردش هو ايه في التليفون الصعب واللي هو بقى السهل الممتنع يعني حاجه جميله يعني لا طبعا يعني انا يعني انا مبسوط جدا بالكواليس وبالحوار اللي داير ده عشان كده بقى عايز اسالك استاذ شهير بما ان حضرتك ايه يعني موضوع الكاميرا ده قدامك صعب كده هاخدك في حاجات سهله انت عارف هقول لك انا في السهل اشتغلت مع ناس كتير واشتغلت مع نجوم كبيره جدا واخيرا الباشمهندس عدي والاستاذ ابراهيم منيسي تعامل معهم صعب زي ما الناس شايفه كده هم يعني حازمين على الهوا كده ومفيش هزار ودايما في الحق حق والجد جد هل الموضوع ده كمخرج وانت راجل ورا الكواليس وراجل شغال من اول يوم القناه كانت موجوده هل دول اصعب اتنين اشتغلت معاهم من حيث الموضوع والمحتوى والماتيريال والامتى تطلع بفاصل وامتى تنزل بالتقرير وهما بيتكلموا وحاجات كده تفاصيل دقيقه ما حدش عارفها غيرك هو طبعا اصعب حاجه ان انا بالنسبه لي ان انا بتعامل مع قيمتين يعني قيمه الباشمهندس عادل القيعي اللي هو مهندس صفقات النادي الاهلي تاريخ في النادي الاهلي مواقف كتيره والاستاذ ابراهيم منيسي رئيس تحرير مجله الاهلي وصحفي كبير وغلطه فوره فاي غلطه فوره خلي بالك وبعدين كل حاجه بانضباط يعني احنا اغلبيه الشغل بيبقى السكريبت مكتوب متحدد فيه كل حاجه الموضوعات ايه الفقرات ايه الفيديو ده في التوقيت الفلاني احنا هنخش من الموضوع ده للموضوع ده فكل حاجه بتبقى متنظمه ومترتبه حتى لو حصل اي تعديل على الهواء بص ايام الشباب لا ما احنا لسه شباب ايام الشباب اهو الشتاء ايام الشباب والشتاء ايام ما كان كنترول القديم الشربات الشربات الليله كلها بص احمد عادل واقف وراك احمد عادل واقف وراك واحنا نسيبه احمد عادل واحمد فضل فضل وكلهم موجودين سعيد والناس النجوم اللي بدات معانا القناه قول لي بقى اصعب اتنين اتعاملت معاهم ولا كان في حد كده على نفس الصعوبه وعلى نفس التركيز انا عارف ان هو عايزين الشغل مرتب وانا عارف ده صعب جدا الصعوبه في ان انت دايما هتبقى لازم ماشي بانضباط بمواعيد محدده يعني انا ما بسيبش الاربيس ما بسيبش الكنترول ما فيش نفس لان انت على طول الوقت اخبار فيديوهات تعليق فيديوهات فاستمراريه العمل استاذ برجابي برضه كمل معاك احنا برضه بنستعرض الصور كده وحضرتك بتتكلم استمراريه العمل الصوره ليه غير بتاعه الكاز يا جماعه ايه ده انتوا لسه خدتوا البطوله انت راجل انت كنت في انت كنت عمر انا زعلان كده خدت البطوله انت بتصور البطوله كنت يا حبيبي محمود سعيد علي يوسف بارك له بارك له محمود طبعا محمد ورده محمد جونيور صور زمان يعني خلاص نتفق ان كابتن جوهر نبيل ما كانش كان مريح كابتن جوهر نبيل كان مريح كانت بدايات كابتن جوهر نبيل كان شغال برضو مقدم في بوصي. احد البرامج قبل كده يا نهار ابيض يا استاذ محمد
ده الاستاذ محمد على قديمه خالص. وبعدين ايه يعني بص بيتكلم وعامل ميديا سبورت وملك جدا. يعني احنا بنتكلم على تاريخ وفكرنا الناس في ايام جميله وايام عظيمه. استاذ هاني ايه يا حبيبي دلوقتي احنا في 2019 2008 البروموشنز كانت اصعب مع فارق الامكانيات اللي كانت موجوده. دلوقتي بقى عندكم بقى الماك بوكس بقى والفاينل كاتس والحاجات الرهيبه التكنولوجيا الرهيبه اللي بقت موجوده. لكن اعتقد ان كل ما الموضوع بيكون ادم كل ما الموضوع بيكون فيه اصعب ويكون فيه ابداع اكتر. هل الكلام ده حقيقي ولا انا بقول اي كلام؟ لا انت مش بتقول اي كلام بس هو مش حقيقي وحقيقي في نفس الوقت. ازاي؟ الموضوع في البروموشن مرتبط بفكره ملوش دعوه تماما بالمكان عمل ايه في الحياه. لان احنا ازمتنا في الوجود عموما دلوقتي الفكره نفسها. ف 2008 2011 2010 لغايه 2075 الازمه في الفكره. فالفكره هي اللي بتسوق. لو معاك فكره كويسه باقل امكانيات هتوصل. ولو معاك امكانيات كويسه ومعكش فكره استحاله توصل. هتطلع زي اي حد. احنا كان ربنا كرمنا ان احنا كنا مدينا شويه افكار ومدينا كمان حب للكيان. احنا كنا بنشتغل يعني سمير بيحكيه وبرجو وشوارب. هي الفكره كلها ان انت بتحب حاجه فتخيل انت بتشتغل حاجه في حته انت بتحبها. قبل لما نبقى بنشتغل هنا في القناه احنا كنا يعني اهلاوي فاكيد وانا شغال انا بفكر. رغم ان احيانا اهلاويتي كانت بتبقى فيها ازمه ان انا جاي على المنافس اكتر. فكنا اوقات بيتشال من بروموشن حاجات نتيجه ان انا في حته مزودها بس في فكره. كنت بتزعل ان هي بتتشال ولا بتقول يعني طبيعي بما انها قعدت فتره عشان ادرب نفسي لان اي حاجه في حياتي بتعامل بيها ان انا لازم ادرب نفسي فيها. فقعدت فتره لغايه لما لقيت ان لا واحده واحده لان احنا كنا كسبانين كتير قوي في الوقت ده فكان لازم نبقى واحده واحده على طول مش في الوقت ده يعني في الوقت ده تحديدا كمان ما كان الموضوع بص داخله وبطولات خارجه الموضوع كان يعني طب مش زعلان خرجت من الكوره رحت للمسلسلات. انا عايز اتكلم معاك على ابو العروسه وتحكي بقى للساده المشاهدين على انك انت المؤلف الجزء الاول والثاني وان شاء الله هل بقى في حاجات جايه علشان بنفتخر ان حد من قناه النادي الاهلي مش بس يكون متالقين في القناه لا ده بيتالقوا خارج القناه وفي اعمال دراما كتيره. واعتقد ان المسلسل حقق نجاحات بالنسبه للاسر المصريه عشان هو قريب للواقع اللي موجود دلوقتي. فعايزك تتكلم معايا شويه يعني كده ليه بتقول لي سريعا جدا. الحياه عموما في حياتك بتبقى عباره عن مشوار كله مراحل فانت بتبقى مسلم امورك لربنا. ربنا بيتحرك معاك بالاشكال الطبيعيه اللي انت فيها بتنمو. يعني على فكره انا اول مسلسل كتبته وانا قاعد شغال كنت بشتغل واطلع فوق في المكتب مش هنا في الاستوديو التاني اطلع فوق اشتغل شويه وانزل تاني. كان موضوع يعني عشان اقدر اعمل الاثنين. انا اصلا مخرج وكاتب صح. اشتغلت البروموشن ده عشان حاجه بحبها والحاجه التانيه انها بتفيدك ككاتب. البروموشن فن ان انت تقدر توصل رسالتك في 30 ثانيه. يعني اقدر اكتب لك ورقه فيها حاله البرنامج كله حاله القناه اللي انت عايز تحط فيها الناس كمشجعين. الكتابه نفس الكلام. كل ما يكون الورقه عندك اللي هي السكريبت ورقه السيناريو الواحده فيها كميه حاجات فانت مش عامل حاجه اسمها لونجير الوقت قوي الدنيا. فالبروموشن ساعدني في الكتابه. فانا اشتغلت اول مسلسل وانا موجود. من تاني مسلسل ما كانش ينفع ان انا اكون بشتغل لان نظرا للقناه فيها طلبات كتير. قناه زي واحنا كنا بنذيع الدوري انت لك انت تتخيل ماتشات الدوري بالبروموشن بالبرامج بكميه الحاجات اللي بتتغطى جوه النادي ماتشات كل ماتشات. انا عدى علينا احداث يا عمر قويه جدا. يعني احداث بورسعيد دي كانت حدث جلل في القناه. دي مش حاجه سهله اللي انت تعيش في الحدث ده بحاله الحزن اللي على الشهداء بحاله ان وفاه عبد الوهاب الله يرحمه فاكرها كانت برضه من ضمن الاحداث برضه اللي كانت عامله يعني طبعا انا وفاه عبد الوهاب وال 72 دول كانوا بالنسبه لنا كان حدث. انت واخد ده هوا. انا ما زلت حاطط في دماغي ان في وقت من الاوقات هعمل سكريبت على حاله القناه في الوقت ده لان انت مش عارف هتقطع هوا ولا مش هتقطع هوا. فاكر كنا بنذيع ماتش الزمالك والاسماعيلي صح كده؟ الزمالك والاسماعيلي وده وقف وده واحنا بنذيع الاثنين ومش عارفين هناخد ده ولا هنقطع وعارفين ان في حاجات بتحصل هناك وازاي تبقى بوعيك كمان في الحزن الصبح وازاي تبقى بوعي ده مهم جدا لحد ما الفرقه جدا في البروموشن وده اداره النادي كمان لان احنا حضرنا اجتماع بهذا الشكل. ازاي يا كابتن حسن ازاي كنت بوعي ان انت
تطلع بالناس بالشكل المظبوط بدون اي شيء غير ان انت زعلان على الولاد. ده مش موضوع سهل ان انت بتتكلم في قناه فئويه. فعدينا بمراحل كلها عمق وكلها حكمه وكلها نجاح. انت بتشوف كيان بياخد قرارات في الاخر بتبقى ناجحه زي اللي بيحصل دلوقتي عشان ابقى معاك امين يعني. فارجع لك بمناسبه السكريبت، انا عامل حاجه، لازم هعمل حاجه عن اداره قناه بتدور في نادي بيحصل فيه الظروف ده دي. بس خليني ارجع لك تاني على الايه. موجود؟ انا مش موجود. انا موجود. انت طبعا موجود يا حبيبي، انتوا كلكم موجودين. كلنا موجودين حبيبي، بس ده كده كلنا كبار في الليل. وانت شيل تليفونك. انا اشتغلت، خرجت بره القناه في المسلسل تاني ليا كان اسمه ليلى. بعد ليلى اشتغلت في ابو العروسه. لو سالتني الموضوع كله يا استاذ بيتلخص في ايه، بيتلخص ان في واحد ربنا صارف له اتجاه وغرض وفكر، فالفكر ده انت بتحاول تطوعه. فاشتغلت في البروموشن، طوعت الفكر اللي ربنا ادهوني انه يتحط للناس بشكل كويس. اشتغلت في شغلتي الاساسية مسلسلات وسينما والحاجات اللطيفة دي، برضو الواحد ليه اتجاه وليه هدف وليه معنى من اللي بيعمله. في الاخر اهم حاجة تبقى بتخلق او شغال في كيان في امل، وانا ببص دايما على ده. والقناة دي من الحاجات، انت عارف يعني ايه تعيش. هديك اخر حاجه قبل ما، عشان اتكلمت كتير قوي. في ماتش للاهلي مع اسمه ايه الليبي، الاتحاد الليبي، واحده الواقعة يعني اللي هو شهاب جابر. فات قال لنا احنا كنا خسرانين هناك فات قال لنا لازم تعملوا حاجه للناس عشان يحضروا الاستاد ويتشجعوا. فعملت انا، جات لي فكره كده، كان معايا حد شريك نجاحي صحيح، محمد عاشور، ده الايديتور العظيم اللي كان بيشتغل معانا، هو دلوقتي ماسك قناه ما شاء الله يعني كبروموشن. ده مش عاشور، ده اهو عاشور. عاشور صديقي، استاذ محمود البط. ده انا ايام ما كنت اكبر ازيد من كده، ازيد من كده 30 كيلو. ف الطلب مننا ان احنا نعمل حاجه للناس تدخل الاستاد. ففكرت في فكره ان الاهلي بيحسم في اخر دقيقه. يعني الفكره دي جات لك من عند ربنا سبحانه وتعالى كده، ما كنتش محضر خالص ان الاهلي يحسن في الدقيقه الاخيره. حطينا لا خالص. انا حضرتك فكره ايه، ان انا رابط، بص بقى ربك بيعمل ايه. انا رابط ان الاخر الاهلي بيحسن في اخر دقيقه، فده معناه ان احنا ممكن نكسب حتى لو في النفس الاخير الماتش ده، اكنه ده الماتش ده اخر دقيقه. الماتش نفسه بتاع الليبي ده اكنه اخر دقيقه بالنسبه لي. ورحنا حاطين ماتش بلديه المحله وماتش مين وماتش مين، وختمنا ان الاهلي قادر على الانجاز. وي 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 نزل البروم والناس طبعا كده كده حضرت الماتش، وجي شهاب راح حاطط الجون في اخر دقيقه. طبعا حطينا صحيح الجون بتاع الصفاقس، كل ده اتحط، وابتدينا ناسس للفكره بتاعه اخر دقيقه. جه استاذ خالد توحيد الله يرحمه في الافتتاحيه اللي بعد الماتش على طول في ملعب الاهلي، قال ان احنا عندنا قسم البروموشن تنبأ بان الجون هيجي في اخر دقيقه، وشكرني على الهوا. كانت حاله، هو ده اللي انا عايز اقوله لك، ان انت شغال في كيان ما بيتكسرش. يتعب ايه يعني، بس مكمل. دي في نفسيتك انت كشغل بينقلها لك، عكس ما تكون في كيان مش فاشل. ففي روح وفي نيجاتيف انرجي كده بتجيلك بتبقى صعبة، لكن انت وانت في كيان ناجح وكيان بيكسب وعايش دراما معاه طول السنين، لا انت مبسوط. الدراما دي هي الدراما اللي احنا عايشينها، هي دي اللي انا بكتبها، كله خليط ببعضه بس بالفكرة يا استاذ عمر. حقيقة حبيبي على الكلام الطيب، وبحقيقة على الشعور. ودايما بقول تاني، هي هم دول النجوم اللي موجودين معانا النهارده عشان يحكوا لنا كواليس. انا اول مره، انا بص انا قاعد مركز وبس. ايوه عارف ان انا على طول لما ببقى يعني ساعات ايه شويه وبرجعوا يكلمك ممكن اسرح منك، لكن بصراحه هو الشغل كان مبسوط جدا في الكيان جداً يعني. او الشغل كنا بنشتغل في الكيان زي ما بيقولوا ايه، كان عندنا حاجه بانر كده مكتوب عليه قلب واحد عائله واحده، وهي دي عائله النادي الاهلي بيقولوا عليها، او روح الكيان والتوارثنا فعلا من النادي. كنا بنشتغل بروح فعلا قلب واحد وعيله واحده. احنا كنا عايشين في القناه كاننا عيله. لو برجعوا اتاخر ساعه تلاقي حد بيكلمك، تلاقي بيكلمك برضه. روح يا سمير، انت فين النهارده بتصور فين كمان؟ روح يا سمير كده على طول. ففعلا كانت في روح صعب تلاقيها في اي مكان تاني. ده حقيقي. وده متوارثه اعتقد كده من روح الفانيلا الحمراء زي ما بقول. طيب استاذ برجاوي، هل المخرج غير ان هو بيخرج او بيشرف على البرنامج، هل المخرج ليه دور في تطوير المحتوى وتطوير البرنامج علشان يطلع ويظهر للناس بشكل اكثر احترافيه، لو في
نقطة معينة سلبية أنت شايفها فبتتكلم مع رئيس القناة علشان تطورها، ولا دورك فقط هو دور فني هو الإخراج على البرنامج القائم والحالي عليك؟ بس قبل ما أخش في الموضوع ده، بس أنا عايز أقول للناس إن إحنا مجموعة هنا، بس مش إحنا القناة، يعني إحنا في جيش جوه، في زمايل، في طبعا ناس شغالة، في طبعا كلام ده كله، كلهم استحقوا الشكر والتقدير. إحنا ممكن أنا بالنيابة يعني بشكرهم بالنيابة عن الجميع، بشكر كل حد تعب وكل حد تعب يعني قدم حاجة لقناة النادي الأهلي، فإحنا هنا يعني بنمثلهم، إنما مش يعني مش بنمثل أنفسنا. بالنسبة للمخرج، بتفرق شخصية المخرج من واحد لواحد. في المخرج المنفذاتي اللي هو بتديله ورق بيروح يقول لك آه ده عايز 1 2 3 4 خش اتفضل اشتغل عملنا كده، وفي الراجل صاحب فكر اللي عارف إن أنا النهاردة بتكلم في ده، بكرة هتكلم في كذا، المرحلة دي إحنا عندنا حاجات هنقدمها لحد ما نوصل المرحلة اللي بعدها next step. أشوف عندي إيه أوجه قصور، أوجه حاجة، أكلم معد، أكلم مقدم، أكلم رئيس قناة، أكلم كده، بتعامل مع الناس كلها إن أنا لازم أقدم ده. إنما المنفذات اللي هو بينفذ دي شخصية مخرج، دي بتفرق فلان عن علان. إنما هو الإخراج في الآخر هو كتابين ممكن أي حد يذكرهم ويبقى مخرج، إنما في الآخر مين يبقى إكس مين يبقى زد دي طبعا في الإيربيس طبعا طيب. خلاص يعني علشان خاطر الفصل الشيخ أحمد البرجاوي بشكرك شكرا جزيلا، أنا مستمتع بيك جدا واستمتعت بيك جدا جدا النهاردة. نعم إحنا أكتر وكل سنة طيبين. أستاذ هاني بشكرك شكرا جزيلا، ويعني بنتشرف بيك دايما في قناة أهلي بيتك والمكان اللي دايما تكون موجود فيه. ربنا يخليك، حضرتك تسلم، كل سنة طيبين. ربنا يخليك، تسلم حبيبي. أستاذ سمير بشكرك شكرا جزيلا، واستمتعت جدا بالحوار والحديث معك. شكرا يا عمر، ربنا يخليك يا رب، وكل سنة وأنت طيب، وكل مشاهدين ومتابعين قناة النادي الأهلي طيبين في كل مكان يا رب. أستاذ شوارب بشكرك شكرا جدا يا عمر على الاستضافه دي، واشكر كل القائمين على القناه، وكل سنه والاهلي في تقدم ان شاء الله. طيب في النهايه وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الاولى في احتفاليه النادي الاهلي بمرور 11 عام على تاسيس قناه النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتم ده جزء بسيط جدا من اللي موجود ورا الكواليس، كل اللي موجودين ورا الكواليس انا بشكرهم شكرا جزيلا، الناس اللي موجوده في الكنترول كلهم، الناس اللي موجوده معنا في الاستوديو علشان ما انساش ولا اسم اي حد، من اول مجلس الاداره، الرئيس القناه، مديرين البرامج، كل الناس المعدين، كل الناس بنشكرها شكرا جزيلا. واكيد الفترات اللي جايه هنحاول ان احنا نعمل لحضراتكم كده جزء خاص من الكواليس عشان نتكلم في امور حضراتكم ما تعرفوش عنها اي حاجه. هنروح لفاصل سريع وبعديها نرجع نستقبل محمد سعيد، ويعني تكمله للاحتفالات مع الاعلام القدير والاستاذ نصر القفاص، ولحضراتكم فاكرين البيت الكبير، خليكم معنا لكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الاهلي العظيم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ذكرى طبعا بالتاكيد افتتاح قناه النادي الاهلي، مرور 11 سنه على هذا الصرح العملاق، الصرح الاعلامي الكبير. قناه النادي الاهلي اول قناه رياضيه لنادي في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط وفي القاره الافريقيه، حدث مهم جدا بنتذكره كل سنه، لكن مع مرور الوقت ومع مرور السنوات بنحس اكتر واكتر بقيمه هذا الصرح الاعلامي الكبير، قيمة هذا المكان، وليس ولد للحظة، لكن كل سنة بنتعلم وكل سنة بنشوف الجديد. ويمكن أنا من المحظوظين اللي كنت من أوائل الناس اللي كانت موجودة في قناة النادي الأهلي يوم 6 أغسطس عام 2008. بعد 11 سنة وطوال 11 سنة الواحد شاف في 11 سنة دول يعني إيه إعلام محترم، يعني إيه إعلام هادي. الخط الفاصل وانت بتشتغل كإعلام حماسي بالتأكيد جمهور النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي، وفي نفس الوقت تحافظ كمان على قيم ومبادئ النادي الأهلي، ولما بتمثل النادي الأهلي إزاي تحافظ على قيم ومبادئ النادي الأهلي، ده شيء مهم جدا. طبعا 11 سنة اتقدم فيها الكتير والكتير، ولسه بالتأكيد قناة النادي الأهلي ما زال لديها الكثير لكي تقدمه لكل جماهير النادي الأهلي وللشعب المصري العظيم في كل مكان. فترة مهمة جدا من فترات الإعلام الرياضي المصري، بل من فترات الإعلام الرياضي العربي. قناة النادي الأهلي كانت مرآة مهمة جدا لكل جمهور النادي الأهلي، نقل الكواليس، متابعة التدريبات، متابعة الألعاب الرياضية الأخرى داخل النادي الأهلي، البرامج الثقافية، البرامج الاجتماعية، نقل اجتماعات مهمة جدا، قرارات مصيرية، أحداث
احداث مهمه جدا. 11 سنه فيهم كواليس وفيهم تفاصيل، لو قعدنا نتكلم فيها من النهارده لغايه 6 اغسطس السنه القادمه بالاحتفال بال 12 سنه هيكون لسه عندنا كمان ذكريات وحكايات كتير، برامج ثقافيه، برامج اجتماعيه، امور كتير جدا لو قعدنا نتكلم فيها مش هنوفي طبعا كل السنين اللي فاتت حقها في اللي اتقدم بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. السهره النهارده بالتاكيد لسه مستمره، مستمرين النهارده معاكم في السهره الخاصه النهارده حتى منتصف الليل وحتى الواحده من صباح اليوم التالي، لسه فقراتنا مستمره. بالتاكيد الفقره الثانيه النهارده بعد زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، بتشرف ان انا النهارده معايا كاتب صحفي كبير، انا من ضمن الناس برضو اللي كان لي الحظ ان هو اشتغل معاه، لان كاتب صحفي كبير كان بيقدم بالتاكيد برنامج له قيمه كمان مهمه جدا، برنامج البيت الكبير، برنامج كان رياضي اجتماعي، كان ليه كده اطلاله مختلفه في فتره من الفترات، وكان ليه دور ان هو بالتاكيد ينقل لكم الصوره عن الناحيه الاجتماعيه والناحيه الثقافيه المتعلقه بالنادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، وفي فتره من الفترات ايضا كمان ازاي تقدر تعمل كمان اواصر علاقات وطيده مع الانديه الاخرى ونجوم الانديه الاخرى عبر شاشه قناه النادي الاهلي، ايضا كمان نجوم الفن ونجوم المجتمع الاهلاويه كان ظهورهم عبر هذا البرنامج مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ نصر الافاصلي. بالتاكيد النهارده هيشرفني في الفقره الحواريه وضيف الفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله. زي ما بقول لكم يمكن فترات طويله جدا قناه النادي الاهلي قدمت فيها احداث مهمه، احداث رياضيه وبس مش في القاره الافريقيه او من خلال مصر، لا كمان في المنطقه العربيه في احداث مهمه جدا كانت قناه النادي الاهلي ليها الرياده والسبق في نقل احداثها، عندما مثلا لما النادي الاهلي حصل على جائزه محمد بن راشد ال مكتوم، جائزه الابداع الرياضي في اماره دبي عام 2014، كانت جائزه مهمه جدا، قناه النادي الاهلي كان لها الدور والسبق في نقل احداث هذه الاحتفاليه وحصول النادي الاهلي على هذه الجائزه. احداث افريقيه وكواليس افريقيه عظيمه وعظيمه جدا في فترات سابقه، وبطولات كان ليها يعني شن ورنا 2013 و2014 وحتى في بدايات 2008 اول يعني اطلاله لقناه النادي الاهلي عام 2008 كان مع اول بطوله افريقيه في عصر القناه عام 2008 بعد الفوز على القطن الكاميروني والتغطيه اللي كانت الحيه هناك من مدينه جروه في الكاميرون، ثم توالت التغطيات والمتابعات الحصريه لفريق كره القدم عبر سنوات متتاليه 2012 في تونس، 2013 ايضا مع اورنالدو بطل بيراتس بطل جنوب افريقيا، 2014 مع سيوسبور الايفواري. طبعا احداث كانت مهمه جدا، يمكن في بعض الاحيان لما كانت في مباريات بتبقى فيها احداث غريبه، امطار غزيره، اعاده مباراه، كانت دايما كل الكواليس عبر شاشه قناه النادي الاهلي، حتى تدريبات الفريق الاول، حتى اللقاءات الحصريه، كل شيء وكل الجديد كان دايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. شرف كبير جدا وانت بتنتمي لهذا الكيان العريق، ممكن في بعض الاحيان بتبقى حريص انك تتواجد في مكان او تنتقل من مكان لاخر، لكن طول ما انت موجود في قناه النادي الاهلي او اسمك مرتبط بشعار النادي الاهلي بيبقى فخر كبير جدا، فخر عظيم جدا ما بيحسوش غير اللي موجود داخل الكيان، لان بيشوف حاجات وتفاصيل قليل جدا ما يشوفها بشكل عام، فبالتالي طول ما انت موجود داخل قناه النادي الاهلي بتحس بكل هذه المشاعر وكل هذه الاحاسيس، وبتبقى انت من جواك حريص انك تستمر وانك تكون موجود داخل هذا المكان الكبير جدا، الصرح العملاق، الصرح الاعلامي الكبير جدا قناه النادي الاهلي، واحدى او احد يعني المنظومه الاعلاميه داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي كان ليه السبق والرياده في اطلاق مجله النادي، مجله الاهلي عام 74، وايضا قناه النادي الاهلي اول قناه رياضيه متخصصه متعلقه بقناه النادي الاهلي ومتعلقه بالنادي الاهلي اطلاقها عام 2008، ثم كان البث الرسمي بعدها بعام متتالي. بالتأكيد حدث مهم جدا، محتاجين نتكلم في الذكريات والكواليس. بسرعة أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل يمكن أنا سعيد أن أنا موجود معاه النهاردة لأنه أحد أساتذتنا اللي كان ليهم دور كبير جدا في قناة النادي الأهلي، وكان ليا الشرف أن أنا اشتغلت معاه في فترة من الفترات، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نصر الأفاص. كواليس وأحداث وحاجات مهمة جدا هنتكلم معاه عن ذكرياته مع قناة النادي الأهلي وبرنامج البيت الكبير، ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه النهارده في سهرتنا، النهارده بالتاكيد ده سهره مختلفه فيها فقرات عديده جدا، لان النهارده ذكرى طبعا افتتاح قناه النادي الاهلي من 11 سنه يعني 6 اغسطس 2008 والنهارده بنتكلم في 6 اغسطس 2019، العمر بيجري بسرعه لكن الذكريات الجميله عمرها ما تتنسي، وذكريات كانت رائعه جدا. طبعا النهارده ضيفي يعني انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي يعني ان شاء الله باذن الله اقدر اعمل حلقه كويسه معاه، لان انا يعتبر احد تلاميذه.
مش في المجال الإعلامي فقط، لا كمان في المجال الصحفي، لأن اشتغلت معاه في فترة من الفترات في أكتر من مكان، كاتب صحفي كبير، مقدم برامج بالعديد من القنوات الفضائية، مدير مكتب الأهرام بالجزائر، رئيس القسم الرياضي سابقا في الأهرام المسائي، مدير تحرير الأهرام العربي، مدير تحرير الأهرام الرياضي، مقدم برنامج البيت الكبير في قناة النادي الأهلي، وهذا البرنامج تحديدا كان ليه إطلالة مختلفة وذكريات جميلة. ضيفي، أنا مش عايز أقول ضيفي وضيفكم، هو صاحب مكان وصاحب بيت، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نصر القفص. أستاذ نصر، منور الدنيا. ده أنت منور الدنيا يا أستاذ، الله يخليك. أنا سعيد إن أنا أبقى معاك. أنا اللي أسعد. الله يخليك. بنفتكر ذكريات جميلة، ووقت ما كانت القناة بتبدأ في 2008 كان برنامج عظيم ليه قيمة كبيرة، برنامج البيت الكبير. تحب في البداية تقول إيه النهاردة إحنا بنفتكر بالتأكيد ذكرى تأسيس وافتتاح القناة 11 سنة؟ بص، انا يمكن ما بطلعش على الشاشه بقالي اكتر من سنتين، لكن مجرد ما الاستاذ محمد قوس كلمني وقال لي الاهلي، على طول طلعيني مشدود رايح، لسبب، لانه قناه الاهلي كانت السبب في ان انا اتعرف. يعني يمكن كنت صحفي بقالي سنوات طويله جدا، بس انك تتعرف من حيث الشكل، او فجاه الاقي نفسي ماشي الناس بتقول فلان اهو، يعني على طريقه الفنانين او النجوم، انا ما كنتش حسيت دي او ما كنتش عشتها، مجرد ثلاث اربع حلقات لقيت نفسي في المنطقه دي. اضافه بقى، يعني رغم ان انا البرنامج واقف بقاله سنوات طويله جدا لحد دلوقتي، وقدمت برامج كتيره جدا لحد دلوقتي، الناس تقول لي البيت الكبير، وحصلت محاولات لمحاكاه البيت الكبير بان يتاخد الاسم في قناه هنا او قناه هنا، لا ما مشيش، لان هو البيت الكبير لاي على الاهلي، هو الاهلي. هو كان يعني لو انت فاكر، طبعا انت كنت معانا، يعني كنت سعيد ان احد ده فريق ربنا لا بالعكس، انا سعيد بان انا النهارده يعني سعادتي اكبر ان انا الله يخليك، ان يعني انت تكون متالق وناجح الله يخليك. فكانت ان كلمه البيت الكبير، ان هو النادي الاهلي، هي كانت صدفة كده، يعني لأن إن أنا أعمل برنامج في قناة الأهلي تقريبا في خلال 6 ساعات، يعني 6 ساعات. أنا فوجئت بالتليفون، جاي لي الزميل العزيز طبعا الأستاذ إيهاب الخطيب، بيكلمني بيقول لي هتكلمك فلانة اللي هي الأستاذة نهال البشري، وهتعرض عليك حاجة والنبي وافق. قلت له حاجة إيه؟ طب قول لي بس. قال لي لا معلش، أصل هتكلمك على طول بعد شوية، لأن أنا كنت كلمتني قالت لي نتقابل في المكان الفلاني، رحت قعدت، قالت لي طب بعد ساعه تيجي تعمل البرومو. قعدنا مع بعض ربع ساعه، طب اعمل برنامج ايه او امتى او فين القناه دي طلعت فين؟ قالت لا لسه هنطلع. فطبعا يعني القناه فتحت بقى، وكان عليا ان انا افكر، قلت لها فكرنا واخترنا اسم البيت، قالت لي هايل جدا. طب انا هنقدم ايه؟ قالت لي انا عايزه دماغك، قول لي انت عايز تعمل ايه. فطبعا كانت فكره البيت الكبير ان اعمله بقى زي ما حضرتك قدمت، انه يبقى ثقافي اجتماعي رياضي. يعني كان عاده بنخلي نجم الكوره يتكلم في الثقافه او في الحاله الاجتماعيه، واحيانا في الاقتصاد. يعني زي ما حصل مع بركات مثلا، لما قعد يحكي لنا علاقته بالبورصه ايه، حاجات زي كده بخفه ظله الشديده جدا. فكان في ناس متنوعه كتير جدا. كمان الاضافه يا استاذ نصري، لما كمان الفنانين الاهلاويه كان لهم دور وكان لهم ظهور مهم جدا في برنامج البيت الكبير، لان الفن وعلاقته بالنادي الاهلي كانت علاقه طبعا قويه جدا. واكتشفنا فيها حاجات كتير لو تفتكر. يعني اكتشفنا اعماق وحاجات كتير قوي. هو كانت المفاجاه في البرنامج كمان ان الحلقه الاولى استضفنا فيها رئيس نادي الزمالك، صح؟ كان الدكتور كمال درويش الله يمسيه بالخير. ودي كانت الرساله اللي وقتها قناه الاهلي كانت عايزه توصلها، عايزه تقولها بالظبط كده. يعني حتى لما جينا نتناقش فيها كانت نهال قلقانه منها شويه، وبعدين قالت لي لا خلاص اوكي يعني اعملها. يعني فكانت مفاجاه الحلقه الاولى، وكانت صادمه شويه بالنسبه لبعض الناس، بس عملت رد فعل ايجابي وقالت جداً بدايه مبشره لاعلام رياضي محترم بالظبط. ورساله الاهلي وقتها من خلال قناته، لا القناه مش تعصب، بالعكس القناه ليها دور اعلامي مهم لا جدا. وعدد الزملكاويه وعدد الزملكاويه بقى كمان كتير. يعني كان اي حد، يمكن حضرتك تفتكر ان مثلا كامل البيطار كان جاي عمل حلقه حلوه قوي، الخال فهمي عمر طبعا يعني والاستاذ فهمي الكبير طبعا العظيم، والله يرحمه اخويا وصديقي وسامي العدل
وده ما كانش بيروح لما يعني حتى لما انتوا كلمتوه ما لحد انا ما كلمته بقى فجه وعملنا معاه حلقه. ويمكن انا ما انساش سامي لانه كان عشره عمر طويله جدا الله يرحمه، وهو كان زملكاوي قوي يعني زي ما بنقول زملكاوي زملكاوي سيخ، في اهلاوي سيخ برضه يعني، ورغم ذلك كانت روحه الرياضيه عاليه جدا واتكلم كلام كان فيه بالنسبه لي انا وانا بقدم مفاجات غير عاديه على الهوا. الله يرحمه. الرسائل كانت رسائل مهمه وقتها يا استاذ نصر، كانت رسائل مهمه جدا انك كمان لسه بتبدا مشوارك الاعلامي كقناه النادي الاهلي، وبتبدا كمان بتحسس خطواتك مع المشاهد وبتوصل له رساله ايجابيه، مفيش تعصب، لنا دور اجتماعي، لنا دور ثقافي، دور رياضي، كمان توضيد العلاقات بيننا وبين كل الانديه. دي حصلت، وده يعني حصلت مع كل الانديه مش الزمالك يعني بس. يعني في البيت الكبير لما الناس كانت اتفاجئت بان الكابتن حمدي نوح على الشاشه في سهره، لانه لو انت تذكر اكيد، مش لو تذكر انا اللي ممكن انسى، ان احنا طلعنا 3 4 شهور اسبوعي وجي رمضان، فانا فوجئت بيقولوا لي هتقدم في رمضان يومي. يومي ايه ده، رمضان ده بيبقى دراما. فقالوا لي لا، الاهلي جمهوره حاجه تانية خالص. وفاكر الله يمسها بالخير برضه نال قالت لي بص، في ناس في الاهلي يجيبوا الشاشه عليها احمر بس اقعد اتفرج عليها ان شاء الله ما فيهاش حاجه. يعني فاكر الرئيس لما كنا بنختم البرنامج، كان الفتره دي كان عدد البرامج كان قليل جدا اول ما كنا في شركه مسك، فكانت الشعار بتاع النادي الناس لما كان بيفضل طاير في على الشاشه. أيه. الناس كانت بتجيب الشكل الشعار من بالليل بعد ما بنختم برنامج البيت الكبير لغايه ثاني يوم الظهر لما يكون في الاعاده. حصلت، انا شفت الحكايه دي عند ناس كتير، ناس كتير يعني جدا. يعني كان في يعني احد اطباء الاسنان رايح لعمل اسناني فلقيته سايب الشاشه كده، قلت له ده مفيش حاجه شغاله، مفيش حاجه شغاله، قال لي لا هي كده الاهلي يعني نسر الاهلي طاير، مبسوط من كده يعني. طبعا يعني دي كانت، والشخصيات اللي جت كمان والمفاجآت اللي في الحلقات يعني انا ما انساش الله يرحمه معلش يعني، لان في ناس قمم اني ابقى قعدت قدامهم اعمل حوار في اي قناه على مستوى العالم ابقى فخور، زي مثلا اسامه قمر عكاشه، ودي كانت من الحلقات الرائعه. وانا اكتشفت يومها ان الاستاذ اسامه لاعب رياضه وعارف رياضه كويس وحافظ الاهلي عن ظهر قلب، وقعد قال معلومات في تاريخ النادي الاهلي انا كنت مذهول فيها. ساعات مستشار محمد صفاء عامر سيناريست العظيم جدا برضو كان اهلاوي جامد جدا، وكان من الحلقات طبعا او الاهلاويه بقى السيخ قوي عم احمد فؤاد نجم. عم احمد فؤاد نجم وجالنا سجل الحلقه في رمضان الصبح حقيقي. يعني كان برضو من الناس وكلمنا بقى على النادي الاهلي، لو تفتكر الحلقه دي حاجة غير عادية، وتقال شعر، ده كان بيرتجل شعري كمان واحنا بنشغلين على الحلقة. طول هو عم احمد تعصره يقعد ينزل شعر على طول صح يعني ده، ما وغير انه حلقة انسانية، لكن علاقته بالاهلي انه من جمهور المدرجات في الدرجة الثالثة دائما ويحب يدوب في وسط الناس، وانه قال شعر احيانا في المدرجات وقال لي على بعض القصايد ما اذكرش، طبعا دي حاجة. وكمان يمكن انا بتدفق دلوقتي يعني مش ايوه يعني بدات افتكر الحلقه المذهله بالنسبه لي حتى عسكريا كانت حلقه الفريق اول عبد المحسن مرتج، ودي رحنا عملناها في بيته، دي كانت هايله، ده كانت ممتازه وكانت في بيته واسترجع ذكريات واتكلم في مواقف تاريخيه كمان جوه النادي الاهلي، ده حكايته مع النادي الاهلي يعني اللي خلاه يبقى رئيس النادي الاهلي واحد زملكاوي. يعني المشير عبد الحكيم عامر بيقول انا فوجئت انه قابلني في نادي الضباط في الزمالك، والمشير عامر كان زملكاوي متعصب جدا يعني، فبيقول ركبني معاه العربيه وجينا قدام النادي الاهلي وقال لي على فكره النادي ده انت هتبقى رئيسه، قلت له رئيسه ايه؟ انا قول لي ايه علاقه بالاهلي ولا بالرياضه ولا المهم طبعا قصه هو حكاها قصه طويله قوي، وبقى رئيس النادي الاهلي واحد من رموز النادي الاهلي ومن عشاق النادي الاهلي، وبيكمل مشواره خالد بقى دلوقتي يعني، وحلقه اتسجلت للتاريخ انا فاكر الحلقه دي،
هو ما كانش بيوافق، ما كانش يعني. يعني الحاله دي كانت للتاريخ يا استاذ نصر، هو لا كان اتكلم قبلها 10 15 سنه بالظبط، ولا اظن اتكلم بعدها الفريق بعدها فعلا. الله يرحمه خالص يعني. وانا دي من الحاجات اللي انا بالنسبه لي بتسعدني، اللي هي الحاجات ال وانتوا كنتوا بتشتغلوا بقى يعني، كنتوا بصراحه يعني بتعملوا جهد غير طبيعي يعني، حتى في الضيوف كمان. وانا عاده اعتقد انك بتبقى فاكر انا مزعج في الشغل بره الاستوديو، مزعج لان دايما قلقان يعني، دايما عايز حاجه غريبه، عايز حاجه جديده، عايز اذاكر. بس اتعلمنا منك وقتها ازاي نحضر مقدمه، ازاي نربط المشاهد بالحلقه بمقدمه تتقال عشان يعرف مضمون الحلقه يبقى ايه، ويا سلام لو بتبدا معاه ببيت شعر عشان تشغل وجدانه بالحلقه قبل ما تبدا. لا كلها دروس تعلمنا منها. لا العفو العفو يا استاذ نصر. لا يعني مثلا لو تفتكر من الحلقات الجميله وكانت في لحظه بالنسبه لها سميرة احمد، محدش كان يتخيل ان الاستاذه الفنانه، انا فوجئت لقيتها تقول لي ده انا اهلاويه جدا، قلت لها يعني هتشرفينا؟ فقالت لي هو الاهلي ناديلي وانا ما اروحش، معقوله؟ فطبعا دي الحلقات، وكان معاها الاستاذ صفوت غطاس وعمال يتابع كل حاجه، كان معاها في القناه جاي معاها في الكواليس وبيبص في الكنترول وبيتابع في الاضاءه يعني. برضو دي من الحلقات اللي الواحد في حلقات كتيره يعني. مش الفنان سعيد صالح؟ سعيد صالح طبعا، الله يرحمه عم سعيد. شوف احنا قلنا دي ثروه عند القناه طبعا، اكيد اكيد يعني الاسماء دي. سعيد صالح من الحلقات برضو اللي كانت ممتازه، واعتقد كان بيخرجها يومها كان برجاوي. ايوه كان برجاوي مظبوط صح. مظبوط. وعم سعيد الله يرحمه يعني كان جاي كمان لابس الكوفيه الحمراء. ايوه فاكر قال لك انا في الاهلي ازاي ما اجيش لابس يعني، كنت البس تيشيرت الاهلي طيب، ما كانش هيجي مقاسي، فقال لك البس الكوفيه الحمراء. قال لي انت قلت لي ساعه، احنا بقى لنا قد ايه؟ قلت له ساعتين وربع. دخلنا في ساعتين وي. دخلنا في ساعتين وي. من الحكايات والقصص. وبرده الفنان احمد بدير ربنا يديله الصحه وطوله العمر يعني، واحمد راتب برده ما كانوش بيتاخروا يعني. يعني كان احيانا لما نيجي نفكر في اسم احنا نقول زي ما بنقول بيج نيم كبير قوي، فتيجي تقول له قناه الاهلي ما تاخرش، واهلي او زمالك او اسماعيلي او حتى مصر يعني مسعد نور صح قطع المشوار ورجع في نفس اليوم من بورسعيد. يعني ودي ورئيس نادي الاسماعيلي كان ساعتها المهندس نصر ابو الحسن. ايوه ضيفنا. ايوه انت بقى الشباب يعني تفتكر. لا يا ريس ازاي اكتر مني. بنحاول نسترجع من الحلقات الحلوه برضو اللي سجلناها كانت مانويل جوزيه. ودي عملناها في قلب النادي الاهلي في النادي نفسه. يعني انا خرجت بره الاستوديو ثلاث مرات، مره للفريق اول عبد المحسن مرتجي، ومره الكابتن محمود الخطيب، ومره لمانويل جوزيه. كابتن محمود الخطيب كانت حلقه استثنائية لأنها اتعملت على جزئين. مظبوط. جزء في الهرم وجزء في النادي. دي كانت برضو حلقة حتى لما اتذاعت ما اتذاعتش حلقة واحدة. اتذاعت على جزئين اللي كانت حلقة فيها جزئين أو ثلاثة مش فاكر. لأن كانت حلقة جاية مرتبطة بتوقيت يعني الكابتن ساعتها كان بعد 25 سنة الفرنسي فوتبول لما اخترته كأفضل لعيب في إفريقيا. ايوه انت فاكر لانك طبعا الحلقات دي اصل انت اللي كنت طبخين التاريخ يعني. ده ما ينفعش ننساه، وذكريات وكواليس جميله يمكن جمهور النادي الاهلي يمكن بعد السنين دي كلها بيسمعها لاول مره، لذكريات وحلقات اتعملت في فتره من 2008 ل 2009 في الارشيف سنتين. والفنانين النجوم يعني احنا كنا بنقدم دول، لكن مثلا قدمنا انيس بوجلبان الله يمسيه بالخير. قدمنا كل لعيبه النادي الاهلي او معظمهم يعني جم وكانوا نجوم وكانوا ضيوف واسر، كان اللعيبه واسرهم او زوجاتهم. يعني مثلا احمد حسن كان جاي هو واولاده الثلاثه كانوا بيلعبوا في الاستوديو كان منظر يعني اكتر من حد يعني مش واحد او اثنين او ثلاثه، وكلهم كانوا بيستغربوا وبيتدفقوا لان يعني كنا نتكلم معاهم في سكه بعيده عن الكوره. يعني أنا فاكر بركات استغرب إن أنا قلت له أنا عايز الحلقة ما تبدأش، ما مش أنا اللي هقدمك، أنت اللي هتقدمها. أنت اللي هتقدمها. فقال لي يعني إزاي يعني؟ قلت له لا أنت جرب. عملنا تست وإحنا واقفين في مدخل الاستوديو.
وفعلا طبعا عملها بخف الدم وال اه بركات طبعا يعني حاجه جميله. لما اتكلم في البورصه واتكلم في الخسائر الماليه بتاعه البورصه وازاي زقوا عليها وحاجات زي كده كل شويه يعمل شاطر فيخسر وبعدين قرر ينسحب يعني قرر ينسحب في الاخر. بركات طبعا من يعني هو على المستوى الانساني وعلى المستوى الكروي في معاه حاجه كبيره جدا. المستوى الانساني يعني يتحب جدا جدا يعني وإضافة لخفة ظله وجديته يعني هو جاد جدا ولا يكف طبعا عن المداعبات والهزار. فكان يعني وانا بتكلم معاه يقوم عامل حاجة ألاقي نفسي بضحك فموقف عن ان انا اسأل مظبوط. فهو يقعد يتكلم قلت له ما تضحكنيش كتير انا بضحكك عشان انت ما بتتكلمش. هو كان بيعمل حلقه هو ما كانش ضيف وهو كليم كمان يعني بالظبط. وكان احمد حسن كده يعني من الناس اللي تتكلم متدفقه كتير اكيد يعني في ضيوف كتير كانوا بيبقى ليهم في حكايه الضيف اللي بيتكلم كمان بيريحك بيسهل لك الموضوع اكتر يعني وانا كنت بحب الضيوف اللي من النوع ده اللي هو ابقى قاعد اسمع يعني انا مثلا ما كنتش اتخيل الكميه المعلومات برضو اللي عند النادي الاهلي اللي قالها المستشار صفاء عامر يعني كل واحد كان ليه زاويه بس هو يوم اشاور لي على حاجه انا ما كنتش عارفها قال لي انت عارف سر اللون الاحمر؟ قلت له لا ما اعرفوش ساعتها وقتها لما طرح السؤال قلت له لا ما اعرفوش قال لي اللون الاحمر ده لون علم مصر. فقلت له يعني تم اختيار اللون الاحمر للنادي الاهلي مع سبق الاصرار والترصد على اساس انه لون علم مصر قال لي وبعدين بعدها بحوالي شهرين ثلاثه كلمته بالتليفون قلت له على فكره انت حضرتك لفت نظري فانا بدات ارجع للتاريخ واقرا فلقيت النادي الاهلي اتاسس سنه 1907 مظبوط. السنه دي في تاريخ مصر بتتسمى عام الاحزاب والنادي الاهلي يعني لانه لاول مره في تاريخ مصر يبقى فيه احزاب 1907 وتاسس النادي الاهلي 1907 حقيقي. فبيسموا السنه دي ل 1907 عام الاحزاب والنادي الاهلي. لك ان تتخيل بقى ان الاربع احداث اللي هم الثلاث احزاب اللي تاسسوا اللي هو كان الاصلاح على المبادئ الدستوريه والحزب الوطني مصطفى كامل وحزب الامه دول اول ثلاث احزاب في مصر. يعني كان في محاوله قبلها سنه 1882 الحزب الوطني وبعدين بس مش بالمعنى الحزبي لكن الثلاثه دول كانوا بالمعنى الحزبي والنادي الاهلي تاسس كان حدث لا يقل في اهميته وفي ردود الفعل عند الشعب المصري عن ان الاحزاب الثلاثه اللي هي بيأسسها بقى الشيخ علي يوسف في الاحرار كان اكبر صحفي زي تقول مثلا في مرحله من مراحل مصطفى امين او الاستاذ هيكل وكان مصطفى كامل طبعا الزعيم العظيم يعني وكان الحزب الثالث اعتقد كان حزب الامه كان فيه الاستاذ او الدكتور احمد لطفي السيد كان سكرتير عام الحزب واعتقد كان محمد محمود احمد محمود ابو محمد محمود وزير الداخليه ورئيس حزب الاحرار الدستوريين بعد كده. شوف علامه فارقه اختيار اللون بالنسبه للنادي الاهلي ايه السنه اللي تاسس بيها وكانت بدايه بقى فوره وطنيه كبيره. والجميل يا استاذ نصر كمان ان الفن كان جزء كبير جدا من تكوين النادي الاهلي طول عمره يعني الفن والفنانين جوه النادي الاهلي جزء كبير جدا من تكوينه. عارفين التاريخ عارفين التاسيس عارفين الشعار وحتى لما بتطلبهم بيتكلموا عن النادي الاهلي بتسمع منهم كلام مش قصه ماتش كوره او قصه بطوله لا قصه ارتباط عاطفي كمان ووجدان عاطفي بالنادي الاهلي الاهلي يعني زي ما كنت دايما اقول جملتك الشهيره يعني انا بشجع الاهلي من وانا صغير يعني انا من طفولتي بشجع الاهلي وبعدين الارتباط اكبر كمان بحكم يعني علاقات كتيره مع عدد كبير جدا من نجوم النادي والمسؤولين عنه. لكن
الأكتر لما جت قناة النادي الأهلي حسستني بالمسألة بعمق كبير جدا. الأهلي حالة مش صح. مجرد نادي ليه تاريخ وعمل إنجازات، لا هو حالة يعني إحساس كده. في ناس عمرها ما دخلت النادي الأهلي لكن تلاقيه أهلاوي جدا، يعني ممكن ما يقبلش إنك تغلط في معلومة عن النادي الأهلي. ان يعني لو قلت فلان سجل جول سنه 64 وهو مش فلان، لا ده فلان، يزعل جدا، يزعل جدا، يقول لك ده تاريخ. بتغلط في التاريخ. انا نفسي المصريين يبقوا في تاريخ بلدهم زي الاهلاويه في تاريخ النادي الاهلي، يعني نفسي الناس كلها تبقى عارفه تاريخ مصر زي ما الاهلاويه عارفين تاريخ النادي الاهلي. طيب اسم البرنامج وارتباط اسم البرنامج بالجمله الختاميه اللي كنت دايما حريصت انك تختم بيها البرنامج مع تكوين فريق العمل، انا فاكر وقتها طبعا الزميل العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب، دكتور عماد يوسف، زملاء كثيرين كانوا موجودين معنا ساعتها في هذا البرنامج. اذكر عماد طبعا كان ليه دور كبير جدا ومن الناس العائلين، وانت طبعا يعني كان في كمان حد انا عايز افتكر الاسم اللي هو شارك معانا في اختيار ال طبعا الاستاذ جمال جبر الاستاذ جمال جبر الزميل العزيز رئيس تحرير البرنامج، معلش يعني سامحني بقى يا استاذ جمال يعني لانه يسامحني على الذاكره لان انا مش جاهز، انا جاي ادردش معاك انت اللي بتطلع مني الكلام. الاستاذ جمال جبر هو اللي تقريبا اما قعدنا نقول اسماء 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 كتير وكنا قاعدين عنده في المركز الاعلامي في النادي الاهلي لان خرجت قعدت معاه ومع إيهاب وقعدنا نقول أسماء، فهو قال اسم البيت الكبير. أيوة. الجملة بتاعت البيت الكبير أنا فاكر، فقمت أنا شاطب كل الأسماء، قال لي طب مش هنكمل، أنت حضرتك قلت إن احنا هنكتب أسماء كتير، قلت له لا خلاص هو ده اسم البرنامج انتهت. ويومها قال لي يعني أنا ليا حق، قلت له لا حقوق محفوظة، قمت مش فاكر طلع نص جنيه او جنيه او ربع جنيه وما تطلع عليه ربما يكون معاه، وانا سعيد جدا انك فكرتني بالمساله دي. لا اكيد، لان انا عمال افتكر يا ربي الاسم ايه، احيانا بتنسى اسماء ناس قريبه منك جدا، يعني انا مره نسيت اسم ابن خالي عمال ادور على الاسم مش عارف يعني، فعمال اقول له يا مولانا وهو كبير ويا استاذ وبتاع، وبعدين جيت قلت له محمود فقالوا لي لا ده عصام، فقلت لهم غيروه ولا ايه يعني. استاذ جمال كان قائد فريق العمل طبعا، لا يعني ما يتنسيش. وانا كمان ما بحبش انسى ان حد ليه بصمه حلوه، يعني دي بتبقى حاجه حلوه قوي. الجمله اللي كنت حريص دايما على اختيار اسم البرنامج فيها اللي هي عنوان بيتنا زي ما كان، مش ممكن تنسوا العنوان صح. هي مش كده طبعا، قصيده كانت للأستاذ الكبير قوي سيد حجاب وبيغنيها الأستاذ علي الحجار، فاضطريت استأذنه ان انا هألعب شوية في الكلام، قال لي دهوسه، بص يا ناس طالما في الأهلي دهوسه، اعمل اللي انت عايزه. فطبعا فبقيت عنوان بيتنا زي ما كان هي لا مش عارف احسن مش ممكن اوعى أو 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 انا كنت بقول مش ممكن تنسوا عنوان بيتنا زي ما كان، مش ممكن تنسوا العنوان، مش ممكن تنسوا العنوان على اعتبار ان كان العنوان عنوان الاهلي بالظبط طبعا، يعني لا يمكن حد يقدر ينسى العنوان. فلعبت شويه في المعنى، يعني غيرت في الكلام في اصل القصيده او الاغنيه اللي كاتبها الاستاذ سيد حجاب، وكان موافق عليها، وكان موافق الاستاذ علي الحجار برضو على الكلام ده لانه قلت له بعدها تمام. فكره البرنامج كانت منسجمه ايضا مع القيم والمبادئ اللي كان طبعا النادي الاهلي بيطبقها في كل قطاعاته، والقطاع الاعلامي تحديدا او المنظومه الاعلاميه جزء رئيسي من منظومه النادي الاهلي. البرنامج طبق القيم والمبادئ ووصل رساله اجتماعيه كانت مهمه في التوقيت ده يا استاذ نصر. طبعا طبعا، يعني هو الـ يعني حتى الاعلام الرياضي لما بدا يبقى في اعلام اكثر تخصصا يعني للنادي الاهلي هتلاقي العمالقه العظام جدا. طبعا في الزمالك في اسماء كبيره جدا، يعني اساتذه ما نقدرش ننسى استاذ ناصر السليم، ما نقدرش ننسى الاستاذ حمدي النحاس، استاذ فضيل طه، لكن هتلاقي الاستاذ نجيب المستكاوي مثلا، استاذ عباس لبن، استاذ عم مجيد نعمان، ما بقول لك يعني هتلاقي اسماء قمم
كبيرة جدا وهم نفسهم كانوا مثقفين قوي. يعني كان صعب انك تتكلم في الفكر والفلسفة قدام نجيب المستكاب. وده الراجل اللي قال عليه الأستاذ نجيب محفوظ انه هذا رجل خسر الأدب. والأستاذ نجيب المستكاوي ناس كتير ما تعرفش انه العميد الأدب العربي مقدم له كتاب أزمة الضمير الأوروبي. فشوف أما يبقى نجيب المستكاوي بقى هو اللي بيأسس جريدة النادي الأهلي. يعني فلك أن تتخيل بمناسبة المعاني بالزبط. القيم اللي بتوضع أو بيقوم البناء عليه. عليها. فلما نقول بقى اسم الأستاذ نجيب المستكاوي ده بيأسس ما بالك بقى بعد كده بتبقى الدنيا شكلها ايه. وما كانش فيه اللي احيانا بيحصل دلوقتي بزعل جدا. تمام. رياده النادي الاهلي اعلاميا يعني اول مجله كانت مجله النادي الاهلي سنه 74، اول قناه مش في المنطقه العربيه بس ده في قاره افريقيه بالكامل بالنسبه للنادي كان النادي طبعا. الاهلي عام 2008. هل يعني الرساله او الرساله الاعلاميه اللي خرجت من خلال منظومات الاهلي الاعلاميه ادت دورها خلال كل هذه السنوات سواء من 74 او حتى في 2008 لغايه 2019؟ بالتاكيد. وتاثيرها ايضا كمان في المجتمع باينه جدا. يعني تقدر تقول بتبان في ايه؟ بتبان مثلا في اللحظات اللي من الممكن فرقه النادي الاهلي تتهز فيها. الإعلام إضافة طبعا إلى أن ده جزء من تكوين النادي الأهلي، لكن الإعلام بيثبت مسألة الثقة في أني قادر أجيب البطولة عند المتفرج، والمتفرج بينقلها للاعب، واللاعب بيلعب بإرادة تخلي المتفرج واصل. الإعلام كان ناقل ده، عكس ده كويس قوي. يعني وحريص الإعلام أنه يبقى عباية زي ما الجمهور هو العباية الكبيرة جدا طبعا اللي كلنا بنتظل تحتها بالتأكيد. لكن إعلام اللي في النادي الأهلي كمان إحساسه بإن الكيان كبير قوي، فاللي بيشتغل فيه لازم يبقى منضبط جدا. اللي يخرج الأهلاوية ما يبقوش مش حاسين منهم. ما هو ده بقى اللاين أو الخط الفاصل ما بين إن أنت عايز تبقى حماسي قوي الأهلي وجمهوره ومكسب وبطولات، وفي نفس الوقت برضو ماسك في اللاين أو السطر انك برضه عايز تمشي بنفس القيم بتاعه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. كان في حفاظ على الجزئيتين دول وبتبقى ماشي والخط واضح او خط مستقيم بدون ما تميل هنا او تميل هنا. هو استاذ محمد، يعني زي ما نقول ايه، لما انت بتبقى من اسره عريقه قوي ايوه فبتبقى اكثر هدوءا واكثر اتزانا. الله على المعنى. يعني فلما تبقى ابن من ابناء النادي الاهلي او بتقدم اعلام في النادي الاهلي انت واحد من اسره عريقه قوي، فما حدش هيهزك. يعني حتى اللي هيهزك الناس اللي تضحك عليه مش انا. يعني انا ما بتهزش يعني. فالنادي الاهلي اسره عريقه جدا جدا، ودي طبيعه مش اسر، يعني اكيد في اسر كتير عريقه، لكن انا بقصد ان يبان سلوك الاسره العريقه في الجمهور وفي الاعلام وفي اللعيبه وفي النادي الاهلي. على فكره قليل قوي لما تذكر خروج للاعب عن السلوك الرياضي. اكيد بتحصل بس قليله قوي. نسب ضعيفه او استثناءات ضعيفه قليله قوي جداً. يعني ما هياش كتيره، يعني مش الحاله. لا خالص بالظبط كده. يعني النادي الاهلي مثلا ما فيش ازمه انه ممكن يخسر ماتش، ما فيش ازمه انه ممكن يخسر بطوله خالص، مع ان الجمهور ما بيقبلش واللعيبه ما عندهاش استعداد، بس السيستم يبقى صح بالظبط. لكن الرياضه مكسب وخساره اكيد. فالسلوك ده يمكن دلوقتي لما بتفرج انا اتمنى انه يتعمق. يعني يبقى موجود قوي لما بنتفرج على الكوره في اوروبا، ومن نعم ربنا ان الدنيا اتفتحت قوي. فبقينا بقت اوروبا بقى بالنسبه لنا يعني زي انديه مصر كده، بتقعد تتفرج على الدوري الاوروبي على الهوا اكيد، وبتشوف السلوكيات بتاعت الناس. الاهلي سباق لده. يعني صح. الاهلي ممكن جدا يبقى بيخسر وما يبانش عليه. انا فاكر كنت مع الاهلي في جنوب افريقيا في مباراه السوبر، ودي مباراه كسبها الزمالك بجول ايمن منصور الشهير جدا سنه 94. والله يرحمه كابتن طارق سليم.
في اليوم ده فضلت قاعد معاه بعد المباراه الساعه 6 الصبح تاني يوم، مش مستوعب ان الاهلي يخسر. انا اقول له ايه، طب ما الاهلي كابتن طارق بيخسر يعني ايه قال لا انا مش المشكله ان الاهلي يخسر، المشكله ان احنا ما لعبناش كويس، يعني انا مزعلني ان احنا ما لعبناش كويس بس، لكن مش مزعلني للاهلي يخسر، ما لا ما انا خسرت كتير يعني. هو كان بيكلمني على المساله دي، فافتكرت على طول في لحظه وكنت صغير، كنت طالب في الجامعه وكان ماتش للاهلي والمصر، وانا واقف كابتن صالح سليم داخل، فكان المصري كسبان، الاهلي كسبان 1-0 او 2-0 مش فاكر، فبيقولوا له كابتن لا كسبنا مبروك، قال لهم احنا ما كسبناش المصري اللي خسر. فانا ساعتها بصيت قلت ايه اللي بيقوله ده، ومش فسالت اللي كانوا قريبين منه، قالوا لا هو مش مبسوط من الاداء رغم الفوز. يعني شوف الاثنين، هو فايز لكن هو قال احنا ما كسبناش. الجمله دي كانت تقريبا 76 77، 94 كابتن طارق سليم بيقول انا مش زعلان من الخساره، انا زعلان من الاداء. والشيء بالشيء يذكر استاذ نصر، اسف للمقاطعه، لان نفس الموقف ده تتذكر مباراه الاهلي والاسماعيلي، المباراه الفاصله كانت في الدوري العام اتلعبت في استاد اسكندريه. ايوه الاهلي كان متقدم في محله لا الاهلي والاسماعيلي كان في استاد اسكندريه، والاهلي كان متقدم بثلاث اهداف مقابل لا شيء او اربع اهداف مقابل لا شيء، وقيس في خمس دقائق الاسماعيلي جاب ثلاث اجوان، المباراه انتهت والاهلي فاز 4-3 وفاز بالدوري. كانت مباراه فاصله افتكرتها، اصل الاهلي لعب مباراه فاصله مرتين في مرة المباراه منهم دي في اسكندريه. والكابتن طارق سليم وقع غرامات على لعيبه الاهلي رغم الفوز بالدوري، اي لكن عشان كان فايز 4-0 او 3-0 وقدر الاسماعيلي يجيب ثلاث اجوان في اخر خمس دقائق. فكره اللي انت بتكسب بس لازم تلعب لغايه اخر ثانيه، لازم تلعب لاخر دقيقه، هو ده الاهلي. بالظبط كده، يعني هي مش فكره، اولا لازم الناس تحس انك مقدم روحك عشان بالتالي انا بقول لك ان الاهلي يخسر مفيش ازمه، لعب ماتش كويس قوي وخسر بتقبلها، يعني اعضاء النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي او وده سر احترام او تقدير الدنيا كلها للنادي ده. جمهور الاهلي لما كان بيقابلك بقى حتى لغايه دلوقتي، ابرز الحوارات الجانبيه بينك وبين الجمهور او تعليق الجمهور حتى في وقتها اثناء البرنامج لحد دلوقتي يعني في ناس بتفكرني بحلقات، يعني يمكن انا قلت يعني استرجعنا ذكريات قدر الامكان قدر الامكان بعض الحلقات او لا، في ناس بقى تبقى فاكره لي جمل داخل الحلقه انت لما سالت فلان قلت له كذا، انا طبعا مش فاكر يعني فات عمر وفي شغل كتير اضافه للذاكره ممكن تبقاش، او فاكر الضيف لما دخل، يعني في حد قال لي ايه انا ما انساش ان اول ما بدات الاستاذ سعيد صالح فقام رامي السيجاره في الاستوديو، ما كانش خايف ليولع الاستوديو، هي فعلا حصلت يعني هو كان عايز يشرب سيجاره ومش قادر، فاظن برجاوة قال لي خليه يدخن نفسين ونطفي له السيجاره، يعني ياخد مش قادر، يعني هو كان مدخن شرقي، فاما جينا نرجع هو مش عايز يرمي السيجاره، فالكاميرا وقعت عليه وهو قام رميها كده. طبعا حلو الله يرحمه، طبعا شخصيه جميله. فلقيت واحد بيقول لي على المشهد ده، دي انا ما كنتش متخيلها ان الناس تبقى مدققه الى، انا ما خدتش بالي في الحلقه بس ظهرت، فالناس خدت بالها، فالناس مركزه في ادق التفاصيل في كل حاجه يعني. وكان وقت ما بقى ده من حبه وعشق جمهور الاهلي للنادي الاهلي طبعا. طبعا يعني مثلا من الحلقات اللي الواحد يعني ما ينساهاش، وانا عمال بحاول افتكر لما جه الاستاذ كامل البيطار والحلقه اتقلبت عن الاذاعه والصراعات اللي بين الاهلاويه والزملكاويه، وحكى حكي، وخاصه كان حكيه كتير عن عم جورج سعد. جورج سعد كان ما يتفرجش على مباريات الاهلي والزمالك الا في وسط الاهلاويه، يعني يجي يقعد عشان يغيظهم والماتش شغال يعني، واحيانا يبقى في انفعال حاد يعني، بس عمره ما كان يصل الى حد. جورج سعد كان راجل كبير وقيمته كبيره، ما كانش يصل الى حد مثلا ان حد يقدر يتلفظ بلفظ او يمد ايد، لا يمكن يعني. وهو كان يبقى يا سلام بقى لو الزمالك بتقدم، انا شفت المشهد ده كتير.
وكنت احب اتفرج عليه مع الكابتن شوقي حامد. كابتن شلعاني شوقي حامد بقى يقعد بقى يعمل معاه تحس انهم تقريبا هيضربوا بعض مثلا، وبعدين هم مهرجين واخدين وهم بيتكلموا يعني لحظه الاشتباك دي. فطبعا دي من الحاجات دي موجوده متوارثه يعني. وسالت فيها كتير استاذ نجيب السكاوي، وكتب فيها كتير، كتب فيها كتير فعلا. كتير. طيب من ضمن الحلقات ابناء الفنانين اللي كانوا رحلوا عن عالمنا قبل كده. دي من الحلقات الجميله جدا يعني. الحلقه دي لها عندي انا ذكرياتي، وكانت كنت شغلناها، بس كان هي المره الوحيده اللي اشتغلت فيها شويه مره واحده لحلقه واحده بنتي بسنت. يعني هي اللي قالت لي الفكره دي ان في كذا وكذا وكذا. فكان في الاستاذ ماضي، اعتقد ماضي الدين، وده ابن الاستاذ توفيق الدين. وتوفيق الدين كان زملكاوي رهيب. وكان مش متذكر اسم الاستاذ ابن الاستاذ صلاح ناظم وابن شكري سرحان. فاثنين زملكاويه واحد اهلاوي، يعني الاثنين زملكاويه جامدين جدا، واحد اهلاوي. والحلقه بقت اهلي وزمالك على الهوا يعني. وهم بيتكلموا عن ذكريات ابوه، ذكريات يعني كل واحد ذكريات والده لما كان بيتابع مباريات القمه او مباريات الزمالك او مباريات الاهلي، ويقول لك بقى تعليقاته ايه في حاله الخساره. او كان حلقه مصارحه يعني، الوالد بقى توفى، فكان كل واحد بيحكي كل الكواليس براحته. انا هقول لحضرتك على مفاجاه. يعني انا بعتبر نفسي ان الاهلاويه السيخ، اللي هو التعبير اللي احنا بنقوله يعني سيخ، اللي هو قوي العصبي قوي المتعصب جدا. انا ابويا كان زملكاوي. ده يعني اول مره تقولها. دي اول مره اقولها. انا ابويا الله يرحمه كان زملكاوي، وكان زملكاوي زملكاوي جدا يعني. يعني انا ما انساش ابدا، لانه كان بيحب عمر النور. فما انساش عمر النور، وفضلت لحد ما استضفت كابتن عمر النور في برنامج البطوله سنة 2008 أظن. لأنه كنت عايز أشوفه، فكأن أبويا معايا. المذهل بقى كمان الأكتر يعني، إن أحمد ابني زملكاوي، رغم إنه متربي في وسط كل الأهلوية يعني نجوم الأهلي يعني من وهو صغير مثلا بيشوف وبيشيله كابتن محمود الخطيب، محمد رمضان، ايمن شوقي، كابتن طاهر ابو زيد، مربيه تقريبا يعني. كل دول هو عايش في وسطهم وطلع زملكاوي. بس دي لها سبب. سبب؟ لها سبب. هو اهلاوي جدا. وكان عمره 11 سنه، فهو بيحب يلعب كوره، فانا سبته يروح يقدم في اللي هي الاختبارات بتاعه الناشئين. فراح قدم، فتجاوز في التصفيه الاولانيه. انا مش عايز اروح عشان ما الكوره ما فيهاش توصيه اكيد. فانا قلت له الكلام ده، قلت له الكوره يعني حتى لو وصينا عليك هتنزل الجمهور هيضربك يعني على راسك، وهيضربنا انا كمان يعني، هيخلص عليا انا. ففرز وفرز وفرز، وهو عمال يتقدم، وبقى في الفرقه هو بقى منهم. فقالوا له هنكلمك بالتليفون علشان تيجي. بعدها كابتن ميمي الشربيني الله يمسيه بالخير، وكان اللي ماسك اداري ساعتها كان مهندس سمير عدلي. فقال لي قلت له ده ابني. قال لي انت جاي بعد ما اخترناه وحاجات زي كده؟ قلت له ما كلموهوش السنه دي، حصل حاجه ما خدوش السنه السن ده، في سن اتلغى تقريبا. لان كانت في مراحل في قطاع الناشئين كانت بتتلغى اعمار سنيه حسب الاتحاد ما كان بيقرر. كان في 11، هو كان 11 سنه تقريبا. يا خب عملت خد على خاطره وغير انتمائه، صدمه فخيزا. او بس طبعا يعني بقى ايه متعصب شويه. دلوقتي ما بقاش متعصب خالص، لانه بيتفرج على كره اوروبيه. فبقى بيشجع مش عارف برشلونه، وبيشجع على ليفربول، حاجات زي كده يعني. فالفكره ان احيانا واحد يطلع في بيئه زملكاويه يطلع اهلاوي جدا، واحد يطلع في بيئه اهلاويه جدا ويطلع زملكاوي. هو المجتمع المصري كله مجتمع يعني، ممكن العيله الواحده او الاسره الواحده يكون الاب زملكاوي وابنه يطلع اهلاوي، اخوه يطلع زملكاوي، بتبقى العيله كلها دي متعتها، دي متعه الحياه ومتعه الكوره كمان. ودي موجوده في اوروبا يعني. استاذ محمد انا امتع لحظه بتفرج فيها على ماتش كوره لما تبقى فرقه كبيره خسرانه بطوله، وبتتفرج على المدربين وهما بيسلموا بعض على بعض وبيدعبوا بعض، اللاعبين وهما بعد نهايه المباراه، والجمهور المهزوم بقى اللي قاعد بيسقف كانك في الاوبرا، صح، قاعدين بيسقفوا
وبتقدير شديد جدا لانهم شايفين اللعيبه ما قصروش. يعني ليفربول بيخسر على بونت في الموسم اللي فات والجمهور يعني بونت وهو كان متقدم بسبعه بونت حاجه يعني كبيره جدا يعني، وكانوا هيبقوا 10 بطوله، وكانوا هيبقوا 10 لانه ماتش كمان مانشستر لو هو كسب كان يبقى 10 بالظبط، فلما خسر بقت سبعه وقعدت مش عارف ايه، وبطوله الدوري الانجليزي يعني حاجه عظيمه. وبعدين مانشستر بيلعبوا من كام يوم كده اللي هو حاجه اسمها الدرع الخيريه، فمانشستر بطل الدوري بيلعب ليفربول بطل اوروبا بالظبط وتاني الدوري والماتش وبعدين يتعادلوا وضربات الجزاء يكسب مانشستر. شوف جرادويلا وغوارديولا ويورجن كلوب بيضحكوا مع بعض ازاي، ما كلوب بيخسر كاس اهو، الجمهور بتاع ليفربول بيشجع اكتر من جمهور مانشستر اللي كسبان. يعني الجمهور اللي خسر بيشجع اكتر من اللي كسب، لانه اللي خسر كان لاعب احلى، بالظبط لاعب احلى وبذل جهد كبير جدا يعني. ودي الثقافه اللي احنا اتعلمناها وشفناها في النادي الاهلي استاذ نصر من خلال حتى الامثله اللي ضربتها. طبعا موجوده على طول على طول. النادي الاهلي كان ممكن يبقى لاعب ماتش رائع ويخسره مفيش مشكله خالص حقيقي. يعني انا اذكر يمكن والاستاذ احمد روسي يذكر دي، محمد رمضان ليه وقعه لطيفه جدا معايا وفي الاعراب المسائيه في الصحافه في فتره. محمد رمضان اول ما جه بقى عايز يهاجر وقالوا هيهاجر امريكا، عملنا لها تغطيه قصه طويله جدا، فالتغطيه كانت مكثفه قوي ورا بعض، وبعدين الاهلي هيلاعب المقاولين فرمضان، والسنه دي كان الاهلي بيغير يعني سنه فيها جلد دروب جامد، وده شيء طبيعي جدا يعني حصلت عند الاهلي. الاهلي على طول لما بيحصل دروب فتبص تلاقيه بيقوم راجع بقى 6 7 8 سنين بالظبط واخد بطوله يعني بالشكل ده، بتعمل فرقه لتسع سنين او ثمان سنين بالظبط، ودي حصلت كتير يعني. حتى دلوقتي الجيل ده هيبقى كده، لا خدنا اربع سنين وان شاء الله نكمل كمان يعني دي فتره الدروب على فكره يعني، خد الاهلي خد البطوله فتره الدروب مش فتره الحمد لله القوه والعافيه لسه يعني. انا ان شاء الله اعتقد اللي جاي اكتر لان عمليه البنى شغاله اكيد. فمحمد رمضان الجمهور بيهتف له، كان ماتش الاولمبي في المقاولين، محمد رمضان يا حبيبنا اوعى تمشي وتسيبنا، وهو كان مصر على انه يهاجر ومش عايز يلعب كوره وحاجات يعني، كان معنويا انه اتنقل من الترسانه الاهلي في الوقت اللي فيه دروب، ما هو النجم يعني، هو كان تقريبا اكبر اسم ساعتها يعني في وهو اللي شايل الفرقه يعني هداف. فانا اتعرفت عليه بعد الحكايه دي يعني. فقال لي بقى ده جمهور الواحد يقدر يبعد عنه؟ لا 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 مستحيل استحاله يعني انت عارف. وبعدين هو مش متخيل، رمضان مش من النوع اللي سعيد بحكايه النجوميه دي يعني، ملوش فيها خالص، ما بيحبش الاضواء والشهره لا خالص. وكان ليه طبيعه خاصه جدا كده، سجل الجول وتلاقيه جاي كانه ما عملش حاجه خالص يعني. وبالمناسبه دي مره عمل هيصه جامده بجول كده يعني، فجيت قلت له سالته عن قصته؟ قلت له ايه الهيصه دي وبتاع؟ قال لي اصل انا كنت اوفسايد. وفعلا الحكم ساعتها يعني برضو دي موجوده. شوف هو اللي بيقول، هو ما قالش في الملعب طبعا يعني، ساعتها الدنيا متكهربه وهو كان الناس يعني، لكن هو قال لي كده يعني. ففي حاجات في الكوره كمان يعني، ناس تقول لك الصناعه، الكوره ترفيه والكوره رساله يعني. لعيب الكوره اللي بيبقى جزء من مجتمعه ويقدم لمجتمعه الناس ما بتنساهوش، والكوره فن وابداع صح يعني. يعني انت لما تشوف كابتن صالح سليم وهو مع نجاة الصغيره وتفرج على الفيلم الشموع السوداء، يا سبحان ممثل عبقري يعني. شفت الفيلم ده مثلا أربع خمس مرات، وفي ناس شافته 10 15 مرة، مش عشان صالح سليم، هو صالح سليم المايسترو والرمز الرياضي الكبير، لا أداؤه التمثيلي تمثيلي. أذكر بقى في إنه الفنان أحمد زكي الله يرحمه قال لي أما جيت أعمل دور طه حسين كنت مرعوب، لأن أنا كنت بحب صالح سليم في فيلم الشموع السوداء، إن أبقى متأثر بطريقته وأدائه
بالظبط بالظبط. فشوف فنان عبقري بيتكلم عن اداء ودور كابتن صالح. ده 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 كم هو كابتن صالح مش فنان، لا يعني راجل هو عمل اظن دور او دورين يعني مره ده انا اذكره له. اظن في فيلم تاني، فيلم تاني كان مع فاتن حمامه اظن كده مش فاكره، لكن ده لاني شفته كتير وبقيت حافظه يعني. وبعدين بقى بعد كده يعني انا شفته وانا صغير، وبعدين في مرحله تاليه، وبعدين لما شفت كابتن ده علامه من علامات السينما المصريه، الفيلم مش موصى وده تقعد بقى مع كابتن صالح تلاقيه هو اللي كان بالظبط نفس الاداء، ما عملش حاجه يعني ما عرقش ما 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 انت عارف ما فيش هو مايسترو. طبعا مايسترو. طبعا طبعا. اتذكر برضو احنا بنتكلم في البيت الكبير والرساله الاعلاميه اللي اديتها القناه من 11 سنه، كان لعلاقات حضرتك القويه حتى بالمسؤولين في الجزائر، وحضرتك كنت مدير مكتب الاهرام في الجزائر، قناه الاهلي كان لها السبق في التوقيت ده، نستضيف حتى وزير الشباب والرياضه ووزير الاعلام الجزائري. طبعا كان كان وزير الشباب والرياضه في الوقت ده فيما اعتقد مش بس كان العز دي ميهوبي عز اللي هو كان ساعتها كان وزير الثقافه. وعز الدين اصلا قصه برضو مثيره، جعوان شاعر كبير جدا بالظبط ومثقف كبير ورئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، وهو محرر رياضي في مرحله من المراحل، وكان رئيس الاذاعه ورئيس قطاع الاخبار. فيعني يعني فكره ان يبقى في حد بيشتغل، حضرتك حتى فاجئتنا بالفكره. يعني ما انا بقول كان حمراوي حبيب شوقي كمان اللي استضفناه، ده كان وزير الاعلام برضو. ومش فاكر اسم وزير الشباب والرياضه، مش فاكر انه فيهم يعني، لان عدى عليا كانت الجزائر بيحصل فيها تغييرات كتير قوي في وزاره الشباب، بس هو كان بطل يد يعني، كان من جيل كابتن حسن مصطفى، ويمكن حسن مصطفى برضو من الناس اللي استضفناه. دكتور حسن مصطفى كان فتره والدكتور عمرو علواني، والدكتور عمرو علواني في واحده من الحلقات والدكتور عبد الحق جمال الدين. ايوه دي من الحلقات اللي دايما مع الوزير احمد جمال الدين وزير الداخليه الاسبق، دايما يقول لي ايه، يقول لي انا ما انساش الحلقه بتاعه الدكتور عبد الاحد جمال الدين، واتفرجت عليها مرات كتيره جدا. وابنه ساعتها كان معالي السفير استاذ ايهاب عبد الاحد جمال الدين، كان في مداخله تليفونيه. ايوه ذكريات كانت جميله جدا يا استاذ نصر، وكان البيت الكبير بيتنا كلنا كان فعلا. طبعا طبعا الحمد لله. طبعا استاذ نصر الافاص انا بشكرك جدا على هذه الحلقه، وانا سعيد على المستوى الشخصي بوجودي معاك، مش هقول بس انا اللي بشكرك جدا، شرف كبير ليا، ودايما كده منورنا ومشرفنا وموجود في بيتك على طول، وبنستعيد الذكريات مش هقول مع كل سنه لكن مع كل فتره كده ان شاء الله. لا بالعكس انا سعيد جدا، بشكركم جدا. وعنوان بيتنا ايوه زي ما كان، مش ممكن تنسوا العنوان. شكرا جزيلا استاذ نصر الافاص، شكرا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، كل سنه وانتم طيبين. 11 سنه قناه النادي الاهلي، صرح عملاق، صرح اعلامي عملاق كبير جدا، ان شاء الله مستمر كمان معانا لسنوات وسنوات، بيؤدي الرساله الاعلاميه الايجابيه في المجتمع المصري، والدور الاعلامي الكبير زي ما النادي الاهلي كمان رياضيا ليه مستوى كبير وليه قدر كبير جدا، سواء تبع الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او حتى كل المسؤولين في الكره الافريقيه بيهتموا جدا باسم النادي الاهلي. ما تروحوش بعيد لان في مفاجاه كبيره جدا ومفاجاه مهمه جدا، والسهره مستمره ومتواصله، لكن بعد الفاصل مفاجاه مهمه جدا واستمرار الذكريات مع قناه النادي الاهلي. 11 سنه من العطاء والرمز الاعلامي الكبير لكل جماهير النادي الاهلي والشعب المصري العظيم. اهلا بيكم عشاق الاهلي، النهارده يوم جميل بنحتفل ب 11 سنه قناه الاهلي، يسعدني ويشرفني وافتخر اني اكون النهارده واحد من اللي بيقدموا الاحتفال ده. النهارده معايا ثلاثه من ابناء عيله الاهلي هيكونوا موجودين، مش ضيوف، دول اصحاب مكان، لان كلهم كانوا موجودين وشاركوا في نجاح قناه الاهلي من اول يوم لغايه النهارده. 11 سنه من النجاح، هنتكلم عن حاجات كتيرة قوي، عن ذكريات وعن أحداث وطرائف حصلت، لكن كلها الحمد لله نجاحات. أفتخر إن أنا كنت موجود في أول يوم لقناة الأهلي 2008، زي النهاردة كنت موجود بحلل مباراة الأهلي وروما، هنتكلم عن التفاصيل من أول يوم لغاية النهاردة. واحد من أبناء النادي الأهلي، نجوم النادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي ونجم نجوم مصر كمان على مدار تاريخه، تعالوا نشوف هو مين. وائل رياض.
طبعا عدى طبعا عدى والعرضيه الارضيه والرياض وهي وقفت يا عيني عليك يا اهلي يا رياض حلوه يا ابني تستحقها والله تستحقها لنشاطك تستحقها وكابتن خيرك اتعملت عرضيه من المتألق محمد عبد الله عدت الناس كلها لماها بيمينه وهي بيمينه وحطها روعه 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 برافو يا اهلي يا رياض في الدقيقه 91 الهدف الثالث شيتوس كابتن وحشني جدا وحضرتك والله عامل ايه اخبارك ايه طمني عليك تمام الحمد لله زي الفل الحمد لله منتخب مصر كويس تمام. ماشي كويس تمام. جود لك ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله نكمل نشوف مين من ولاد النادي الاهلي معانا يا ريت واحد من ولاد النادي الاهلي هداف تاريخ كبير مع النادي الاهلي منتخب مصر كابتن محمد فاروق مصطفى حسام غالي فاروق سيد عبد العزيز بيشوطها في الجول على فكره جت عرضيه تروح تاني للعماره جوه المنطقه جول يا فاروق يا سلام على المباراه اصبحت على صفير ساكن احباك راب محمد فاروق احد رواد الفضاء في الكره المصريه يتجمل ويتالق محمد فاروق احباك راب زي ما قلت لحضراتكم احترف 4 شهور في انقره التركي ومولود في شهر العظماء شهر 10 شهر النجوم الكبار يتعامل بقسوه مع الكره اللي اتلعبت له ويحط دماغه ده جاب دماغه عمرو فهيم وده جاب دماغه فاروق محدش احسن من حد في الدقيقه 46 محمد فاروق كرة جميلة من عمارة يحط لها لمسة سحرية بقدمه اليسرى بيقابلها حسب الميعاد مشاركة فاروق يعني تاني مشاركة فاروق اهي كرة العالية وفاروق بياخدها جامد جدا الجول الثاني الجول الثاني طبعا هنا فاروق حط الكره في نفسه حط الكره في نفسه انما فاروق حلوه حلوه الجول الثاني للنادي الاهلي في وقت قاتل برضه كابتن شوبير واحنا بنلعب في الدقيقه 20 يعني قربت قوي المسافه بين الاسماعيلي وبين الاهلي وشوفوا الصمت اللي بيعتري المباراه دلوقتي ويعتري الملعب الجمهور كله مش مصدق وهيمن رمضان وسعد عبد الباقي هيكمل وهنشوف ايه اللي هيحصل في المباراه حبيبي روقه ازيك ازيكم عامل ايه كله تمام النهارده فريق الشباب عذاب النهارده ظلم رهيب بس كسبنا تعالوا نشوف مين معانا ثالث ابن من ابناء عائله الاهلي فيجو الكره المصريه سيد عبد الحفيظ صندي ماشي صندي وبيسلمها على طول صندي لمحمد فاروق فاروق يلعب كره عرضيه فاروق عرضيه عاليه وبيحطها على الزوبا مش ممكن سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ ده انت سي السيد والله سي السيد يا سلام يا سيد عبد الحفيظ مش ممكن يستفيد منها الاهلي من صندي شادي محمد في دائره وسط الميدان والتسديده مباشره وهدف التعادل هدف التعادل للنادي الاهلي كانت كوره مباشره جدا لوب يرفع الكوره بالحارس الزوبي التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني فرحة كبيرة جدا في جماهير الاهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق 1-1 في الاعادة سنستفيد من صاحب هدف التعادل وائل جمعة يخرج الكورة ترجع من الدفاع وليد عزيز واظنه سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ غالة الحارس الزوابي 1-1 هدف في وقت مهم جدا للاهلي هذه فرحه الجماهير المصريه والاهلاويه ويطلع دفاع الشمس لكن ترجع لسيد عبد الحفيظ وحلوه يا ولد لعيب جامد قوي سيد عبد الحفيظ مش ممكن لو ما كانش فيه مجهود وفيه اخلاص وشوطه حلوه جول حلوه ملعوبه مباغته على طول على صدره تحت الارض على طول وشاطها قنبله سيد مظبوط تتلعب ورا وحسام واحمد هوبا جول جول يعني الليله طويله والسنه كتيره جدا 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 خليك هادي خليك بارد جدا اوبا زيكو يا زيكو حبيبي ازاي ازيك يا كابتن انا سلام عليكم ماشي على السلامه يا بيه يا ستر
اظن النهارده الليله طويله وانت الليلة هادي. وانت هادي اه طيب الحمد لله. طيب قبل ما نتكلم في التفاصيل، ملعب الاهلي من الاستوديوهات اللي بدات في قناه الاهلي من 2008 اول استوديو ملعب الاهلي. تعالوا نشوف كده ملعب الاهلي زمان وملعب الاهلي دلوقتي، ميكس حلو كده، ونبدا حوارنا مع ابناء النادي الاهلي. طبعا كابتن محمود بكر الله يرحمه واحد من اللي شاركوا معانا في قناه الاهلي بتعليقه بخفه دمه الله يرحمه. الحقيقه علشان نرصد كل اللي اشتغلوا في قناه الاهلي وشاركوا في النجاح هناخد يومين ثلاثه، لكن بنقف عند الحته المهمه قوي، هي كانت سمه من سمات قناه الاهلي، هي العمل الجماعي، انكار الذات، وده جزء من النادي الاهلي كمؤسسه، لان قناه الاهلي جزء من مؤسسه الاهلي، وبالتالي كان مهم قوي نقف عند الكل بيشتغل، مش مهم انت بتعمل ايه بقى، من اول ما بتخش القناه الكل بيشتغل وكل عايز ينجح، دي كانت السمه الغالبه على مدار السنوات اللي فاتت كلها. الحقيقه قبل ما اتكلم في خبرين مهمين لازم اقف عندهم علشان نتكلم عنهم مع ابناء النادي الاهلي، وانا كنت الحقيقه حريص على اني اعرفكم بابناء عيله الاهلي، اذا كان كابت سيد، كابت فاروق، كابتن وائل، كلهم ابناء من غير تايتل، من غير وظيفه، هتلاقيه يحب الاسم ده، هتلاقيه اكيد اذا كان فعلا الا اذا انا غلط دي تبقى مصيبه بالنسبه لي. لكن الخبر المهم اللي لازم نقف عنده ان جه جواب من اتحاد الكوره فيما يخص رخصة الأندية المحترف، الأهلي أصبح نادي محترف رسميا، وانتوا عارفين أن الاتحاد الدولي بيبعت لكل الأندية في العالم علشان احتراف الأندية، وبالتالي كان بيبقى فيه شروط، الاتحاد الدولي بيبعت عن طريق الاتحاد الإفريقي، الاتحاد المصري، الأندية، كل واحد بيوفق أوضاعه فيما يخص الشروط، هم حوالي 5 شروط سواء بقى مالي، إداري، فني، إنشائي، قانوني، دي الشروط الخمسة اللي بتطلب. النادي الاهلي مستوفي الشروط، بعتها، جات الرخصه رسميا النهارده في خطاب رسمي من اتحاد الكوره، والرخصه جايه بكره زي ما اتقال لي. فهنا لازم نقول ان هو ده العمل المؤسسي، هو ده احترام اللوائح، هو ده النادي الاهلي اللي بيتفرد دايما وبيبقى سباق دايما في التعامل مع القوانين واللوائح. عشان كده بنهني النادي الاهلي، مجلس الاداره، وجميع العاملين في قطاع الكورة، في إدارات النادي المختلفة، وبنهني جماهير النادي الأهلي على حصول النادي الأهلي على رخصة الاحتراف. ده الخبر الأولاني. المهم الخبر الثاني هو تهنئة رئيس الفيفا إنفانتينو للنادي الأهلي بمناسبة حصوله على النادي الأهلي على الدوري العام، وطبعا وصدنا على الشاشة رد النادي الأهلي كمان، لأن كان لازم يبقى في خطاب، لان جه خطاب رسمي لاتحاد الكوره موجه للنادي الاهلي بتهنئه خاصه من انفانتينو رئيس الفيفا بفوز النادي الاهلي بالدوري العام، وطبعا ببارك لجماهير الاهلي. حصل كمان رد من النادي الاهلي بتوقيع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي للرد على الخطاب والتهنئه. ده اللي عايز ابدا بيه الحقيقه حواري مع ابناء عيلة الاهلي، يعني اتفقوا معايا التايتل ده يناسبنا، يناسبكم طبعا، في اعتراض عليه سيد؟ خلي بالك احنا الاربعه يعني ناشئين نادي اهلي، ايوه بما فيهم وهنقول وهنقول من 14 سنه وائل شيتو 96، كنت انا في قطاع الناشئين ماسك القطاع، ووائل شيتو 96 اول تحت 14 سنه، فاكر يا وائل مش كده؟ فاكر طبعا، فاكر طبعا، كان وقتها رؤى وسيد تحت 19 سنه مع الكابتن سيد ادم واحد فينا. مين طبعا انت الادم؟ مين انت الادم؟ وانا يمكن سبقت سيد في الفريق الاول بشوط ماتش، لا ماتش لا شوط شوط لا لا ماتش اسوان، انا نزلت الشوط الاولاني، انت نزلت الشوط الثاني؟ لا ما نزلتش اسوان اصلا فعلا؟ يعني سبقك بماتش؟ هو لعب اسوان وانا لعبت الاتحاد اللي بعده.
بس انت كملت تحت يعني في السنه دي انت كملت سيد لما لعب كمل. انا يمكن عشان كانت الظروف وقتها روس حربه كتير. لا وسيد كمان اثبت نفسه في الجزئيه بتاعه الناحيه اليمين. هو طبعا انت مرتبط ان اللي بيطلع في الناشئين بيبقى مرتبط ساعات بالمين اللي في مكانه في الدرجه دي. ايوه ساعات دي بتعطل شويه يعني. كان فاروق قدامه وكان حسام حسن في الفتره دي وكان قدامه كان فيليكس وقدامه وكشري وعلي ماهر وعلي جهد برضه سيد كان فيه كابتن ابراهيم حسن موجود يعني برضه واحد من الناس بتعمل القدرات يعني مش عايزين نقولها كده يعني انا عمال احل الموضوع يعني. لا عشان اديك حق برضه انت لعبت بصعوبه يعني مش امور ما كانش سهله يعني. فدي طيب عايز بس اقول حاجه في البدايه. عارف ان يعني التوقيت يعني سيء ولكن احنا خالص التعازي طبعا, طبعاً. في اللي حصل في معهد الاورام يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله السلامه لكل الناس وربنا يتقبل كل الناس اللي توفت. ويعني ده كان مهم جدا احنا نتكلم فيه ولكن طبعا الاحتفاليه او كده دي ما بتخليناش نبقى بتنسينا الكلام. انما كان لازم ان احنا برضو لو بالفعل على المستوى الرسمي النادي الاهلي كمجلس اداره قدم التعازي في الحادث. مظبوط ان شاء الله يا رب ما يبقى اخر حادثه نسمع عنها وربنا يعني يرحم الشهداء والمصابين ربنا يشفيهم. عايز اقف سيد اتفضل اكد عليها الحقيقه يمكن شيتو السبقنا كلنا بيها تمام لكن كلنا بنأكد المعنى وتعزينا لكل الشهداء وامنياتنا الطيبه كل المصابين يا رب ربنا يعافيهم ان شاء الله الرحمن يرجع لاهلهم باذن الله. طيب عايز اقف مع رخصة الأندية المحترفة كخبر لسه طازة خالص يا سيد رؤى شيتوس. النادي الأهلي رسميا نادي محترف, الاحتراف على الورق بس الاحتراف بيطبق في النادي الأهلي وأكيد أنت تقدر تفيدنا في النقطة دي بعد ما اتحاد الكرة بعت رسميا النادي الأهلي نادي محترف برخصة كنادي محترف. بص يعني طبعا النادي الاهلي من زمان جدا يعني الشغل احترافي بشكل كبير قوي, سباق دايما في كل حاجه في كل المجالات مش في حاجه واحده بس يعني. لكن دايما الواحد بيشبهها حتى من 30 سنه. يمكن انا اول مره دخلت النادي الاهلي كان 13/6/89 الكلام ده داخل على 30 سنه وكم شهر اهو. انت تحس ان انت في التعامل بأقرب نادي في افريقيا يمكن الأندية الأوروبية. مظبوط. التعامل باحترافية جديدة جدا, التعامل بشكل محترم جدا مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الأزمات ومهما كانت التحديات ومهما كانت يعني الاستفادة وعدم الاستفادة من اللعيبة اللي أنت بتتعامل معهم أو المدربين اللي أنت بتتعامل معهم يعني. كل واحد منوط بمكانه, كل واحد مختص في شغلته, كل واحد له دوره في حتته, فهو اللي بيأديها على أكمل وجه وفي الآخر بنتجمع ونشوف النتائج عاملة إيه. لو الأرقام لصالحك إذن أنت نسبة النجاح بقت موجودة, لو الأرقام مش في صالحك إذن يبقى الموضوع في حتة تانية. فاحترافية عالية جدا يعني. لكن يجي كل ده يتم ترجمته للخبر اللي حضرتك لسه قايله. انفانتينو لما بيبعت للنادي الاهلي يهنيه بالدوري العام, انا مش عارف اذا بيبعت لكل انديه العالم اي واحد بيفوز ولا لا, لكن اللي انا متاكد منه هو تقدير الفيفا للنادي الاهلي من خلال حصوله على البطوله رقم 41 وتهنئه خاصه من انفانتينو رسميا يعني. اكيد يا كابتن. يمكن هو كمان وجوده او على راس الاتحاد الدولي ووجوده كمان في مصر في فتره من فترات وحضوره كاس الامم الافريقيه وشغف المصريين بالكوره ويمكن انا مش عايز ابخس حق حد لكن جماهير النادي الاهلي جماهير عريضه والاكثر انا بشوفه في الوطن العربي وفي مصر بالذات. فبالتالي ان انت كرئيس الاتحاد وتتعامل بالموقف ده فانت عارف قدر هذا النادي وعارف ايه اللي بيحصل في الشرق الاوسط بالذات للانديه وبالذات للجماهير العريضه بتبقى متواجده. فالطبيعي ان هو يعمل حاجه زي كده. لكن الوضع زي ما قال كابتن سيد في جزء من الاوقات ان انت ما بتخش النادي الاهلي وبتشوف العمل اللي شغال وحب الناس اللي بتشتغل داخل النادي والعمل بدون بقى النظر انت هتكسب ايه. هو ده اللي انا بشوفه دايما وشفته داخل النادي الاهلي. جزئيه الاحتراف يمكن النادي الاهلي شغال عليها في حته الرخصه دي احنا متابعين من فتره طويله, لكن كون ان انت خلاص انت تاخدها في الوقت الحالي ده اعتقد ده مجهود كبير جدا. انت كابتن زكريا احنا بنشوف لسه كنا بنتكلم على جيل الثمانينات وقبليه السبعينات بتشوف ان الاجيال حتى
حاجات محترمة أو شكل محترم. دائما النادي الأهلي وجود الأجيال فيه يعني بتتلاحق بتتواصل، احنا بنشوف كمية التواصل ما بيننا عاملة ازاي، وده في حد ذاته أنا بشوفه أن ده مش في نادي أي نادي موجود في مصر أو حتى في الوطن العربي، حتة التواصل، حتة الاحترافية في العمل، حتة الاحترافية في التعامل بالشياكة اللي احنا دايما بنتعامل بها مع بعض، هو ده النادي الأهلي. فما في مش بعيد أبدا أن دي توصل لناس تانية ممكن تكون برا مصر أو ما عندهاش علم بشكل كبير إيه اللي بيدور جوه النادي الأهلي، فبالتالي التواصل ده حصل أكيد مع مستر أنفنتينو. عايز أقول لكم أن أنا قاعد مع ثلاثة من أبناء النادي الأهلي إعلاميين برضو، يعني كلهم اشتغلوا في الإعلام وفي قناة الأهلي، ويمكن شيتوس كان معاه. أنا أعتقد أن البرنامج اللي كان بيعمله برنامج صعب جدا، لأنه كان بيتكلم عن نجوم بكرة، وائل كنت حابب الحتة دي، وحتى في شغلك سواء مع دجلة مع المنتخب انت رايح للمنطقة دي. انا رحت لها غصب عني، ما رحتلهاش بمزاجي. لا هو انا هقول لك تفاصيل البرنامج. انا كنت في سنة 2009 كنت متواجد في فريق الجونة، ويمكن حصلت لي اصابة في الرباط الصليبي، وجالي مكالمة على التليفون التاني مش التليفون الأساسي بتاعي. أيوة. لقيت رقم مكلمني كتير جدا جدا جدا، ففي الآخر رديت من زهقي يعني. أيوة. فلقيت الأستاذ مصطفى جمعة الله يمسيه بالخير كان رئيس قناة الأهلي ساعتها، بيقول لي إن أنا مصطفى جمعة رئيس قناة الأهلي وعايز أقابلك. فقلت له ماشي، أنا كنت لسه بأهل ساعتها من العملية، فروحت قعدت معاه. قال لي انا في برنامج فكره عايز اعملها اسمه نجوم بكره، البرنامج ده بيتكلم عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي. للامانه لقيت الامور مختلفه، الجو بتاع البرنامج مختلف او الكلام مختلف، البرامج الرياضيه كلها بتتكلم على الكبار، وقلت اخد لاين تاني مختلف، عايز اعمل برضو انتشار اعلامي، وعايز اعمل نفس الوقت شعبيه عند الاولاد الصغارين في المدارس وفي البيوت وفي كل حاجه. اتكلمنا في فكرة البرنامج، وكان برنامج أسبوعي كان كل يوم جمعة، وللأمانة عمل صدى كبير جدا. أيوة. جدا جدا. أيوة. ولما بقيت بنزل كمان لمسابقات القطاع الناشئين في مصر كلها، لقيت ان الناس بقى عندهم يعني شغف كبير جدا ان هم يعرفوا البرنامج، هم يطلعوا امتى في البرنامج، يا ريت يا كابتن تصور معانا التقارير والكلام ده كله. ممكن عملنا حالة كويسة قوي في البرنامج ده، وكان عامل شغل كويس وشغل مختلف، ويمكن كان هو البرنامج الوحيد اللي في مصر اللي بيتكلم عن قطاع الناشئين، فكان عنده نسبة مشاهدة بشكل كبير جدا. بعد كده لقيت نفسي انا حابب ان انا اقعد اتفرج على الاولاد الصغيرين، لان يعني لقيت او حسيت ان انا بتنبأ كويس، يعني بتنبأ كويس في الناحية ان انا اقول لك لا اللعيب ده ممكن يبقى واعد، لا اللعيب ده مش واعد. جربت نفسي في كذا موقف، لقيت ان الامور بتمشي معايا بشكل كويس. أيوة. ويمكن بعد كده كمان توليت مهمه مدير اداره اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. أيوة. ويمكن ده كان امتداد للشغل الاعلامي اللي انا اشتغلته، فكملته بالشغل الفني والاداري في النادي الاهلي من المنطقه دي. فهي المنطقه دي بتاعت الاولاد الصغيرين لقيت نفسي رايح فيها بشكل كويس. بمناسبه المسؤولين في النادي الاهلي، في اسماء نقف عندها يعني شيتوس بيتكلم عن مصطفى جمعه، انا اضيف معاه محمود البط كان رئيس محمود القناه، نهال البشري كانت في وقت رئيس القناه، طبعا لازم نقف عند المرحوم خالد توحيد طبعا، لانه كان له دور في المره الاولانيه الفتره الاولانيه واحنا كنا موجودين، والدور الثاني لما جه في الفتره الثانيه. تعالوا نشوف نفتكر المرحوم خالد توحيد بلمسه وفاء من قناه الان. ارتبط اسم الكاتب الصحفي الراحل خالد توحيد بقناة الأهلي
دخلها مقدما لبرنامج ملعب الأهلي محققا نجاحا باهرا، خاصة بعد تألقه في قيادة استاد النيل خلال بطولة الأمم الإفريقية 2008. فكلما بحثت على اسم خالد توحيد على شبكة الإنترنت وجدت اسمه مقترنا بقناة الأهلي التي تولى رئاستها مرتين. حقق خالد توحيد في عالم الصحافة الرياضية الكثير، نال جائزة الصحافة العربية عام 2001 لتدخل تلك الجائزة الرفيعة إلى مصر لأول مرة، وحصد شهرة كبيرة كناقد رياضي يحرص كل الحرص على الأخلاق والمبادئ والقيم الرفيعة. امتلك توحيد قلما وقلبا، قلم لا يحيد عن الحق، قلب نظيف لا يحمل إلا الخير لمن حوله، فنال الحب في حياته والترحم عليه عند مماته. حقق خالد توحيد الكثير من النجاحات داخل قناة الأهلي، كان أحد الأعمدة الرئيسية عند بث القناة رسميا في مارس 2010 بعد فترة من البث التجريبي، حيث كان رئيسا للقناة وقتها، أطلق الكثير من البرامج والأفكار الجديدة. نالت القناة إبان تلك الفترة شهرة واسعة ومتابعة مكثفة. استطاعت برامج القناة التفوق على كل البرامج الرياضية بالقنوات المختلفة. دارت الأيام، عاد توحيد لرئاسة القناة بقرار من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي وضع ثقته في توحيد لقناعته برزانة تفكيره واحترامه لنفسه ومهنته. لم يبخل خالد توحيد يوما على قناة الأهلي بجهد أو فكر، ظل يعمل لآخر يوم له، وعندما استعد للظهور مجددا على الشاشة مقدما لبرنامج يؤرخ لتاريخ الأهلي، ترك هو التاريخ يتحدث عنه ليكتب بحروف من نور عن رجل فريد من نوعه، عن كاتب صحفي تتشرف صاحبة الجلالة بانتمائه لها، إعلامي تلفزيوني كما يقول الكتاب. فارق خالد توحيد الحياة ساجدا داخل مسجد النادي الأهلي، بكت مصر على رحيله بعدما تمسك لآخر يوم في عمره بالمبادئ التي تربى عليها وعاش من أجلها. النهارده من 11 سنه ملعب الاهلي بدا مع اول استوديو، واتشرف ان انا كنت بحلل ماتش مصر الاهلي وروما الودي في افتتاح القناه. كان على يميني كابتن زيزو بيقدم البرنامج سيكو سيد عبد الحفيظ. قول لنا بقى، قول لنا. طب استنى تبص على الشاشه وتشوف المفاجاه، عشان في مفاجاه لملعب الاهلي وسيد عبد الحفيظ بالذات وليا طبعا، لان هي مفاجاه لينا كلنا. تعالوا نشوف المفاجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك، مبروك لكل اهلاوي في مصر، مبروك لكل اهلاوي في الوطن العربي، مبروك لكل اهلاوي في العالم كله، مبروك لقيادات ورموز النادي الأهلي اللي أعطت ورحلت واللي دايما بندعي لهم بالرحمة، مبروك لقيادات ورموز النادي الأهلي اللي لسه موجودة ولسه بتعطي، مبروك لكل لاعب النادي الأهلي في كل الألعاب اللي اعتزلوا، مبروك كمان لكل لاعب النادي الأهلي اللي لسه موجودين ولسه بيعطوا وبيعرقوا، مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. كمان لازم نقول إن النادي الأهلي لما فكر يعمل قناة
فكر يعمل قناة نمرة واحد عشان جمهوره وعشان القيم والمبادئ والمصداقية والحياد هي شعاره، كان لازم كمان تبقى شعار قناته. النهاردة يا جماعة يوم مش عادي، أنا فخور جدا أن أنا معاكم، وعشان كده هيبقى معنا نجوم كتير بتحتفل معانا ومعاكم بانطلاق البث التجريبي لقناة النادي الأهلي. كمان النهاردة هيبقى في مباراة عالمية بين الأهلي وإس روما، ما هو الأهلي ما بقاش بطل مصر بس ولا أفريقيا بس، ده ثالث العالم، مباراة عالمية في الساعة 9 بالضبط 6/8 أو 6 أغسطس 2008 يوم جديد في حياة كل أهلاوي. برافو سيد. طب إيه رأيك في النادي؟ والله العظيم إيه رأيك؟ لا لا هايل. شكر خاص طبعا للدكتور محمد العدل لأنه هو اللي جاب لنا الفيديو. أنا عايز أقول بس حاجة، إحنا بقالنا نوم نص ساعة أنت كلمت منهم 27 صح. طب يلا انا معاك معايا لا انت حاسبني يا نهار. انا عايز اقول حاجه بس سيد، بس شغال كابتن سيد كان اوسم مذيع في 2008 انا فاكر. لا لا اوسم واشيك. لا خدت سنتين ورا بعض ومفوه كمان اوسم مذيع في 2008 انا فاكر. انا اقول لك على حاجه، بص يعني انا مش عايز اقول لك سر، انا عايز اقول ان انا قبل الهوا بدقيقتين ثلاثة مثلا فكرت اعتذر. تخيل. والله كنت اول مرة. وده اول هوا ليك؟ ده اول هوا ليا في حياتي ما شاء الله. في حياتي والله كويس قوي. ومش اوتو كيو يعني ما بيتكلم مع نفسه. مش هرد. خد راحتك هيعمل لك كده. انا خدت الافيده من واحد مثلا كنت بتكلم معاه مره كده وبعدين هو زهق فراح قايل لي هو انت بتتكلم لحد ايه؟ شادي صبري كمان بنشكره على الفيديو ده، مفاجأة حلوة. لازم نقف عند، وانت قلت كلمة مهمة قوي في الأول عن النادي الأهلي في التحديات والصعوبات والأزمات اللي بيواجهها وازاي بتتحول لنجاحات وإنجازات وبطولات، ودي سمة من شخصية النادي الأهلي. صحيح. وياما على مدار التاريخ الأهلي مر بأزمات كتير ودي كانت تجربة خطيرة، يعني طالع لجمهور النادي الأهلي في قناة الأهلي. صحيح. أول واحد بتتكلم، أول واحد بتقدم الاستوديو. لا وقدامي مين حضرتك وكابتن زيزو وكان دكتور طه معايا. دكتور طه معايا طبعا. بص الأهلي بيعلمك صفات حلوة قوي من وانت صغير، عشان كده تلاقي تربية الأهلي أو مدرسة الأهلي مدرسة مختلفة سنة، يعني كتير بينتقدها وكتير بيهاجمها، لكن من جواهم بيتمنوا انه يكون واحد من خريج المدرسه دي حتى لو ما كانش ينتمي لده. انت بتتمنى لابنك او بتتمنى لصح لاخوك او بتتمنى لاي حد يخصك الحاجه الاحسن منه. أيوة. اللي انت ما مرتش في حياتك بيها يعني. فانا مدرسه الاهلي بيعلمك شويه حاجات قد تكون في بعض الاوقات الناس بتستغربها او الناس بتنتقدها، لكن في النهايه بينهم وبين نفسهم بيعترفوا بيها. منها على سبيل المثال مثلا واحنا صغيرين وشيتوس عارف كده والكلام ده وفاروق كمان، ان انت مثلا ممكن يبقى عندك سن 13 سنه 14 سنه وينزل ولد اكبر منك بسنه ولا حاجه، فيبقى هو الليدر بتاعك، هو الكابتن بتاعك، وانت اللي تسمع كلامه في التحركات. صحيح. في التوجهات او الكلام، التعليمات، اي حاجه. هنا بتتعلم مبدا مهم قوي ان انت ازاي تحترم الاكبر منك داخل النادي حتى لو كانت قدراته او امكانياته اقل منك. يعني صحيح. في وقت من الاوقات انت بتلاقي نفسك انت مثلا يعني امكانياتك ومهاراتك اعلى بكتير جدا من الناس حواليك وانت بتحسها كلاعب كوره. أيوه. بس هو بيعلمك الاهلي لا، النجوميه والاحترافيه حلوه قوي جميله ومهاراتك وامكانياتك شيء جميل، لكن الاحترام بتاع السن الاكبر منك او الاقدم منك ده اهم حاجه. أيوه. ودي من مدارس الاهلي. هنا بقى بتتعلم بعض الحاجات اللي هي الامل موجود مهما كانت التحديات اللي قدامك او الصعوبات اللي قدامك، ازرع الامل ده، ازرع الامل ده في كل اللي حواليك، حتى لو كان باقي 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه، الكوره فيها تغيرات كتير جدا، في لحظه المباراه بتتقلب وفي لحظه الاحوال بتتغير، مش كده وبس وانت متاخر، لا وانت كمان متقدم. صحيح. خلي بالك يعني، كل ما تجيلك فرصه ان انت تبعد عن بنجوميه او برصيد، لا ابعد. فمن هنا الواحد دايما بيبقى عنده امل، دايما بيبقى فيه اصرار على تحقيق النجاح، ولو ما تحققش ده على الاقل قدام نفسك بتبقى مبسوط ان انت عملت كل ما لديك، يعني فخور ان انت اجتهدت وكل حاجه، لكن في النهايه التوفيق بتاع المولى عز وجل. طيب شوفوا اي حد ودي واقع، يعني انت بترتبط بالنادي الاهلي سواء بقى انت عاشق، سواء انت عضو في النادي، انت لعيب، انت موظف، تخش وتخرج وترجع تاني، في النهايه انت الكسبان. النادي الاهلي هو اللي بيكسبنا، هو اللي بيكبرنا، هو اللي بيعلمنا، لان من غير ما تخش جوه النادي الاهلي انت مش هتكسب اي حاجه. اي واحد بيقرب من النادي الاهلي لازم يطلع كسبان.
وبالتالي ما بيفرقش بقى. وده سؤالي لفاروق، انت تيجي القناه تمسك في منصب ما تمسكش، عضو في النادي، انت جوه النادي الاهلي، جوه البيت بتاع النادي الاهلي، وفي فتره كنت في ملعب الاهلي يعني سيد في ملعب، وانا جيت في ملعب الاهلي، وائل ممكن جه محلل، فما بتفرقش انت داخل خارج النادي، ده البيت. بص كابتن زكريا، يمكن كابتن سيد قال كلام مهم جدا، فكره ان انت وجودك داخل النادي الاهلي تتعلم حاجات. احنا من واحنا صغيرين، حضرتك جيت كمدير قطاع ناشئين، وكابتن ميم الشربيني برضه عشان ما ننساهوش كان في وقت من الاوقات، يعني ناس كابتن ورم عبد الصمد، كابتن ميم الشربيني، كابتن سايس كمان متواجده بشكل كبير، وعلمونا حاجات كتير جدا، علمونا ان انت في اي مكان تقدر تخدم النادي الاهلي. وجود اسمك وارتباطك بالنادي الاهلي اعتقد انه بيضيف ليك كتير كتير جدا. جمهور النادي الاهلي ومحبته ليك في كل مكان وارتباطه ليك في كل مكان عشان بس انت فرحته في وقت من الاوقات، دي حاجه ما بتقدرش الثمن يا كابتن زكريا. فبالتالي انا موجود هنا النهارده، موجود في حته تانية النهارده، ببقى سعيد جدا ان انا بشوف ناديه في احسن حال. هو ده دايما يمكن جوايا انا كمان شخصيا، واكيد جوه كابتن سيد وجوه حضرتك وجوه وائل، ان انا طول ما انا شايف النادي الاهلي في احسن حال، شايف جمهوره، وده الاهم بقى كابتن زكريا، واحنا يمكن كلنا بنشتغل عشان الجزئيه دي، جمهوره سعيد، يبقى احنا كده مبسوطين وبنعمل اللي احنا بنقدر عليه عشان نبسطه اكتر واكتر. عشان كده لما يجي جمهوره مثلا بيزعل، يجي يلاقيك انت مش شغال، يعني كابتن سيد ممكن يبقى موجود في المسؤوليه، لكن انا مثلا بره زعلان، كابتن فاروق في حاجه مضايقاني، فيعني انت كمان بتلاقي نفسك انت في المسؤوليه بالرغم ان انت مش شغال، فدي حاجه بتحتسب ليك. فبالتالي دي انا ببقى سعيد جدا ارتباطي باسم النادي الاهلي، وبيضيف بشكل كبير وجودي كواحد من في الاوقات اللي اشتغلت وتعبت ولعبت جنب نجوم كبار، ومسكني ناس نجوم كبار، وتعاملت مع ناس محترمه داخل النادي الاهلي، اتعلمت منهم حاجات كتير. يعني برضو عشان واحنا في احتفاليه جميله لازم افتكر عم جمعه الله يرحمه طبعًا. دي ناس من او عم عبد الله برضه عشان ما انساش، ناس كتير جدا اثروا فينا كابتن زكريا. فارتباطي او ارتباط اي واحد مننا باسم النادي الاهلي اكيد اضاف كتير جدا لشخصيتنا كابتن زكريا. طيب من الاحداث الرياضيه الهامه جدا اللي قناه الاهلي كانت دايما بتغطيها وبشكل حصري والناس كلها بتتفرج على قناه الاهلي، لما الاهلي بيروح اليابان ويلعب في بطوله العالم للانديه. تعالوا نشوف اول برومو كده نفكركم بيه عن الاهلي في اليابان. اهلا بيكم، انا محمد الليثي ومعايا خالد بيبو، هنغطي احداث كاس العالم للانديه، البطوله الثالثه للنادي الاهلي في تاريخ احداث البطوله، كواليس البطوله، اسرار البطوله، مش بس لعيبه النادي الاهلي لا كل لعيبه البطوله، في رساله حول بطوله العالم للانديه وتغطيه حيه لمباريات النادي الاهلي في هذه البطوله. هنكون معاكم لحظه بلحظه من طوكيو من اليابان وكاس العالم للانديه على اساس قناه النادي الاهلي من اليابان. صيني مش ياباني بقى ده كلام كان ياباني لا ده مش طبيعي ده خالد بيبو يعني خلاص لجنه التخطيط هو ياباني اصلا كان مخطط للكلام ده. انا بس يا كابتن عايز اضيف حاجه لكلام كابتن سيد وكلام كابتن فاروق فيما يخص خدمه النادي الاهلي. انا ليا فلسفه مختلفه شويه في الحته دي، وهي ان انت لما تيجي تخدم الحته اللي بتحبها انت عارف امكانياتك وقدراتك. ممكن حد تاني من المسؤولين ما يبقاش عارف الامكانيات بتاعتك والقدرات بتاعتك بشكل كبير. فانا شايف ان من احسن الحاجات ان انت لما يطلب منك انك تبقى في بوزيشن معين وانت ما عندكش الملكه دي هو مش شغله وخلاص، ترفض طبعا. أيوة. طالما ان انت شايف ان انت مش هتقدر تأدي في المكان ده. أيوة. ده مش معناه ان انت مش بتساعد الكيان، بالعكس انت لما تساعد الكيان يبقى لازم تساعده بقدرات عندك، بامكانيات عندك، بموهبه عندك، هو ده اللي تقدر تساعد. لو انت عندك امكانيات فنيه يبقى لازم لما يطلب منك انك انت تساعد بامكانيات اداريه تقول لا انا ما عنديش الملكات الاداريه دي. انت كده بتحب المكان وبتحب الكيان وبتقدر انت تخدمه. انما واحد مدرب طول عمره معروف ان هو مدرب واتجاهاته فنيه، يطلب منه مثلا ان هو يبقى مدير كوره، يقبل لمجرد ان هو الكلمه المثاره واللي بتتقال في كل حته انا اخدم المكان حتى لو بشتغل ايه؟ لا ده انا دي وجهه نظري بما يتناسب مع قدراتك عشان انت قدراتك دي هو ده اللي هتحاسب عليه، هو ده اللي تنجح بيه المكان. دي وجهه نظري. صحيح. في المنطقه اللي فيما تخص الكيان. فيما يخص طبعا ال ال ال
النادي الاهلي وحبنا للنادي الاهلي وعطائنا للنادي الاهلي. انا من كام يوم والله كنت عايز انزل حاجه بس انا بخاف ان انا فهم غلط كنوع من التمييز زي ما اللغه الدارجه يعني. بحب النادي الاهلي جدا جدا يعني، عندي حب غير طبيعي للنادي الاهلي، وبعض افتكر ذكريات كبيره جدا وحاجات كتيره جدا، وبرضو عندي نوع من في فتره من الفترات يا كابتن زكريا عشناها في النادي الاهلي كان فيها انكسارات، اللي معاش الانكسارات جوه النادي الاهلي ما 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 فهمش معنى حزن جماهير النادي الاهلي، ما فهمش معنى انك لو تعادلت ماتش ما تقدرش تنزل من البيت صحيح عشان مكسوف من ان الجماهير تقابلك. انا عشت فتره انكسارات في النادي الاهلي وعشت فتره انجازات في النادي الاهلي، الاثنين علموني حاجات كتير جدا وفرق معايا بشكل كبير جدا جدا جدا. لما اشتغلت بعد كده كمان في النادي الاهلي في الناحيه الاداريه ما انكرش ان انا اتعلمت من اثنين، لان كان التعامل دايركت ما بيني وبينهم كابتن هادي خشبه كابتن سيد عبد الحفيظ، الاثنين اتعلمت منهم حاجات اداريه بشكل كبير جدا اثرت معايا. يمكن انا دلوقتي اتجاهي فني شويه، ولكن انا بتكلم ان الناحيه الاداريه كمان اتعلمت من الاثنين دول بشكل كبير جدا، وكان ليهم تاثير ايجابي بشكل كبير، لان هم كانوا من الناس اللي تبنتني لما طلعت مع الفريق الاول. يمكن سيد عبد الحفيظ ليه كلمه كنت بقولها له دايما، وكان كل ما يقابلني قلت له انت كنت مثلي الاعلى، فعلا ده كانت حقيقه يعني. كابتن سيد وانا بتفرج عليه وهو في الفريق الاول وانا كنت طالع من قطاع الناشئين هو كان مثلي الاعلى، فبيقول لي كنت طالما انا لما لعبت معاك لقيت ان انت عادي يعني خلاص ما بقاش الموضوع يعني ما بقاش في فرق خلاص يعني. ف على المستوى الشخصي بحبهم الاثنين جدا، وعلى المستوى الفني انا قلت مستحيل ان انت تكون مثل الاعلى، مستحيل تكون مثل الاعلى مستحيل. وعلى المستوى الاداري كمان اتعلمت منهم حاجات كتير قوي. بصوا اللي بيتقال ده النادي الاهلي يعني، دي مصداقيه ابناء النادي الاهلي. تعالوا نقرب من كلمة كواليس. دايما الكواليس دي حصري لقناة الاهلي، فقناة الاهلي كانت دايما داخلة يعني بتخش جوه اوض اللبس، تخش الملعب في حتت معينة. تعالوا كده نضحك شوية بقى بركات وسعد سمير، نشوفهم بيعملوا ايه في كواليس الاهلي على قناة الاهلي. خش الضبط. مش هتقع. هو الشرقاوي بعت لنا فندام ولا ايه؟ لسه جاي من الجيم. مساء الخير يا وحش. مساء النور يا وحش. انت مالك منفوخ علينا كده ليه؟ لسه جاي من الجيم وقتلك. جبت البضاعة؟ كله أمانة يا وحش. كلمة سر ايه؟ يوم ورا يوم. حبيبي. مجاني نوم. حبيبي. أنا عمري. طيب عايزين نروح للكورة شوية مع سيد، لأن مش هينفع موجود معانا واحد من المسؤولين عن كرة القدم في النادي الأهلي، مدير الكرة في النادي الأهلي وعنده حاجات كتيرة قوي. لما بنتكلم على التحديات والصعوبات وكلنا متفقين على أصعب دوري السنة دي، في تحديات في صعوبات في أزمات واجهتك بصفة شخصية أو التيم كله بصفة عامة، كلمنا شوية عن الحتة دي يا سيد. طيب يمكن بالنسبة لنا يمكن احنا أكتر نادي في مصر أو في أفريقيا بنعترف بالعمل الجماعي، كلنا بننجح بشكل كبير قوي لأن كلنا بيبقى فيه صحيح في اختصاصات، صحيح في أدوار، صحيح في التزامات لناس معينة بشيء معين، ممكن يبقى فيه مساعدة، لكن في النهاية في أدوار أنت بتحاسب عليها في الآخر يعني، لكن كل ده بيترجم في الآخر لعمل جماعي. المنظومة كلها السنة دي كانت على أكمل وجه، يمكن اشتغلنا في ظروف صعبة، قابلتنا مواجهات صعبة، قابلتنا أزمات كتير قوي، حاجات خارجية وحاجات داخلية، قابلتنا حاجات أصعب مما تتخيل في الفريق نفسه. احنا وصلنا لدرجة ان احنا عندنا حوالي 17 من 14 ل 17 لعيب مصاب في فترة زمنية ما كانش فيها لعيبة كتير أصلا اللي هي ما قبل يناير يعني، ومع ذلك الحمد لله رب العالمين كان عندنا ثقه في نفسنا بشكل كبير جدا، كان عندنا ثقه في امكانياتنا وقدراتنا وشخصيتنا وهويتنا اللي قالها شيتوس وفاروق. وزي ما انت شايف كده يعني احنا بره الكوره في جو رهيب جدا من الصحوبيه والاخوه والعائله الواحده، لكن لو هنشتغل مع بعض ممكن ما تلاقيش الجو ده خالص. صح. يعني هتلاقي حب وهتلاقي ارتباط بيننا وبين بعض وكل حاجه، لكن في النهايه في شغل، في التزام، في مسؤوليه، في اسم كبير انت بتدافع عنه حتى في الملعب.
يعني ممكن وانت تستغرب مثلا الثلاثه دول بيتعاملوا مع بعض كده ازاي وهيلين جدا وهيلين جدا وكل حاجه، لكن في النهايه في الملعب بقى هتلاقي شخصيات ثانيه. الدوري ده يعني كان فيه ممكن تحديات كبيره خاصه بالنادي نفسه. ايوه يعني عدينا بدوريات كتير قوي ممكن يبقى الفارق في بعض الاوقات كان زي كده او اكتر من كده او اقل من كده شويه، وفي اوقات كنت انت بتبقى راكب الدوري من بدري قوي والدنيا مرتاحه وكل حاجه، لكن الدوري ده كان فيه تحديات يعني ممكن تبقى خارجيه، ممكن تبقى شخصيه، ممكن تبقى جماهيريه، في تحديات اعلاميه حتى لاول مره تلاقي ناس بتطلع في الاعلام بتتكلم بشكل يعني مهين صحيح. للنادي الاهلي كان في تحديات على المستوى حتى الشخصي ما بينك وما بين زمايلك، ما بينك وما بين ناس في جيلك ولا حاجه، كان في تحديات صحيح. منافسه، كل ده منافسه، كان في تحديات على مستوى مثلا الفرق على مستوى الجماهير، كان التحدي الاكبر كان على مستوى صائد البطولات. ايوه انت عارف صائد البطولات طبعا. قول لنا عليها يا سيف. صائد البطولات يا راجل صائد البطولات يا راجل اللي تقول له يا صائد كده ما يبصش لانه مش اسمه. اه مش ناجح تقصد يعني صائد. صائد البطولات هو بيسمي نفسه صائد البطولات يعني بطوله بكل ست سنين وصائد البطولات. ففي تحديات بتحصل، ده اكبر تحدي بالنسبه لي يعني. تمام. الجزء المهم قوي ان انت في بعض الاوقات كنت بتاخد قرارات قد يكون فيها نوع من يعني تناسب الفتره، وفي اوقات بتاخد قرارات وانت عارف كويس قوي انها مش هتفيدك دلوقتي لكن هتساعد في استقرار التيم مستقبلا. أيوة. ودي من اهم حاجه للنادي الاهلي، بتبقى عارف ان انت ممكن النهارده بسبب القرار ده تتاثر فنيا لكن تربويا هتحافظ على التيم او هتحافظ على الفرقه. حصلت كتير في اوقات كتير ممكن تبقى محتاج حد لعيب مثلا بس اللعيب ده تجاوز في حته معينه النهارده، مش معنى ان هو عندي ماتش بعد اربع ايام او خمس ايام لازم اطبطب عليه، ما ينفعش. انا رايح لريسك بس عارف كويس قوي ان بعد لو ربنا كرمني في الماتش ده التيم هيستقر اكتر واكتر. فالتحديات دي كانت كتير جدا السنه دي، عشان كده الواحد فرحان جدا بالدوري، جمهور النادي الاهلي كله فرحان بالدوري، لكن عايزين شغل تاني اكتر السنه الجايه. صحيح. عندنا التزامات اكتر السنه الجايه، قرارات خدناها وقرارات على فكره خدها غيرنا فادتنا. يعني اكتر قرار ممكن يكون فادنا احنا ما عملناهوش قرار الخصم لما قرر ان هو يستعين بحكام اجانب، دي اكتر من اكتر القرارات اللي فادتنا جدا جدا. كان فاضل حوالي ست مباريات خسروا فيها 14 نقطة بحكام أجانب. يعني الإنتاج الحربي، حرس الحدود، عندك الأهلي، وكان قبلهم بيراميدز، 14 نقطة في حوالي 8 مباريات أو 9 مباريات، من أكتر ودي مش بتاعتنا إحنا بقى. ده هو ساعدنا فيها بقرار. فمن الحاجات اللي كانت يعني شيقة جدا السنة دي هو الدوري، لكن السنة الجاية الظروف هتبقى أصعب خلي بالك. مؤكد. الدنيا طيب. هتبقى عايزة شغل أكتر. بصوا على المستوى الشخصي ما شكتش ان الدوري هيروح من النادي الاهلي، وهتلاقوا على الاكونت بتاعي كنت دايما بقول وكلامي كان للجماهير ان لا انا عندي ثقه ان الدوري الدرع مش هيخرج من الدولاب، كنت دايما بقول كده ومصر ان الاهلي هياخد الدوري، وقد كان، لان الدوري ده ممتع جدا في زي ما سيد بيقول ممتع في ازمات. معلش هقطعك يا كابتن زكريا بس مش هتعيش عليه بقى خلاص. لا من النهارده انت بتقفل خلاص. بتقفل على حاجه لان انت صحيح. عندك تحديات كتير، عندك افريقيا وعندك كاس مصر وعندك دوري جديد. مزبوط. عندك تحديات كتير قوي فمش هتعيش عليه. الدوري بفرحته وبهجته وسعادته وفرحه الناس كلها بيه وكل حاجه، لكن في النهايه بقى ماضي انتهى. صحيح. وده جزء انك بتقفل دايما الاهلي كده بيقفل الصفحه ويشوف الصفحة اللي بعدها. رؤى انت كنت في وقت كتير بتحلل الدوري المصري والنادي الاهلي، كان هل انت كنت زي عندك شكوك ان الدوري رايح بس المؤشرات كانت بتقول الاهلي بعيد؟ انا ده كان احساس شخصي، لان كان عندي ثقة ان اللعيبة، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، مجلس الادارة، كله داعم للوصول للدرع. هو ده النادي الاهلي. يمكن برضو عشان انا يمكن قريب من كابتن سيد، ويمكن كنا بنقعد في وقت كان بعيد قوي عن الدوري الاثنين، كنت بشوف سيد
مسؤوليه كبيره جدا كانت عليه، لازم اديله حقه بشكل كبير جدا. موقف صعب، التغيرات اعلاميا وفنيا وجماهيريا، حاجات دي موجوده كابتن في الاداره الرياضيه دلوقتي، الوضع اختلف بشكل كبير، ونفس كمان بتاعك كان بيستعد وبيحاول دايما يوديك في حته غير اللي انت عايزها. يمكن كابتن سيد عشان برضو يعني مهم جدا الناس تعرف، هو كان مركز، كان بعد الفريق في حته ثانيه وشغالين، وهم وبيودي الخصم او المنافس بتاعك لحته هو بتاخره كتير، فلازم برضو اديله حقه لان كانت مسؤوليه كبيره. وصوته دلوقتي غير ما صوته كان طبعا اما كان بيقعد معانا، والمسؤوليه الكبيره لان طبعا الموضوع صعب. جماهير كمان لما تكون الجماهير كبيره بتاعتك حتى المسؤوليه عليك، وبيبقى شكل او الوضع بيبقى صعب. فانا ببارك له لان هو فعلا تعب، وانا حاسس بتعبه وحاسس بالمجهود اللي هو عمله، وكل مصر اعتقد حاسه بالجزء ده. خليني اقول لك شخصيه الاهلي كابتن زكريا، وكل من كان هو داخل هذا الكيان وشايف النادي الاهلي وشايف اللي بيحصل داخل النادي الاهلي، ما كانش عنده شك ابدا ان النادي الاهلي هيوصل لمرحله ان هو لا الا هيكون في ماتش فيصل، لا الا هياخد الدوري بشكل كبير. احنا يمكن حسمناها بثمان نقاط، وانا ما كانش عندي ادنى شك في الجزء دي. انا 6 مارس كنت في برنامج وقلت الدوري محسوم، الناس قالت لي 6 مارس يعني الكلام ده، كان النادي الاهلي في المركز الثامن او التاسع، لكن انا عارف مين اللي موجود، سواء كابتن محمود الخطيب او كابتن سيد او اللاعبين الموجودين او المنظومه كلها كمجلس اداره والجمهور الاهم، لان هو ما كانش عنده شك ابدا يا كابتن زكريا ان ده هيحصل، وده حصل الحمد لله. فبالنسبه لي انا ما كانش عندي شك، لان عارف التطور اللي بيحصل مع اللعيبه، عارف الشكل اللعيبه ومسؤوليات اللي موجوده على اكتافها، ان هم وراهم جمهور كبير جدا ما ينفعش يزعل. فبالتالي انا كنت متاكد، عشان كده ما قلتش ان لا هنوصل لمباراه فيصل، لا قلت الدوري محسوم للاهلي، لان انا عارف ايه اللي موجود داخل النادي، عارف ايه اللي موجود وايه اللي هيحصل. فبالتالي انا بهني سيد، بهني النادي الاهلي، بهني الجمهور اللي فضل واقف ورا النادي، عشان هو ده النادي الاهلي، هو دي شخصيه الاهلي، هو ده اللي انت بتفكر بقى ما بعد الدوري انت هتعمل ايه. عندك سوبر، عندك افريقيا، عندك حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها، خلاص هو ده الشخصيه. ما بيكون عندك حاجه بتركز فيها بشكل كبير، تفضل توصل لهدفك وتحققه، وبعد كده بتحقق الهدف الثاني والثالث وما بعد كده، لان انت لن يتوقف النادي الاهلي عن احراز البطولات وانه يبقى صائد البطولات. هو ده النادي الاهلي كابتن زكريا. عشان كده سؤالك، انا ما كانش عندي ادنى شك وانا بحلل الماتشات، بالرغم ان احنا كان في اوقات كان الموضوع صعب جدا في الجزء الفني، لكن انا كنت عندي ثقه ان الاداء هيتطور، الاداء هيبقى احسن، اللي قدامك كمان شخصيته غير شخصيتك تماما، شخصيته غير شخصيتك، لازم الناس تتاكد من الجزئيه دي. فبالتالي انا ببارك لسيد وببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك لمجلس اداره النادي الاهلي على انا بشوفه ان صعب جدا الدوري ده كابتن زكريا، كان صعب. شيتوس في كلمه سيد قالها في الاعلام وفي ثواني، انت ورايك الفني مهم قوي في الدوري وحصول الاهلي. سيد اتكلم في ثواني، تعال نشوف سيد قال ايه وتعقيبك عليها ورايك كمان في الاهلي في الموسم ده. يعني الليله طويله والسنه كتيره جدا جدا جدا، خليك هادي، خليك بارد جدا. رساله، في رساله طبعا، هو في رساله. ويمكن خلينا اقول سيد، مش يعني انا اسف كابتن سيد، طبعا اقول سيد على طول عشان يبقى الموضوع اسهل. انت حبيبي يعني تخلص بس. هل انت من المعارضين؟ لا يعني خلينا اقول ان سيد عبد الحفيظ شغله في الاعلام للامانه فاده بشكل كبير جدا جدا جدا، لما اتجه او لما بقى مدير كوره في الفتره الولايه الثانيه او الولايه الثالثه دي، بالنسبه له فرق كتير جدا، لانه خلاص عارف الدنيا تمشي ازاي، والرسائل القصيره جدا زي الرساله دي بتروح للمنافس بشكل عامل ازاي، وابتدى يلعب على النقطه دي بشكل ايجابي جدا. غير لما يبقى واحد ما عندوش خلفيه اعلاميه، ما اعتقد بتفرق معاه، او كان هيفرق حتى في الكلام اللي ينتقيه عشان يتكلم فيه
بشكل او باخر. فلا رساله كانت مهمه جدا، رساله جايه من ان مش عشان سيد بس اشتغل في الاعلام او عشان خاطر سيد بيشتغل مدير كوره، ولكن عشان هو طالع من مدرسه الاهلي وعارف ان النفس الطويل هو ده اللي بيفرق في الاخر. البطوله مش بطوله مجمعه في مده اسبوعين ممكن اي حد يكسبها ويخطف وجري وخلاص، لا هو عارف ان الموضوع بيبقى محتاج زي ما هو محتاج شغل فني وبدني واداري ومناخ فيه استقرار بشكل كبير جدا. التصريحات الاعلاميه اصبحت جزء مهم جدا 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 من او المتحدث الاعلامي اصبح ليه دور كبير جدا في ان هو يعني يلعب في ثقه المنافس في نفسه ولعيبه المنافس بشكل او باخر، وقدر سيد يعملها ده بشكل مميز جدا جدا السنه دي. عايز اقول لك ان فرحتنا بالدوري او فرحه الجماهير النادي الاهلي بالدوري حاجه، وفرحه اصحاب سيد عبد الحفيظ بالدوري لسيد عبد الحفيظ حاجه ثانيه خالص. يعني انا من ضمن انا من الناس ما كانش عندي برضو شك، وهقول اسبابي اللي ما كانش عندي شك ليه في حصول النادي الاهلي على الدوري، بس فرحتي وخوفي في وقت من الاوقات على سيد عبد الحفيظ من تصريحاته، لان انا اشتغلت في الاعلام وشايف تصريحات فعلا ناريه، وشايف الكوميكس اللي بقت بتتعمل نتيجه السوشيال ميديا اللي بقى موجوده بشكل مرعب اكتر من التلفزيون كمان. ده جول يا وائل هقطعك واحنا وانت بتتكلم نتفرج عليه، ده جول من الاجوال في الدوري السنه دي، ده جول من الاجوال الحاسمه اللي في الدوري صح. اللي حسمت بشكل كبير جدا. في اهداف غاليه في الدوري ده طبعاً. اهداف غاليه جدا طبعا سيد. في اهداف غاليه جدا. فخلينا اقول ان انا نسيت اللي كنت بقوله والله كابتن زكريا، قطعتني انت برضه خلي بالك. معلش ده جول لازم فرحتك بالدوري وخوفك على سيد. خوفي على سيد في التصريحات اللي كان بيقولها، لان لو لا قدر الله كان حصل حاجه كان هو كان سيد كان هيتاثر، كان هيزعل، كان هيحس ان 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 في حد خذله، خليني اقول لك بمنتهى الامانه يعني. ولكن هو الحمد لله يعني كل تصريحاته وكل توجهاته الاعلاميه اللي كان بيعملها جت في صالحه الحمد لله بعد ما كسبنا الدوري. فاصحاب سيد القريبين من سيد واللي عارفين شخصيه سيد فرحوا له. انا من ضمن الناس دي اللي فرحت جدا جدا بالدوري، طبعا عشان النادي الاهلي، ولكن عشان سيد عبد الحفيظ بشكل. انا فرحان عشان سيد عازمنا. في عزومه سيد المفروض عازمنا مربى بالدوري. الراي الفني ده بس انت انا شفتك اتجهت لسيد. لا خالص خليني ما خلصتش كلام اخلص كلامي بعد كده. فاروق ما تقطعوش لو سمحت. بس يعني انت بتلف. لا انا خليك معايا. لا خليك معايا. طب تعالى لي خليك اجيب لك. ايوه خليك منور. خليك على الان على طول تحرك كده من غير صوره. ما تروحش الناحيه. النقطه الفنيه او رايي الفني في الدوري مش احسن حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. وانا راجل اشتغلت في الاعلام ويمكن ما بحبش ان انا اقول لف بسرعه. لا كان عندنا صعوبات، لا كان عندنا صعوبات السنه دي بشكل كبير جدا. الصعوبات دي خسرتنا حاجات كان ممكن نحصل على اكثر من بطوله، ولكن خسرتنا حاجات. فاعتقد ان الشغل الفني هيبقى محتاج اللي كابتن سيد بيقولوا ان هو احنا قفلنا صفحه الدوري بنشتغل، لا محتاجين شغل فني عشان كره النادي الاهلي ترجع بشكل كبير. ثقتي اللي كنت بنيها على ان النادي الاهلي هياخد دوري، في جزء ليه علاقه بالروح، جزء كبير ليه علاقه بالروح، ولكن الجزء الاكبر كان ليه علاقه بالمنافس. ما كانش ليه علاقه بفنيات النادي الاهلي، كان ليه علاقه بالمنافس، وهو ان المنافس شتت نفسه بنفسه بحاجات كتير جدا، ولكن النادي الاهلي عنده صعوبات فنيه، ولكن كان عنده روح دي اللي انا كنت واثق ان هو هيرجع وهيعرف يرجع بشكل كبير جدا جدا، وكان عنده تحدي كبير جدا، وعارف ان اي حد حتى لو مش متربي جوه النادي الاهلي، مش شرط ان هو بطلع ناشئ في النادي الاهلي، انما اي حد بيخش من بوابه الجزيره وبيخش يلعب على ملعب التتش، في حاجه كده بتخليه بيتكلموا عن روح الفنانه الحمراء والناس بتتريق والناس مش لا يعني للامانه اللي ما جربش مش هيحس صحيح. مش هيعرف صحيح. غصبا عنك الماتش الودي بالنسبه لك حياه او موت، غصبا عنك مع ان الموضوع المفترض يبقى اسهل من كده، بس غصبا عنك التقسيمه اللي بتتلعب حياه او موت صح. عندك ثقافه الفوز صعبة جدا في النادي الاهلي، صعبة جدا، فهو ده اللي كان مديني الاحساس والاطمئنان ان الدوري هيبقى موجود في النادي الاهلي. قبل ما تروح يا كابتن زكريا طبعاً. الاخطاء اللي حصلت الموسم ده، وكمان كابتن سيد اكيد كلنا معترفين ان في اخطاء، اكيد احنا هنتعلم منها واكيد الامور هتختلف. عشان كده انت بالنسبه لك زي ما قال وائل قبل كده انكسارات بتبقى موجوده هي اللي رجعتك تاني، يعني ماتش زي سان داونز رجعك
رجعك خلاك تركز بشكل اكبر وعرفت ان في مشكله عندك. فهو ده دايما ان انت مفروض من خلال اي انكسار او اي مشكله حصلت لك داخل الفريق ده بيتعلمك. عشان كده انا شايف السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله كل الاخطاء اللي كانت موجوده هتتعالج بشكل احسن. طبعا الجول اللي جه بتاع جيرالدو مسبوحه سبرنت من سيد لجيرالدو وعايز اقف مع جيرالدو يا سيد علشان في تصريح ليك بتتكلم على القيد الافريقي. انت ليه طلعت التصريح ده؟ لا هو انا في سؤال بعد التمرين او في حد منزل ان هو بره القائمه الافريقيه وده مش صحيح يعني. طيب. هو في القائمه الافريقيه من ضمن ال 26 طبعا. فانت بتاكد بس ان طبعا هو من ضمن ال 26 هيبقى رقم 29. لا انت ما عقبتش على السبرنت الاول انت جالي شد فيه تخيل. اه والله بجد جالي فعلا جالي شد في العضله الخلفيه. ايه تاني اللي جول حسيته انها من اغلى الاهداف اللي جول معلول في الجيش في طلع الجيش. انت بتتكلم في الامطار الاخيره. ايوه في الامطار الاخيره في ساعات بتبقى الحته النفسيه كل يعني لما كمان بين المباراه والمباراه ثلاث ايام بتبقى بتلاقي صعوبات شويه عشان تقدر تفصل. مظبوط تمام. فبيبقى مهم قوي ان انت تكسب ودي السبيريت اللي بيتكلم عليها وائل. وفي حاجه كمان في الاهلي هايله جدا. أيوة. لما حد يقول لك ملحوظه مهما كنت ناجح ومهما أيوة. كان ومهما كان درجه تميزك ومهما كان البوزيشن بتاعك ومكانتك لما حد يقول لك ملحوظه واحد تاني ياكدها او يقولها لك بنفس الطريقه اللي قالها لك الاول واتاكدت مره ثالثه لازم تراجع نفسك. ما تبقاش انت متكبر فيها خالص. صح. يعني ممكن عامل يجي يقول لي مثلا حاجه في الفريق او شاف حاجه في الماتش مثلا وهو بعيد خالص بس هو بثقافته بيقولها لك انت بخبرتك ومهنيتك تاخد بالك منها. لازم لو واحد قررها لك تاني ولا حاجه لا 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 لازم تقف عندها بقى. مزبوط. لان ده مش معنى كده ان في الملحوظه دي شافت مره واثنين وثلاثه فمش معنى كده ان انت صح مليار في الميه لازم تحاسب نفسك. الحاجه الثانيه اللي مهمه جدا في النادي الاهلي واللي كل واحد حتى في جمهور النادي الاهلي يعلمها تماما دي القايمه بتاعت ده جيرالدو. ده القايمه ده جيرالدو اللي قبل الاخير ده تمام كويس. دي جايه من الاتحاد الافريقي. دي القايمه الافريقيه. دي القايمه الافريقيه. اتفضل. ده عشان خبر اتقال يعني. ايوه. فعايز اقول بس حاجه المهمه قوي اي الحاجه الحلوه قوي اللي بيتعلمها كله صغير وكبير في النادي الاهلي كل واحد شغال في النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي او واحد من جمهور النادي الاهلي ان الكبر على اهل الكبر صدقه. اي حد مغرور مهما كان اسمه ومهما كانت درجته هيتغر عليا لا ده انا هتغر عليك عشان ده صدقه. تمام. ما تبقاش انت جاي بتعاملني او بتتكلم معايا من فوق. انت بتتكلم على اكبر راس اللي هو الاهلي يعني تمام اكبر راس في افريقيا. ما ينفعش تتكلم معاه كده. ما ينفعش طريقتك في الكلام تبقى كده. واوعى تفتكر في يوم من الايام ان احنا هنروح لك. ده انت تبقى بتحلم. لا اصغر واحد كتب الف كتاب كيف تكون فاشلا. انت بتالف الكتاب ده. انا مالي انا في سكتي انا في طريقي. فالاهلي التعامل معاه لازم يكون بحرص شديد قوي. لكن هتلاقينا بقى هتلاقي الاهلي ده بينزل لاصغر نادي وياخده في ايديه ويتكلم معاه ويحترمه ويقدره بلعيبه. مظبوط ولا لا؟ صراحه طبعا يعني كابتن سيد بعد لازم تتصدر. لا يعني قصدي ان هو احنا المنافسين خلاص. لا انت بتتكلم دايما بسلوكك ومبادئك. لكن واحد بيتكلم معايا من فوق واحد بيتكلم معايا بكبر انت المفروض اقول لك ايه؟ اقول لك على عيني وراسي لا يمكن ده هيحصل. لا يمكن هيحصل. لكن لو في نادي مثلا لسه طالع ممتاز السنه دي او نادي درجه ثانيه او نادي درجه ثالثه او حتى مركز شباب شوف التعامل بتاع الاهلي هيبقى معاه عامل ازاي. تعامل في منتهى الرقي. طبعا. يعني شيتوس هو بيتكلم بيقول ممكن في ناس يكون نتعلم منها. احنا كمان ممكن نتعلم من الاصغر مننا. يعني ممكن يجي لي واحد عنده 17 18 سنه بس فكره عالي جدا فكره عالي جدا. ما ينفعش ان انت تقول له يا ابني انت مين انت وايه خبراتك في الكوره. لا طبعا اسمعه الاول. ممكن يبقى عنده حاجه عاليه جدا. ممكن يبقى سابق عصره او فكره. ممكن يبقى انت محتاج تتعلم. مش معنى ان انا بتعلم من واحد لازم بالضروره يكون اكبر مني. صحيح. مش لازم يبقى عدى 60 سنه 70 سنه عشان اتعلم من خبراته. في واحد مواقفه كتير جدا رغم صغر سنه. صح. واحد عقله كبير جدا رغم صغر سنه. كل ده في النادي الاهلي يا كابتن زيزو زكريا. طيب ملخص للكلام اللي بيتقال هو المظله هي الاحترام. وده باختصار الاحترام احترام النفس اولا ودي ده كبرياء النادي الاهلي واحترامه لذاته لشخصيته لاعضائه لجماهيره للاعبين للمدربين لكل من يتعامل مع النادي الاهلي ثم احترام المنافسين. ده جزء مهم قوي. انما لا يقبل ان هو ينزلق لمستوى اقل من مستواه. هو عارف مستواه كويس قوي النادي الاهلي وعارف مكانته. هنروح لبريك وارجع اكمل حواري مع ابناء النادي الاهلي.
يعقوب هذا هو ابو تريكه. ما تشوي الصراحه يعني كفايه ان الراجل اللي اتحرم من الاجازه وبيجي كل يوم هو كابتن بركات، فده يعني التزام وانتظام تشوي من الرجاله يعني الصراحه. اه اكيد هنا هو هنا. شوقي الصراحه من نتكلم شويه بقى بجد من الناس اللي انا على مستوى الشخصي بحبها جدا، وراجل يعتمد عليه يعني دايما، مش كل حاجه في الكوره تبقى كوره، لا سمات شخصيه محدده يعني. دايما الواحد بيسال عن الشهاده، فهو من الناس اللي النوعيه اللي انا بحترمها جدا. راجل اي نعم هو بيزعق لنا وبيقعد يولع فينا في الملعب بس عادي. على فكرة ما كان قال كده برضه. ساعات. لا سايبينه، لا شوي من الأعمدة الأساسية في الفرقة. سواء يعني هو بيبقى متواجد أو غير متواجد بيبقى روحه دايما معانا. وزي ما بقول إن الحاجة اللي يميز بيها إن هو تقدر تحمله مسؤوليات. فدي من قليلة جدا في لعيبة الكورة. بجانب إن هو منتظم يعني بيحب شغله وبيحب ما بيحبش الهزار في الشغل، خارج الملعب بيهرج وبيعمل. انما داخل الملعب بيبقى حاجه تانية، بيبقى جديه وبيبقى روح. ودايما هو زي ما الناس بتقول هو جندي مجهول، لا لا هو جندي معلوم للفرقه، واحنا مقدرين قيمته بالنسبه لنا. واتمنى ان شاء الله يكون بعد الاجازه ان شاء الله يبقى متواجد معانا، لان احنا نبدا بدايه المشوار الدوري، وان شاء الله يبقى عنده حسن ظن للجميع. وشوقي من الناس اللي انا على المستوى الشخصي بحبها زي ما بقول، واتمنى ان شاء الله ان هو مأثر معانا في الفرقة، انه يبقى له دور كبير زي ما هو كان له دور قبل ما يتصاب، يبقى ان شاء الله بعد الإصابة له بقى دور اكبر ان شاء الله. حبيب قلبي الثلاثي المرعب عامل بلد، اخبارك ايه عامل بلد؟ تمام الحمد لله. هنشوفها لك الفترة الجاية ان شاء الله. بقول لك ايه؟ دراعك اتفرد؟ لا. مش شايفني باجي النادي كل يوم. بقول لك ايه؟ ولا هيتفرد عشان تعرف. انت مش عاوز اجازه بقى ولا ايه؟ هنختم. انا عايز ازيط يا دول. شوقي. بقول لك ايه؟ وانا هطلع محمد الصغير يا عم، اخد دهني بقى واروق نفسي بقى واظبط نفسي. كده بقى في ايه؟ الشياكه دي، الشياكه دي. ده ولا 50 دقيقة ليه؟ الشياكه دي اقل حاجة عندك. قول لهم. بقول لك يا كوتا، بصراحة شياكة. انا اقسم بالله انا من مرات القليله اللي بشوفك كده، دي اقل حاجه. بقول لمراتي هاتي لي اب. لا بس عشان مسك. اقل حاجه. لا اقل حاجه. ونرجع يا جماعه، انا بجد يعني شهاده كبيره جدا من ابو تريكه. زي ما قلت ابو تريكه يعني الناس اللي دي من ذكريات كواليس التتش. شكر خاص لعمارة ودكروري على الماتيريال اللي بينزل. بصوا الوقت بيطير عشان في فقرات تانية وفقرات حلوة هتعجبكم، هنكمل بعد كده. الحقيقة الإعداد هنا كتبوا لي سؤال منتهى الديمقراطية لرأي واقتراحات وإيه اللي المفروض يكون لقناة الأهلي عشان تبقى فعلا نمرة واحد زي ما النادي الأهلي دايما في كل حاجه، مش بس في الكوره، في اي لعبه بيبقى عايز يبقى نمره واحد. سيكو مكتوب لي ايه اللي ناقص قناه الاهلي؟ لا هي مش مساله ايه اللي ناقص، هو طبعا في حاجات كثيره بتقدمها وبتغطيها، وخصوصا الحاجات اللي بتبقى الناس مستنياها والجماهير مستنياها. اتمنى في يوم من الايام ان كل مباراه الاهلي تبقى على القناه. اتمنى كده. اتمنى اللي يبقى كل شيء موجود في قناه النادي الاهلي خاص بفريق الاول للنادي الاهلي موجود على قناه النادي الاهلي. اعتقد يعني جمهور النادي الاهلي ممكن تلاقي ناس بتتفرج على القناه حتى اول ما بتقوم من النوم ما بتدورش على حاجه غير قناه النادي الاهلي. فاتمنى في يوم من الايام ان يبقى كل المباريات الخاصه بالنادي الاهلي موجوده في قناه النادي الاهلي. روح يعني باكد على موضوع سيد، لان مهم جدا موضوع المباريات ده، هيفرق كتير. كل التساؤلات تبقى دايما موجوده للجماهير بره هو المباريات، وده واحد حاجه مهمه جدا. عمليه التواصل كمان مع الجماهير يا كابتن زكريا، انا ما اعرفش يعني نجومنا هنا ومخرجينا والاعداد ممكن يتعاملوا بيها ازاي، لان فعلا عمليه التواصل مع الجمهور في كل حته ده مهم. شفنا التتش والتعامل مع اللاعبين والنجوم لما يبقوا متواجدين في قناه النادي الاهلي، وده برده كابتن سيد يقدر يعمل فيها تنسيق هنا مع دكتور محمد العدل طبعا ومتعاون جدا. خلي بالك لا ما مهم جدا، عشان يعني فكره ان انا النجوم الكبار لما يبقوا متواجدين في القناه اعتقد طبعاً. ان
الجماهير بتحب تشوفهم يا كابتن سيد، تحب ان هي تتعامل وتشوف هم بيتكلموا ازاي بيتعاملوا ازاي، ده مهم جدا تواجدهم. يعني انا يعني زي ما بقول لك انا بشكر دكتور محمد عدلي طبعا ان هو تحليل الفرصه ان احنا نقول راينا وان احنا نبقى متواجدين كلنا في مع بعض، وفي ليله زي كده ليله اعتقد ان احنا على مدار ال 11 سنه شفنا نجوم كتير رؤساء قناه محترمين بشكل كبير جدا، ما اقدرش انسى اي حد من اول عامل صغير طبعا لدكتور محمد عدل، كلهم ناس محترمه تعاملنا او انا من خلال السنتين اللي انا قعدت فيه هنا تعاملت بشكل محترم، ويمكن كمان زي ما بقول خرجنا كمان بشكل محترم وبنتكلم على قناتنا ودايما واقفين في ظهرها بشكل محترم. عشان كده انا بقول رايي ان احنا محتاجين بعض الامور خاصه كمان بالتواصل زي ما بقول لك مع جمهور النادي يا كابتن. لا يعني قناه الاهلي محتاجه ايه عشان تبقى رقم واحد؟ محتاجه ترجع الاعلامي الاول كابتن سيد حفيظ كاعلامي في قناه الاهلي. بص بقى ده كده بيقول كلام كبير. إيه؟ لا هو انا اكتشفت في حاجات حلوه قوي النهارده. رهيب. بيتكلم صح. لا يعني قناه الاهلي من طبعا لو زي ما كابتن سيد بيقول المباريات كلها بقت على قناه الاهلي، اعتقد ما فيش حد هيتفرج على قناه ثانيه. يعني خلاص هتبقى حاله من التشبع سواء من البرامج او حتى من الاستوديوهات التحليليه اللي بتحصل في القناه، ما حدش هيقلب ويتفرج على اي قناه ثانيه، لان شايف ان ويندو النادي الاهلي اهم ويندو رياضيه موجوده في الوطن العربي. ما فيش كلام، واي حد بينتسب للقناه اعلاميا بتفرق معاه بشكل كبير جدا، بيبقى عنده جماهيريه بشكل كبير جدا جدا جدا، لان نسبه المشاهده عنده بتبقى عاليه قوي. فما بالك كمان لما يبقى ملعب الاهلي والاستوديو بتاع ملعب الاهلي في مباريات لايف للنادي الاهلي، الامور هتبقى مختلفه تماما، وهيحصل يعني نوع من الصراعات عشان خاطر يبقى مين هيبقى هيمثل النادي الاهلي في الاستوديو او حتى في مقدم البرنامج. النادي قناه النادي الاهلي يعني شايف ان اهم حاجه ليها هي الحصول على بث المباريات. اه طبعا مش بس رؤساء القنوات، رؤساء قناه الاهلي المتعاقبين هم اللي يعني هم اللي بيديروا وهم اللي بيشتغلوا، لا ده كل من يعمل، حتى فكركم بالجبالي من الصوت طبعا، احمد عباس لو فاكرين، هاني الشار، اسماء كتير طبعا رؤساء. انا يمكن قلت نهال بشري وخالد توحيد الله يرحمه، مصطفى جمعه، محمود البط، اسماء كتير، عماد يوسف لو فاكرين، برجاوي، كل الاسماء، انا مش قادر، عماد الغول، اسماء كتيره خالص مش هقدر ان انا اقول كل الاسماء، واعذروني لو ما قلتش اسماء حد، لكن في النهايه هي موروثات، وانا دايما حريص على الكلمه دي، هي موروثات، كل جيل بياخد من اللي قبله ويدي اللي بعده في اي حاجه، في اي مجال، في اي مكان هو موجود فيه، حتى لو هو مش ماسك منصب، حتى لو هو عضو في النادي، حتى لو هو عاشق من عشاق النادي الاهلي، هي كده الموروثات دي مش ممكن هتتغير. وعلى مدار التاريخ هتلاقي الاجيال بتتوارث كل حاجه، بتتوارث الأخلاقيات، الخبرات، بتتوارث كل ما يخص تكوين شخصية اللي بينتمي للنادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي. الوقت بيتي، اتفضل. أنا حابب بس أقول حاجة تخصني، وأكيد كابتن سيد برضه هيقولها، بس يمكن فاروق عشان ما عملش برنامج في قناة غير ملعب الأهلي، فالأمور بتبقى ملعب الأهلي بيبقى كذا حد ممكن يقدم البرنامج ده، بس انا بتكلم على برنامج نجوم بكره اللي انا كنت بقدمه، زي ما حضرتك شكرت الاستاذ محمود البط والاستاذ مصطفى جمعه والناس اللي هم اللي كانوا بيديروا المنظومه. انا حابب اشكر سمير عكاشه كان مخرج البرنامج بتاعي، عطف عربي كان هو كنت مسميه انا ملك الكلوزات، كان لازم يديك كلوز كده يعني طبعا. أيوة. كل الناس اللي حضرتك اتكلمت معاهم، ولكن الاثنين دول انا اتعاملت معاهم بشكل مباشر، لان ده كان رئيس التحرير. الدكروي ما كانش لسه جاي القناه، كان لسه صغير. الدكروي كان لسه ذكريات مع سيكو في الكواليس كتير. كابتن سيد، برنامج المستطيل، برنامج المستطيل اكيد هيبقى رئيس التحرير بتاعك كان مين ساعتها؟ كان عماد يوسف. عماد يوسف. طيب، فدي برضو من الحاجات المهمه جدا، لان في بدايه كان عماد يوسف وإيهاب الخطيب. كان في برنامج في بدايه حياتك الاعلاميه بتبقى بتتاثر قوي بالرئيس التحرير بتاعك، بيبقى صحيح. صاحبك قوي، ولان بيبقى في كونتاكت ما بينكم على مدار اليوم، عقبال ما ترجع ما تيجي الهواء بتاع الشاشه. ده نجوم بكره، خلي بالك انا نجوم بكره استضفت ساعتها ناس كتير جدا، منها تريزيجيه كان هو لسه صغير، يعني في ناس كتير جدا تنبأنا ان هم يبقوا نجوم بكره، وفعلا بقوا نجوم بكره.
فحابب ان انا كنت اشكر الستاف اللي اشتغل معايا في البرنامج بتاعي. دكروري في كواليس معاه، قاعدين نقول دكروري في كواليس معاه. لو كان طلع لقطه انا كنت ممكن ما دخلوش النادي تاني خلاص. اوعى يا دكروري، الوقت بيخلص، الوقت بيخلص. على الله. لقطه في تونس. وطبعا برنامج كواليس التتش اللي حضرتك قلته يمكن في بدايته كان بيقدم البرنامج استاذ جمال جبر. كواليس التتش يمكن كنت موجود في الوقت جوه الملعب. كان له جوه الملعب، كان فطه حمراء كبيره قد كده، كان خانقه تخنقه، كان بتخنقه ما كانش عارف يقول الاخبار منها. الوقت طار وعندنا فقره جايه اسلام الشاطر مع واحد من ابناء عائله الاهلي، والجمعه هيكون معاكم. بشكر ابناء عائله الاهلي، وانا حريص يا سيد على الكلمه دي اكتر من المناصب والالقاب. بشكرك وبالتوفيق في اللي جاي، وعندنا ثقه طبعا اللي جاي افريقيا وكاس وكل البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها. طبعا بشكرك. طبعا برضو باكد ان الدوري بكل ما فيه، بكل حلاوته، بكل تحدياته، بكل ازماته، بكل صعوباته، لكن ماضي انتهى. من بكره انت بتستعد لافريقيا وبتستعد لكاس مصر، ويا رب نكون موافقين فيهم باذن الله. رؤى بنشكرك، ونتقابل الخميس في ان شاء الله فريق الشمس. شكرك كابتن زكريا، وبشكر سيد، وبشكر شيتوس، وبارك لسيد طبعا، وبارك للنادي على الدوري، وان شاء الله السنه الجايه احسن واحسن ان شاء الله. شيتوس انا بشكرك كابتن زكريا، وبشكر قناه الاهلي ان هي اتحت لنا الفرصه دي ان احنا نحتفل معاها بعيد ميلادها. طلعت برج الاسد زينا، عيد ميلادي كان من 3 ايام. فتصبح السلامه. طيب يا عم، ربنا يخليك. ماشي. فبشكرك ان انت اتحت لي الفرصه دي، كانوا وحشين جدا كابتن فاروق وكابتن سيد. يمكن انا عملت اللي عليا مع كابتن سيد النهارده، فان شاء الله المفترض ان هو يخلص اللي عليه بعد بعد الحلقه المفروض. يعني هو واخد فاروق، المفروض هيتعشى هو فاروق. انا عملت اللي عليا ان انا اكون موجود معاهم في العشاء. والله بجد، والله بجد مش عشان شيتوس او فاروق، دماغهم بتعجبني. يعني في ساعات وانت في الكوره ممكن تعاصر ناس فما يبانلكش افكارهم ولا قدراتهم، لكن بعد الكوره بتتقلب للحته المهنيه شويه. يعني ما بتبقاش الحته مرتبطه بالموهبه اللي في الكوره، بتركز بقى على الدماغ وقدراته كده. فالاثنين دماغهم عاليه جدا. ربنا يخليك حضرتك. يعني بشكرك يا سيكو، بشكرك شيتوس، بشكرك رؤى، بشكركم، وبشكر محمد العدل رئيس القناه وكل العاملين بالقناه على اتاحه فرصه ان احنا نشارك في احتفاليه النادي الاهلي، قناه الاهلي ب 11 سنه. هنسيبكم مع برج الاسد ونشوف سعد سمير بيغني ازاي وبريك، وبعد كده اسلام الشاطر مع وائل جمعه. اشوفكم الى اللقاء. What your opinion about the derby اهلي والزمالك؟ Very good opinion. Just no good, no good because. معلش يا جماعه، الانجليزي الانجليزي بتاعه معفش. No good because fans no come stadium. You want very, fans? Yes, I want fans. Very bad because fans no come stadium. Inshallah. What your opinion about the team? Team, team very good, very good. Now this team, my family, Halali, my yes. family. Which your brother? Brother? all, brother, all. No, I said Yusuf, only me. Hassan, Nagib, Hegazi. Hegazi? Fatih. Salah. Salah. Salah, good. My big bro. I know. Hey, I'm Gamal. John Antoy, very my big bro. yes, I'm a big dad. Which, any word you know about Arabic? Very big any word Arabic you know, learn him, learn it. What speak? You know Arabic. Arabic? Shoya. Like what? جميل خلاص. حبيبي 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 حبيبي. أنا ده أسد أهو، أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو. مين اللي علمك أنا الأسد أهو؟ ليرن أسد أهو مين؟ وات هو؟ يو سبيك مي لايك ذيس. أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو، أنا الأسد. سانتي حبيبي 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 حبيبي. باي باي باي.